طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين بالتعاون مع الرائعين في مجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية. اليوم السبت 25 يوليو 2020. يسعدنا جدا انه يكون تستمر الشراكة بتاعتنا الرائعة جدا مع مجموعة دار الشباب الرائعين دكتور أشواق، دكتور ضحى، دكتور إيناس وكل الشباب المعاهم وضيوفهم الكرام، إنه يكون دي الجلسة المستمرة حول استمرارية الخدمات الصحية خلال جائحة كورونا. إحنا في مجموعة الباحثين السودانيين سعيدين جدا وإكسايتد دائما بالسيمينارات اللي بيستضيفوها وبنتعلم منهم الكثير. جلسة اليوم عندها ضيوف رواد كتار جدا من القطاع الصحي والطبي، وكلنا إن شاء الله ننصت ونستمع للدكاترة الأعزاء. دكتور أشواق، شكرا جزيلا على جهودكم القيمة، سلمك المايك، تفضلي. شكرا جزيلا دكتور أنور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل المتابعين ولكل المشاهدين المتابعين لنا عبر الفيسبوك أو عبر الزوم. يعني إحنا سعيدين جدا بوجودنا معاهم في الحلقة الجديدة من الحلقات اللي تبص حول صحتك والكورونا. يمكن حلقة اليوم هي حقيقة كانت واحدة من المقترحات، يعني يمكن ما كانت من جانب واحد ولكن كانت من جانبين، كانت من المقترحات لكل الناس اللي حضروا الويبينار الأخير اللي كان موافق في شهر يونيو، وكانت الناس كلها بتتكلم عن الخدمات الصحية. زي ما إحنا عارفين بأنه الصحة حق وبأنه كل الناس بتكون مهتمة بغض النظر أنت شغال في القطاع الصحي أو شغال خارج القطاع الصحي، كلنا بيكون عندنا نفس الاهتمام ونفس الكونسيرن لما الناس تمرض تلقى علاج. وزي ما إحنا عارفين جاتنا الجائحة، جائحة الكورونا، وفي الجائحة دائماً بتمثل عبء كبير جداً على كل الأنظمة الصحية. ما في نظام صحي ما كان عنده العبء ده، وطبعا اكيد من ضمن الانظمه بتكون الانظمه اللي بنعتبرها شويه متاثره بمشاكل موجوده اصلا في النظام الصحي. فلما بيكون في جائحه او وباء بيجتاح البلد، فبيكون هنا بالنسبه لنا فقط ما بنكون مركزين على تقديم الخدمات الصحيه زي الشكل العادي، ولكن جهدك بينقسم انك كمان تواجه الجائحه بالشكل الصحيح. فدي واحدة من التحديات الكبيرة جدا خلال فترات الجائحة، إنك كيف تعمل الموازنة ما بين الناس تستجيب للجائحة وللناس اللي بيصابوا من الجائحة والوباء، وفي نفس الوقت تستمر الخدمات الصحية بشكلها المعروف للناس المرضى العاديين اللي ما عندهم علاقة بالجائحة الموجودين لدينا. فحقيقة يمكن ده اليوم جاء، يعني وشكرا جزيلا لكل الناس اللي اقترحت علينا العنوان وساهمت في أنه الليلة نقدم حلقتنا الجديدة، أنه هنتكلم عن الخدمات الصحية خلال فترة الجائحة. وإحنا بنقصد بخدماتنا اليوم الخدمات لمريض الغير الكورونا، المريض العادي، مريض الأمراض المزمنة، المريض الطوارئ، لو جاته خلال فترة الجائحة وخلال فترات الحظر زي ما كنا في فترة طويلة خلال فترة حظر، وبالتالي بتكون كل الحياة شغالة بأقل كفاءة ممكنة، فالناس بتمرض وبتحتاج أنه هي تأكسس الصحة أو القطاع الصحي أو الهيلث فاسيلتي. وبيجينا هنا السؤال أنه إحنا عايزين موضوع حلقتنا اليوم نتكلم على أنه إحنا كيف نضمن أنه يكون عندي خدمات صحية للمرضى الغير الكورونا، أنه إحنا نضمن بأنه مرضى غير الكورونا لما يدخل المرفق الصحي ما يكون عنده مشكلة أو خوف أنه هو يصاب بالوباء، وفي نفس الوقت نحمي العاملين داخل المرفق الصحي من الوباء. وكلنا عارفين يمكن الآن الدول كلها بتستعد بأنه جائحة الكورونا هتستمر وبدأت الآن الناس تتعايش معها، والآن إحنا بنتكلم على أنه احتمال كبير يكون في موجة ثانية، ودول كثيرة بدأت الآن تخطط للموجة الثانية. فمهم جدا، فإحنا شعرنا أنه الوقت الآن الوقت الذهبي، الوقت المهم جدا أنه إحنا عندنا سؤال وعايزين نجاوب عليه بنهاية حلقة النقاش. الإطار الدروس المستفادة من التقديم من الفترة الفاتت، والإطار العام اللي إحنا نشعر به كان فيت السودان عشان نضمن أنه لو جاتنا موجة ثانية أنه خدماتنا الصحية تكون منسابة بالشكل الطبيعي. أنا نيابة عن الجميع أرحب بضيوفي وأشكر لهم يعني انضمامهم معنا.
أرحب بدكتور هيثم عوض الله، اختصاص طب المجتمع وخبير الجودة في القطاع الصحي. عندنا دكتور ساري محمد عصبان، اختصاصي الطب الوقائي ومكافحة العدوى من مستشفى محمد بن سلمان في المدينة المنورة المملكة العربية السعودية. نرحب بدكتور وائل أحمد الفكي، مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي. دكتور محمد حسين الدومة هو اختصاصي صحة عامة ويعمل في منظمة الإيجاد بجيبوتي. ونرحب كذلك بكل من دكتور النصري محبوب اختصاص جراحة الكلى والمسالك البولية، ودكتور سهيل عبد القادر البشرة مدير عام مستشفى النو. وطبعا أنا محدثتكم دكتورة أشواق عبد الرحيم، أرحب بكم جميعا وأرحب بضيوف الكرام. أنا حقيقة هدي كل دكتور من الدكاترة معانا يعرفوا بروحهم ويرحبوا بالمشاهدين. اتفضل دكتور هيثم، نبدأ بك. اتفضل دكتور هيثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالمشاركين معانا في الويبينار ده، وبرضو نرحب بالمشاهدين عبر الزوم أو عبر الفيسبوك، ونتمنى انها تكون حلقه مفيده. انا زي ما ذكرت هيثم عوض الله، اخصائي طب مجتمع وصحه عامه، تخصص في النظام الصحي والجوده، وعندي طاقتين، بعمل في وزاره الصحه الاتحاديه والتعليم العالي في جامعه الخرطوم كليه الطب. فنسعد بالمشاركه معكم. شكرا، مرحبا بك دكتور هيثم. دكتور ساري، دكتور وائل، رأيت دكتور ساري شكله عنده مشكلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على الجميع. في البداية شاكرين للإخوة في مبادرة الباحثين السودانيين والإخوة في مجموعة دار الاستشارية على هذه الاستضافة، والتحية وكل الود وكل الاحترام لكل المتابعين. إن شاء الله تكون حلقة يعني بنفس أهمية الموضوع اللي هو شغل العالم كله. شاء أنا دكتور وائل أحمد فكي حامد، مدير الإدارة العامة الخدمات الصحية برأس الصندوق العمومي للتأمين الصحي. شكرا جزيلا دكتور وائل. دكتور ساري أو دكتور محمد حسين دوما. دكتور ساري تفضل. دكتور ساري، طيب شكله دكتور ساري عنده مشكلة فنية، ممكن دكتور النصري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بكل المتواجدين حاليا والمتابعين لنا، ونشكر مبادرة الباحثين السودانيين ومجموعة دار لبناء القدرات والاستشارات البحثية. وأنا النصري محجوب النصري، جراحة الكلى والمسالك البولية، مستشفى سلايغو الجامعي في أيرلندا. إن شاء الله نقدر نفيدكم اليوم ونقدم شيء محترم إن شاء الله. دكتور سهيل تفضل. دكتور ساري ودكتور سهيل الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ساري محمد عثمان الأمين، طبيب تخرجت من جامعة الخرطوم، والآن أشتغل في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز. تخصصي الأساسي هو الطب المهني، والآن أنا شغال في قسم مكافحة العدوى بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالحرس الوطني في المدينة المنورة. حقيقة سعيد جدا 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 إنه أنا أشارك في تجمع متكامل، وأتمنى في النهاية إنه يضيف شيء للناس وللمستمعين ولبلدنا المقصرين في حقها كثير إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ساهر. دكتور سهيل معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
الله اوقاتكم جميعا. انا دكتور سهيل عبد القادر البشرى، كلفت اخيرا باداره مستشفى النوى التعليمي، تخرجت من جامعه الرازي للعلوم الطبيه والتقنيه سنه 2013. اشتغلت في عده اماكن في السودان داخل وزاره الصحه وخارج وزاره الصحه. شاكر لكم ومقدر جدا على الاستضافه. شكرا جزيلا دكتور سهيل. دكتور محمد حسين الدومه. طيب احنا ممكن دكتور محمد شكله هي will join us later. ايوه عنده مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. انا محمد حسين الدومة، معلش دخلت متاخر حبه، لكن اخيرا طبيب متخصص في البابليك هيلث وشغال في منظمه الايجاد في الهيلث بروجرام. منظمة الإيجاد هي تضم السودان معها سبع دول حولنا في الغرب الأفريقي وشرق أفريقيا. لما تجي الفرصة إن شاء الله بنتكلم، لكن اشتغلت قبل كده في الوزارة هنا أكثر من 10 سنة، وبعد ذاك تحولت للبرنامج. شكراً كثير دكتور محمد، شكراً لضيوفنا الكرام. أنا حقيقة هبدأ النقاش مع دكتور هيثم. وزي ما احنا عارفين بانه دائما اي جائحه، مواجهه اي جائحه، بتكون المرحله الاولى لها اللي هي البريبيرنس او بنسميها الاستعدادات المبكره او الجاهزيه، كيف نضمن الجاهزيه. فدايرين نسال دكتور هيثم من وجهه نظره كخبير للجوده وكمدير للاداره العامه للجوده في وزاره الصحه الاتحاديه، من الاستعدادات اللي كانت موجوده على السودان بشكل ماكرو، هو الحاجات اللي اتعملت، يعني ممكن يورينا الحاجات اللي اتعملت والفتره دي، يعني سماتها كانت شنو وتعليقه عليها كان شنو. تفضل دكتور هيثم. طيب شكرا جزيلا دكتور اشواق. أرحب بالجميع مرة ثانية. حقيقة من بداية الجائحة دي في الصين قبل ما تنتقل للدول الثانية، وكان في التحذير موجود لكل الدول إنه في احتمالية تصل الدول وكده، إدارة الطوارئ في الوزارة الاتحادية كان عملت الدرافت الأول حقيقة من الريدنس بلان بتاعتهم أو البريبيرنس بلان. شأنهم كشأن كل الطوارئ بتجي السودان، معروف كل مرة بتضربوا، أصلا ما بجل لسنة ما بتضربوا واحدة من الطوارئ الصحية، سواء كان كالكوليرا سواء كان شيكونغونيا سواء كان غيرها. بس المرة دي الموضوع بقى مختلف شوية، بقى موضوع عالمي، موضوع تأثيراته الاقتصادية والسياسية واللي هي معروفة للجميع وكده، وجايحة بمعنى جايحة. حقيقة الترتيبات اللي بدت ما اخذت، انا بعتبرها ما اخذت صورتها الجاده اللي تكون بها هياكل وزاره الصحه الاتحاديه والولايه بصورتها النهائيه الا بعد الحاله الاولى. وكان في ديبيت كده ولغط لو بتتذكروا كده، بعد ظهور الحاله الاولى اتشكل الشكل بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع الجفرنس بتاع التصدي للجائحه في الاتحاديه. وباختصار يتشكل في شكله الحالي اللي بيعمل حتى الان، هو لجنه عليا الاي او سي او الاميرجنسي اوبريتنج سنتر، اداره الطوارئ معروفه للناس، وتعين بعض اللجان الفنيه اللي هي منطبيه انها تخطط ترتب تدرب على اساس انه الناس يقدروا يتعاملوا مع الجائحه الجايه. فعلا تكون لجان خاصه بالتقصي، التقصي والمعابر والحدود والاشياء دي، على اساس انه برضه فيها المفروض في بروتوكولات مكتوبه، في تريننج للناس، في تعامل مع الناس الجايين، ترفع توصياتها بالصوره المناسبه. في لجنه ثانيه اتكونت اللي هي مسؤوله من الامداد ريسورسز، سواء كان جوه البلد ولا خارج البلد ولا بتجي من وين، وتو بي شانلد في اتجاهها، ولانه جايحه زي دي متوقع انها تضرب كل النظام الصحي ما بس. في لجنه ثالثه اتعملت اللي هي معنيه بالشغل بتاع البروتوكولات عموما، الكيس مانجمنت اند انفكشن كنترول كوميتي،
دي كل البروتوكولات من الترياج والبروتوكولات العلاجية والمكافحة العدوى والوسائل واستخدامه والتدريب عليها، دي لجنة ثالثة. واللجنة دي برضه هي المعنية احتمالا نتكلم هنا، لأنها دي أكثر حاجة كانت مهمومة بمسألة عمل النظام الصحي للنون كوفيد وطرقت بدري جدا. في اللجنة رابعة اللي هي كانت اللجنة المسؤولة من المعامل، اللي هو الاختبارات اللي تستخدم، التدريب على الناس استخدموها كيف، ياتوا نوع كم العدد هنا، وتنسيقها مع اللجان الثانية. اللجان دي كلها المفروض تشتغل في هارمونيزيشن بصورة عالية عشان تطلع الخلاصات للجنة اللي الناس بيشوفها في التلفزيون، اللي هي اللجنة السيادية في مجلس الوزراء، اللجنة اللي بتتخذ القرارات في النهاية، يعني اللجنة اللي بتتخذ قرارات الإغلاق ولا الفتح ولا التشغيل ولا قفل المطار ولا فتح المطار، في النهاية دي عبارة عن لجنة سيادية عليا. عمل اللجان دي هو المفروض في النهاية يطلع القرار ويصور النهاية. طيب ده الشكل العام اللي كان تم، وبدت من شهر 3 بدت اللجان دي في عمل او كده up and downs. الناس كانت متابعة تقريبا في كل الوسائط وحال وضع الصحة في الفترة اللي فاتت ما تم وما والحاجات اللي كان فيها اشكالات في الفترة اللي فاتت. انا لو ذكرت حاجات عريضة قبل ما اخش في الترتيبات الخاصة بعمل النظام الصحي في الفترة الاولى، طبعا النقطة اللي نحن استشفينا بعد ذاك إنه preparedness ده، التجهيز اللي نحن دارين نعمله للنظام الصحي عشان يشتغل، كنا نحن محتاجين لتجهيز مماثل readiness نفسي للمجتمع وللكوادر الصحية حقيقة، لأنه نحن الجائحة دي لما جاتنا كده الناس بتسمع زي جايانا زي الحاجة الماشية عليك حاجة كده وانت خايف إنها ما عارف تسويها شنو. لما جات أصيبنا أنا زي الشلل التام في البداية، البانيك ده بالمناسبة ما أصاب بس المواطن السوداني، المواطن السوداني كان بين جزء تلقاو ناكر الموضوع وجزء تلقاو يقول لك لا ده موضوع سياسي وكده. المجتمع السوداني في البداية ما تعامل مع موضوع المجتمع السوداني، ما بس المواطن البسيط، حتى الكوادر الصحية في البداية أصيبوا بشيء من البانيك. طريقة انتشار المرض، انتشار المرض بصورة كبيرة، الناس يشوفوا الناس يموتوا، الكوادر الصحية في بيطاليا في كده بتموت. السودان أصلاً النظام الصحي very weak، يعني الشغل بتاع الانفكشن كنترول يا ساري لما تجي تتكلم الأساسيات اللي عندكم هناك دي نحن ما عندنا. أنا مدير جودة لأربع سنوات لحد الليلة بنتكلم في الهاند هايجين والهاند ووش، الناس بعيدين جداً من الموضوع ده. فلما يجيك مرض هو في الأساس محتاج لشغل بتاع infection and prevention and control، هتلقى المسألة صعبة جدا عشان الناس تستوعب إنها تستخدم وسائل الحماية والستاندرد precaution والمسائل. فطوال الناس باعتبارهم بعيدين يصيبوا بالبانيك، وده أصاب شلل النظام الصحي في البداية. حكايتين إنه النظام الصحي في البداية الناس قفلوه ولا ما قفلوه ولا أعلنوا قفلوه ولا ما قفلوه، ده جزء من المشكلة، لكن حقيقة المشكلة كانت برضو الحكاية دي. المرحلة البعدية طبعا الناس بتحصل بعد البانيك بيحصل شيء من الرياليزيشن بعد شوية، المجتمع بيجي يتعامل مع خلاص ما في معناته الموضوع ده صحيح. برضو الأطباء والله حسوا إنه أنا كونه أقفل عيادتي ومش أقعد في البيت، أنا عمري أكثر من 50 سنة ما في داعي أطلع هنا هقفل الانتين، برضو ده سؤال بعد شوية حيحس إنه والله يا أخي إنه المسألة دي ما حتستمر كده، المفروض أنا أجتهد نوعا ما أشوف ألبس شنو ألبس شنو من البي بيز على أساس إنه continue my service continue my business. لو اعتبرنا البيزنس ده البيزنس البابليك ولا البيزنس الخاص حقك في النهاية ما حد قف، فبيقى في شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الرياليزيشن. لما وصلنا هو مرحلة حياتك بقى شوية مرحلة التعامل مع الموضوع بعد ده بصورة النهاية. فالنقطة ده أقول إن إحنا كنا محتاجين للتحضير النفسي للكوادر. التحضير النفسي ما بس رسالته زي ذلك، التحضير النفسي جزء أساسي منه الترست في النظام الصحي، يعني الكوادر تكسب ثقة النظام. تكسب ثقة النظام الصحي بشنو؟ إنه كان ممكن نقول الموبيلايزيشن للبي بي إيز يكون as early as possible، يعني أنا بحس بشيء من الاطمئنان، أنا زي ما عنده المريض حق علي عالجه أنا عندي حق إنه أحمي نفسي وأحمي أسرتي بعد ذلك. فكان دي من الأوليات، يعني إحنا لو دايرين نرتب أولياته كده
كان برضو ما الناس كانوا اتمس في البدايه صح، في بروتوكولات كثيره طلعت، في موجهات طلعت من الاداره الاتحاديه وبصوره فيري بروفيشنال اشتغلوا فيها خبراء كتار وكده، لكن برضه تاخيره كان في شيء من هنا، الناس بيقوموا يشيلوا من السي دي سي من بيجاي، يشيلوا من الدبليو اتش او من بيجاي، يشيلوا من السعوديه بيجاي، ما عارف في البدايه ما كان الناس عارفه انها تعمل شنو بالضبط يعني. غير كده انه في ديسكونكشن بين اللجان دي في الاتحاديه والامبلمنترز اللي هم الوزارات الولائيه، وده اشكاليه نظامنا الصحي، نظامنا الصحي الديسنترلايز ده خلى فيه في جاب بين بين المستويات، اللجنه السياديه فوق في جاب بينه وبين اللجان الفنيه، في جاب بين الوزاره الاتحاديه والوزارات الولائيه المنفذه، عشان كده بتلقى البروتوكول ولا الموجهات اللي بينعملها على مستوى الوزاره الاتحاديه لما انتصل الديستنيشن حقتها في جائحه بتنتقل بالثانيه بيبقى الموضوع بعدك وصل في وقت متاخر وكده. فالخطه بدت بدري لكن في اشكالات كثيره، انا زي ذكرت جزء منها، النظام الصحي ما ريزيلينت كان فيري ريجيد، التعامل الذهني مع الجائحه على كل المستويات اطباء او غيرهم ما كان بالصوره المطلوبه، الريسبونس بالرغم من البدايه بدري والكتابه على الورق والخطه الموجوده الفيري نايس، لكن الامبلمنتيشن ارينجمنت ما كان بالصوره المطلوبه، كان في شيء من الـ من الـ من التاخير في بعض الملفات ادت ل للوضع في البدايه كان فعلا الاسبوع الاخير من رمضان والاسبوع الاول من العيد كان يعني فيري ساد ويكس، كانت اسابيع صعبه على المرضى، اسابيع صعبه على الاسر، فعلا الناس كان المؤسسات الصحيه جزء كبير مكفول، وضع ما كان في زول بيقدر يفسره اصلا الوضع الوقت ذاك، لكن هي مجموعه من الاسباب مع بعض ادت للشلل بتاع النظام الصحي في الفتره دي يعني. شكرا. انا صوتي واضح بالمناسبه؟ لا واضح جدا، شكرا يا دكتور هيثم. يعني يمكن قلت دروس مستفاده وهي اهم حاجه من التجربه، انه الناس تاخذ منها الدروس المستفاده وتحسنها. انا يمكن عجبتني اكثر حاجه التحضير النفسي للكوادر، وهنيجي نتكلم عنها لقدام، واتوقع دي ممكن الناس يعني ان شاء الله تعالى في المستقبل انه الناس تقدر تحضر للعمليه دي وتكون جاهزه بالنسبه لها. لكن زي ما قال دكتور هيثم يمكن كان في ساد ستوريز، كان في زي ما بيقولوا جانب غير محبب بالنسبه لنا، ولكن مرات نقول عظم المشاكل بيخلق بعض القادة، بيخلق الناس اللي بتيجي تفكر لما تضعها في الميدان هي اللي بتبدأ تفكر وتشوف الحاصل شنو، وتبدأ to invent يعني مثلا نقول أو تبدأ تعمل حلول، والحلول بتكون جاية من الكونتكست أو من الإطار اللي هم شغالين فيه. وإحنا يمكن إن شاء الله تعالى من الآن ننتقل لدكتور وائل. دكتور وائل هو مسؤول من عملية تقديم الخدمات للمستفيدين من الصندوق القومي للتأمين الصحي، وبالمناسبة المستفيدين للتأمين القومي للتأمين الصحي تحت مظلة التأمين لا يقل عن 70% من البوبوليشن حق السودان، وبالتالي بتكون عليهم عبء أنهم أو ستريس، ما عايزين نقول عبء لكن نقول بيكون عليهم ستريس أنهم يقدموا الخدمات للمستفيدين ولمستحقينها. فإحنا عايزين نسأل دكتور وائل، اللحظة أسمعوا بها بأنه في جائحة والجائحة جاية على السودان، وهم طبعاً يمكن دائماً التأمين الصحي البوابة الأولى المراكز الصحية، عايزين نسأل هم تجربتهم كانت شنو في عملية الاستعداد والجاهزية للكورونا. طبعاً يمكن التأمين الصحي هو ما هيمسك الجانب المتعلق بعلاج الكورونا نفسه، ولكن طبعا انه هو انسياب الخدمات خلال الجائحه وخاصه خلال الحصر. دكتور وائل. طيب شكرا دكتور اشواق، ومره ثانيه نجدد التحيه لكل الاخوه المتابعين والزملاء معانا. التامين الصحي يعني دكتور هيثم كتر خير وقدم زي ما نقول يعني مقدمه هي بتحكي واقع القطاع الصحي بتاعنا كله في التامين في السودان، لو كان وزاره الصحه ولو كان تامين صحي او غيره. التحديات هي تحديات متشاركه، لكن التامين الصحي كان عنده جزئيه يعني انت تفضلت تكلمت عنها. الحاجه الاولى هي انه التامين الصحي يعني في نوع من الالتزام الاخلاقي اتجاه مجموعه من المواطنين قاموا بدفع مقدم لاشتراكاتهم، وبيتوقعوا انه متى محتاجوا للخدمه دي يتلقوها بالصوره الموجوده في العقد او في الاتفاق.
نحن بنتكلم عن أكثر من 31 مليون مواطن سوداني الآن بيحملوا بطاقة تأمين صحي موزعين على مستوى الولايات المختلفة في الحضر وفي الأرياف. بنتكلم عن إنه التأمين الصحي يعني برضه هو كمبونة من النظام الصحي هو يعني curative oriented. فلما نجي نعادل الاستراكشر التكوين بتاع المؤمنين برضه بنلقى إنه عندنا ثقل كبير جدا الأمراض المزمنة، عندنا ثقل للناس اللي بيكون عندهم احتياجات. طبيعة التأمين الصحي معروف إنه في البدايات بتجذب الناس اللي بيكون عندهم حاجة لخدمة طبية. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، التأمين الصحي برضه كان واحدة من الحاجات اللي خلتنا يعني زي ما نقول نستجيب بدري، إنه خدمتنا يعني هي مالتي سيكتور، برضه جزء منها بيقدم عبر وزارة الصحة، جزء منها بيقدم عبر القطاع الخاص، جزء منها بيقدم التأمين الصحي مباشر. فكان لابد برضو إنه نساعد كل الشركاء الموجودين ده بحيث إنه يكونوا قادرين على إنه يقدموا الخدمات دي باستمرارية ويقدموها بنفس الشكل وبنفس الالتزام الموجود بالنسبة للمؤمنين. فكل الحاجات دي مع بعض يعني كان خلت إنه التأمين الصحي فور إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإنه الناس بدأت تتكلم عن الكورونا أو الكوفيد 19 كبانديميك، وإنه يعني سونور ليتر حيكون موجود في البلاد. كانت الاستجابة سريعة بأنه تكونت لجنة عليا على مستوى رئاسة الصندوق هنا برئاسة الأخ المدير العام وعضوية الإدارات زي ما نقول وزارة الصلة، وطوالي وجهنا الولايات بأنه برضو تعمل غرف ولائية. الحاجة الأساسية كانت أنه لابد نكون قريبين جدا من الصحة، وزارة الصحة باعتبار أنه هي المرجعية وهي اللي بتكون زي ما نقول يعني ليدين كل الشركة لو كان في شكل بروتوكولات أو في شكل الجايدنس أو الريجوليشنز. فلا بد انه قريبين ولازم انه يكون دورنا هو دور كومبلمنتري. يمكن دي الحاجه اللي حصلت في المرحله الاولى. بعد ذاك جينا رتبنا الاولويات انه كيف نحمي المؤمنين ديل وكيف نفي بالتزاماتنا زي ما قلت بشكل واضح جدا متى محتاجين للخدمه الخدمات التامين الصحي المختلفه. كان عندنا برضه جزئيه ثالثه انه التامين الصحي هنا في السودان جزء من الخدمات بيقدمها عبر مراكز تابعه له بصوره مباشره، ودي بنسميها المراكز المباشره اللي قدام، هتتكرر الكلمه دي كثير. المراكز المباشرة دي هي مراكز بتتبع للتأمين الصحي بصورة مباشرة بديرة إداريا وفنيا، يعني احنا مسؤولين من التعاقدات ومسؤولين من المرتبات ومسؤولين من السبلاي ومسؤولين من التفاصيل كلها. والسبب اللي خلى التأمين الصحي يمشي الاتجاه ده هو كان في فترة من الفترات في مناطق مشت لا تغطية سكانية والمواطنين يتملكوا بطاقات، لكن كان وجود النظام الصحي ضعيف، فكان لابد ان التأمين الصحي يكون موجود عشان تفلفل الجاب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في مناطق بيكون فيها تغطية سكانية أو فيها حوجة لأنه شكل الخدمة يكون شوية يعني أدفانس تيرجري وسكندري، فالمهم بشكل أو بآخر اتكونت نسبة من المراكز. المراكز دي موجودين فيها كوادر طبية، فكان برضو واحدة من الحاجات اللي فكرنا فيها من البداية إنه كيف نحمي الكوادر دي، لأنه ديمومة الخدمة من البداية بتعتمد على الاستقرار النفسي، بتعتمد على اطمئنان الكوادر دي. في تحدي كبير يتكلم عنه دكتور هيثم هو إنه نحن صراحة عندنا مشكلة كبيرة جدا في الحكاية بتاعت الانفكشن كنترول ميجرمنت، يمكن ده واحدة من الدروس المستفادة يعني انه كوفيد 19 غير الاشكالات الكثيرة اللي حصلت، لكن ورانا انه نحن مهملين جانب مهم جدا كان وادى يعني في لحظة من اللحظات لانه خروج عدد كبير جدا من المؤسسات وعدم قدرتنا على تقديم الخدمات للمواطنين. فبرضه دي واحدة من الحاجات اللي وقفنا كثير وحاولنا انه يعني نشتغل فيها بشكل او باخر. فلو جاي دار الخص لك بقول لك ان التامين الصحي استجاب سريع جدا على مستوى المركز وعلى مستوى الرئاسه. استجابتنا كان مبنيه على موجهات وزاره الصحه في كل الاوقات، وكانت داعمه لانه كيف نقوي البروتوكولات دي وكيف نجعلها واقع، كانت مبنيه على انه كيف مواطنيننا ما يتاثروا باي شكل من الاشكال وان الخدمه تكون مستمره، وكانت مبنيه على انه كادرنا ده نحميه لانه اذا فقدناه معناه المراكز ذات التردد العالي دي ممكن نفقدها بسهوله، ودي ممكن تخلق مشكله في التردد واستخدام الخدمات الطبيه. شكرا جزيلا دكتور وائل، يعني مجهود مقدر وان شاء الله تعالى الناس تواصل في مجهوده. يمكن الان اتكلم دكتور وائل واتكلموا دكتور هيثم عن الانفكشن كنترول، واعتقد يعني هنا احنا بنحتاج نتكلم مع دكتور ساري محمد عثمان يعمل بالحرس الوطني بالمدينه المنوره بالمملكه العربيه السعوديه، وكلنا عارفين بانه المملكه العربيه السعوديه يمكن من الدول المشهود لها بانه عندها خبره ممتازه جدا في التعامل مع السارس والكورونا فيروس بشكل عام، لانه طبعا كانت بتجيها خلال فترات الحج، ويمكن هم شويه يكونوا مختلفين من بقيه الدول بانه هم ما زي الناس يعني هم اوريدي عندهم تجارب سابقه يمكن ما بنفس الكبر الكبير للجائحه الكوفيد 19، ولكن استلهم
عندهم جزء من البريبريشن. وغير كده طبعا نظام السعودية لمكافحة العدوى من النظم المشهود لها. فإحنا حابين نسمع من دكتور ساري تجربته في المستشفى اللحظة سمعوا أنه في حاجة اسمها كورونا وقد تيجي علينا أو قد تبدأ قبل ما تظهر الحالات. هم بدأوا يتعاملوا كيف باعتبار أنهم خلاص ديل هيلث فاسيليتي بيتعاملوا مع المرضى، وهم مفترض يعني يبقوا بلانرز أنه كيف لو جانا مريض نقدر نقدم له الخدمة، وبغض النظر إذا هو كان مريض بالكورونا أو مريض بحاجة تانية غير الكورونا. دكتور ساري تفضل. شكرا لك أشواك على الفرصة دي. فأنا هتكلم أول حاجة عن الكورونا إن جنرال. يعني في السودان الآن أول كورونا يشوفوها في الحياة، مع أنه هذه الكوفيد 19 اللي ظهرت هذه الكورونا الثالثة اللي تظهر الآن بالنسبة بالذات لدول شرق آسيا والجزيرة العربية. يعني لما ظهرت سارس تقريبا في الصين وكان ريستريكتد بس في الصين وما مشى لأي دولة ثانية. بعدها سنة 2013 تقريبا أو 2014 جاءت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو الميرس كوفي، وحقيقة عملت رفقة كبيرة جدا في 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 منطقة الخليج العربي، وهو زي ما بقوله هو ابن عم الكوفيد 19. هذا كان مصدره أكيد ويتأكدوا منه إنه الإبل. فظهرت الآن الكوفيد 19 حقيقة. يعني لما بدت الجائحة دي عالميا، يعني احنا لما بدينا بدري جدا في البريبيرنس، وفي الأساس كان عندنا لاين واضح من البداية للميرس كوفي، لأنه زي ما قلت هما الاثنين عبارة عن فيروسات بتصيب الجهاز التنفسي وتنتقل عن طريق الرذاذ، فهما بيشبهوا بعض في أي شيء، بيختلفوا بعض بس من الإبيديميولوجيكال لينك. يعني مثلا الكوفيد 19 بعد ما طلع من الحيوان ووصل الإنسان بقى الالتهاب من الإنسان للإنسان. أما الميرس كوفي أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وصلت بنفس المستوى، إن المصدر الأساسي لها هو الإبل أو شرب حليب الإبل، زي ما الناس بتعرف إنه غالبية الناس بتشرب حليب الإبل بدون ما يغلو. بالتالي لما نحن بدينا البريبيرنس كان بدري جدا، يعني ما كان في ولا كيس أصلا في السعودية. فبدينا بأنه عملنا زي كوميتي في كل المستشفى. المستشفى بتاعتنا عبارة عن سكندري هوسبيتال، يعني ما كوربريت، يعني ما هي اللي بتأسس الجواين وكده، لكن لازم يكون عندها اللوكال بوليسي بتاعتها اللي بتمشي عليها. فبدينا بدري جدا وعملنا كوميتي ريبريزنتيف من كل الاقسام بتاعت المستشفى، حتى الناس الاداريين وكل الاقسام الصحيه وكده. وبعدين عرفنا الكيسز اللي بتجي المستشفى، عملنا زي فيز. يعني لما عملنا فيز زيرو ده، فيز زيرو ده ما عندنا فيه ولا كيس كونفيرم في داخل المستشفى، وفيز 1 مثلا 1 ل 5، وفيز 2 6 ل 12، وفي سيري من 13 وانت طالع لفوق. وكل فيز عنده البريبريشن حقته الواضحه جدا في الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه مشينا للسبلاي، انه كيف نحافظ على السبلاي لكل الاحتياجات، الديسينفكتنت، الجاون، الجلوفز، السبيشال كلوزز بالنسبة لأوضاع معينة، يعني الانفكشوس كيسز كيف تلبس فيه زي أجهزة معينة أنت بتلبسها زي الهود، والفيو جهاز بتاع تنفس بيكون معاك وكده، الحوجة قدر إيش ضمن الحاشية المحتاجة لها بالكمية معينة. والخطوة الثانية استمراريتها، دي برضو من الأشياء الثانية. الشيء الثالث الجايد لاين، دائما المصدر هنا في الناشونال جارد، إنه هو كله أمريكان. المصدر الأساسي للغايد لاين هو CDC كله أمريكان، وبيحصل له أبديت على طول. يعني بيجينا الأبديت الجديد اللي احنا بنعمل له ديستريبيوشن لكل الأقسام في المستشفى، وبنتأكد مرة تانية إنه كل قسم يتأكد إنه تاني يوزع الأبديت الغايد لاين لكل الناس اللي موجودين في أي قسم، ويتأكد إنه وصلوا ويتأكد إنهم فهموا. يعني
يعني مثلا الكيس ديفينيشن، الكيس ديفينيشن لما الكورونا بدأت كان أول شيء إنه أي حد جاي من دول معينة، وبعدين الأشياء التنفسية، فده كان بيحدد الفيجوال ترايات. يعني الآن يعني أنا ما أعرف الآن في السودان كيف بالنسبة للفيجوال ترايات، يا ريت بعدين ناس هيثم يقولوا لنا. يعني الآن الفيجوال ترايات مع الأبديت انه شلنا منها الابيديميولوجيكال لينك، انت من وين جاي هذا ما بيفرق الان، المرض موجود في اي مكان يعني الا الكونتاكت للكونفيرم كيس، وبعدين الاعراض التنفسيه بتحدد. يعني الابديت كنا متابعينه جدا جدا بخطوه. الخطوه الثانيه كان عندنا اصلا الفلو كلينك زي ما قلت لكم مع الميرس كوفي، الفلو كلينك اوت سايز اوف هوسبيتال، يعني انت لما تجي تجي ترايات في البوابه اللي بيشوفوا العيان بيلقوا عنده أعراض تنفسية على طول بيمشي الفلو كلينيك، ما بيدخل أصلاً المستشفى من داخل. هذا الشيء من قبل الكوفيد 19 أصلاً، والعيان عارف مسيره وين. بعد ذلك في أرينجمنت اللي عملت على البوابات وعلى الدخول وعلى كده. الحاجة المهمة نحن كلنا عارفينها إنه الأعداد بتاعت الكوفيد 19 عالية جداً، بالتالي إنه يحتاجنا نعمل إكسبانشن. أوريدي عندنا إيسوليشن إيريا معروفة بالبريبريشن بتاعتها الانترناشنال كلها، يعني عندنا اي جناح موجود للعزل، الغرف فيه كلها هي نيجاتيف بريشر روم، يعني الضغط الهواء فيها سالب، ده بيضمن انه الهواء داخل الغرفه يكون سالب بحيث انه ما يكون في فيروس موجود لما الدكتور يدخل للممرض والمريض يتعامل معاه ويكشف عليه، ولا الممرضه تديه الادويه ولا تفحص عليه ولا كده. يعني دي اتاكد من الحاجه الثانيه، النيجاتيف بريشر روم دي حاجات بتتعامل مع المستشفى من البدايه، بالتالي لما ما يكون عندك غرف اصلا كافيه لازم يكون عندك خطوه جديده لازم تسويها على اساس انه تضمن الانفايرومنت داخل الغرفه انه يكون امن للدكتور. بالتالي في حاجه معروفه انها اسمها الهيبا فلتر، هو جهاز كده انا ما اعرف موجود هناك تقريبا موجود بيستعملوه في المستشفيات، بتلقى بتخطه في في الغرفه بيعمل يعني زي اير بيوريفاير بينظف الهواء وكده، ده كله الاساس منه حمايه العامل الصحي. تمام، ده بيقودنا لحاجه مهمه جدا جدا هنا بالنسبه لحاجات الانفكشن كنترول. من في السودان امكانياتنا تقريبا مشكله بانك انت تجهز البي بي اي وكده، لكن في فهم مهم جدا جدا في السيفتي لاي مكان بتاع عمل. احنا يعني انا زي ما امسي في الدسكشن بتاعنا الاول اللي اتكلمت انه البي بي اي ولا البروتكتيف اكويبمنت دي اخر شيء انت بتلجا له لانك تحمي الانسان. يعني بمعنى اخر يعني البي بي اي لما انت تكون لابس كمامه او لابس كلوفز بتحتاج تاكل، بتحتاج تشرب، بتحتاج تتكلم مع حد، مرات بتضايق، مرات بتعمل لك حساسيه، بالتالي في لحظه من اللحظات انت معرض يجيك، بالتالي هي ما وسيله اساسيه للوقايه اصلا. يعني بعدين المصري ولا الناس اللي شغالين في يوروب ولا يو كي ولا ايرلند هيوروكم انه البي بي اصلا ما مهمه الا في لحظات معينه. الاشياء المهمه هي اللي ما بتهم العامل الصحي ولا بتهم المواطن، هذه مسؤوليه المؤسسه الصحيه اللي ايش هي؟ يعني احنا انا ما اعرف اسمها ايش كده تقريبا بالعربي، يعني لكن دائما الايسوليشن وورد نفسه هذا انجينيرنج سيفتي، يعني انت بتخلي الهزر مثلا باعتبار انه الكورونا هذه عباره عن ضرر لكل الناس اللي حوالينا، انه انا اقفله في مكان معين واسهل لانه الهزر ده ما يصل للناس اللي ممكن يتعرضوا له. يعني بسميه مثلا الانجينيرنج سيفتي، وده الافكتيف وايزي. حتى لو ما عندك نيجاتيف بريشر روم ولا عندك هيبا فلتر ممكن تعمل غرف بتاعت عزل العاديه اللي زي اللي عندنا في السودان، الكرنتينا في كل مستشفى في كرنتينا منفصله، يعني ممكن لو الاعداد انت متوقعها تزيد اعداد الحجم. دي حاجه. الحاجه الثانيه الادمنستريتيف سيرفيس، يعني مثلا انت شغال في قسم بتعين لك 10 15 20 دكتور من نيرس من لاب سامبل كوليكتر من ناس ار ار تي ناس الريسبيريتوري ثيرابي وكل الناس هذه ترين ومجموعه كبيره جدا هم اللي بيدوروا بداخل القسم اقسام العزل وهم بيشوفوا المرضى وهم ويل ترين كيف يحموا نفسهم. يعني باقي الاستاف بتاع المستشفى انا ما محتاج ادخلهم في الاشياء هذه. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم عنها الكليننج، يعني مستوى الكليننج في بالنسبه للكوفيد مختلف شويه.
يعني مثلا انت لو جاك عيان عنده سي انه عنده ميزلز مثلا ورقد عندك في غرفه وعاوز تطلعه، بعد ما يطلع في مستوى معين بتاع الكلينينج والديب كلينينج، لانه الابديت لقوا في غالبيه الريسيرش لقيت انه الكوفيد بيكون موجود لفترات طويله وفي اماكن غريبه، يعني انت بتكون لابس كل اللبس حقك بيكون موجود. عملوا ريسيرش تقريبا في سنغافور، اول الريسيرش لقوا عنده الناس اللي شغال يقول كوفيد 19 موجود في الشوز بتاعه، بعد ما طلعوا من الغرفه عملوا له بي سي ار لقوه موجود هناك. فبالتالي الكلينينج والديسينفكتن لازم تكون ميت الانترناشونال كرايتيريا، في بوليسي معينه للديسينفكتن انت لازم برضه تستعملها. دي حاجه. الحاجه الثانيه البريبريشن بتاعك السامبل نفسها، السامبل لازم تدرب ناس اللاب عندها درجه حراره معينه بتقعد فيها وانها تصل سريع، وانها تصل سريع للمعمل. والحاجه اللي بعديها انه النتيجه نفسها كيف اعمل لها ديليفر، يعني كل الكوميونيكابل ديزيز تقريبا بيعملوا لها ريبورتنج في يكون فيها نظام. يعني مثلا وهذا شيء مهم جدا جدا، يعني انت لو جاك حد عامل كوفيد 19 وطالع بوزيتيف في مكان ثاني وطلع من المستشفى وجا له مستشفى ثاني على اساس انه ما عنده كوفيد، وانت عامل الدكتور عمل له اسسمنت، كيف يضمن انه الراجل ده ما عنده كوفيد؟ بالتالي لازم يكون في نظام موحد انه كل الامراض المعديه تكون ريبورتد برقم معين. يعني اي انسان كلنا عندنا رقم وطني في السودان، ويكون الاكسس انت بتسجله بيكون موجود. اي حد جاك انا عارف انه الامكانيه بتاعت الحاجه دي اونلاين الان شبه ما 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 موجوده او مستحيله في الوقت الحالي، لكن ليتر اون المفروض تكون موجوده، لانه الريبورتنج سيستم لكل الكوميونيكابل ديزيز مهم جدا جدا. دي حاجه. الحاجه الثالثه بالنسبه للمونيتورنج بتاع الكيس انا حقيقه عندي كلام كثير يا دكتور اشواق الا توقفيني فما عارف. تمام يا دكتور، انا اختصر لك اختصر لك اكثر. الحاجه الثانيه برضو من البريبير بلان لازم تجهز بتاع الادلت اي دي انفكشوس ديزيز تيم والبيدياتريك انفكشوس ديزيز تيم لازم تجهزهم تماما وكده. الحاجه المهمه الثانيه التريننج وتزيد الماشينز بتاعتك، دي الحاجات اللي عملناها الماشين بتاعت الاي سي يو ودربت كل الناس على انه يعملوا الاي سي يو بالذات الاتيام اللي مسؤوله اساسيا وفي خط البدايه الاي ار والاي سي يو والانترنال ميديسين. الحاجه الثانيه الانفكشن كنترول عندنا مسؤول من الريجولر ابيديميولوجيكال انفستيجيشنز. يعني انا اضرب لك مثال بسيط، ما حصل عندنا كروس انفكشن لدكتور او لنيرس داخل المستشفى من مريض، ما حصل اصلا. تمام. ففي كيسز ظهرت كيسز امونج الهيلث كير وركر، فما عرفنا السورس وين، وهم عملنا لهم تريسنج. عندنا تيم بيعمل تريسنج لكل الناس اللي بتطلع بوزيتيف، ففي النهايه ما عرفنا السورس مين. تخيلي انه عملنا سواب لكل المستشفى، لكل المستشفى من نيرس لدكتورز لالايت هيلث لادمنستريتيف لاي حد على اساس نعرف، وطلعوا ناس بوزيتيف واسيمتوماتيك. يعني فبالتالي برضه من الحاجات المهمه كان عملنا كارنتاين بيلدينج في سكن داخل المستشفى، شلناه كامل وخليناه للناس الستيبل عشان انه يكونوا موجودين فيه وما يكونوا ريسك على الببليك، يكونوا موجودين في الفتره بتاعت العزل بتاعتهم لحد ما يكملوها. دي حاجه. الحاجه الثانيه كل النون امبورتنت سيرفيس وقفناها، يعني دي على حسب الفيز زي ما قلت انا في البدايه، يعني من فيز 2 وقفنا الاو بي دي، وقفنا الالكتيف سيرجري، وقفنا الدنتال، وقفنا السايكو سيرابي، والحاجات دي كلها وقفناها. الحاجه المهمه بعدين انت تقريبا ذكريني انه انا اقولها في التفاصيل، الهيلث كير وركر الات ريسك، يعني معروف انه الكوفيد 19 ريسك لمين؟ ريسك للناس الالدر ولا الاوفر 50 او 60 ولا عندهم كرونيك إلنس، فما حسوا بالخوف. دي من الحاجات اللي قبالك انه كيف انا اطمئن، كلهم رسلناهم البيت اوف وور ما يشتغلوا اصلا، فلحد ما نعمل لهم ابديت. كل الناس دي الات ريسك مشوا عملوا لهم ايفالويشن وادوهم اجازه يرجعوا بيوتهم. من الحاجات برضو انه انت لازم تحافظ على الاستاف بتاع انك، دي من البريبيرنس بلان كونتينجنسي بلان بتاعتنا، انه ما دام السيرفيس قل الى النص معناته نص الناس اللي شغالين انا ما بحتاج لهم، فكلهم بوديهم البيت as backup.
على اساس انه لو الاعداد زادت وكذا. احنا شغالين من الان في فيز 3 لنا فتره طويله، مستشفى مليانه بالكوفيد، لكن ما في اي شيء، ما في اي شيء يتغير لانه السيستم واضح. يعني انا ما اعرف لو سودنا الحاجه دي انه الاساس بتاع اي 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 جائحه ولا اي شيء، الاساس بتاعها الكوميونيكابل ديزيز. يعني نص الطب الوقائي معروف انه في ريبورت سيستم واضح، في بريكوشن واضحه، انت بتجي هنا بس بتعمل ابديت للسيستم بتاعك. وناس السودان الان شافوا الكورونا، احنا شفناها قبل كده في الميرس كوفي، وللاسف الشديد الميرس كوفي او متلازمه الشرق الاوسط برضه قاتله، وقاتله اكثر شيء للناس اللي شغالين في الحقل الصحي. انا حتى وقت طويل تقريبا، لكن برضه اتكلم عن الفيرشوال ترياج. هذا الشيء مهم جدا 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 جدا، لازم يكون فيها ابديت وموزع عليه كل الناس في المستشفى وفي كل الاقسام وللنيرس، وفي حد بيعمل لها فولو اب. يعني الناس الكواليتي وناس الاوديتنج لازم يكون في باسوي لاي ميسنج. واهم شيء انه الناس اللي انت شغالين ما تحسسهم بالبليمينج. يعني انا ما اعرف، هناك هنا عندنا هنا نظام مثلا انه الواحد يعمل ريبورتنج لاي انسيدنت، ات از نوت ا بليمينج، لانه ما بتقدر تعمل كوريكت لاي سيستم ولا امبروفمنت، لازم تعمل ريبورت للخطا. والريبورت للخطا كل بيؤدي لانه السيستم يتحسن ويتطور. معليش انا لو بعدين في اسئله ممكن اجاوب عليها عشان ما اخذ وقت طويل جدا منكم. شكرا جزيلا ساري. يعني يمكن تجربتكم very impressive حقيقة، وأعتقد بأن الناس لو نظرت لها تديك ديب هنلقى في حاجات ممكن الناس تتبناها، لأنها ما مشكلة resources قدر ما هي فقط كفاءة إدارية. فإحنا هنرجع تاني لموضوع أصلاً، يعني تكلمت على أنه الخدمات الأساسية، في خدمات توقفت، كيف أنه أصلاً قدرتوا تعملوا لها definition، وشنو اللي يبقى on board وشنو اللي to mute or أنه الناس تعملوا postpone. لكن أعتقد يعني إحنا الكلام محتاجين نشوف دكتور سهيل مدير عام، كان مدير عام مستشفى نو خلال الفترة اللي فاتت كلها، واللي هي فترة حرجة جدا، نسمع منه. يعني يمكن دكتور ساري يتكلم عن أهمية البروتوكولز الداخلية، يعني اللوكال اللي بتكون موجودة. يعني أي نعم الناس بتعمل لها أدوبشن من الاتحادية أو من الخارج، ولكن لازم تكون للمستشفى ذاتها بروتوكولات علاجية. ونسأل من الكوميونيكيشن كيف قدروا يديروا عملية التجهيز للوباء داخل المستشفى. فأعتقد دكتور سهيل ممكن يورينا باعتباره مدير ومسؤول من مستشفى كاملة بمرضاه وبدكاترته، ممكن هم يعني الخطوات اللي عملها خلال الفترة دي كانت شنو. تفضل دكتور سهيل. طيب شكرا مرة تانية دكتورتنا دكتور أشواق، وتحياتي للجميع مرة أخرى. تجربتنا كانت فريدة شوية وغريبة من نوعها في مستشفى النو التعليمي، باعتبار أنه إحنا كمستشفى يعني إمكانياته أقل بكثير من المستشفيات اللي أخواننا موجودين فيها. حاولنا بقدر الإمكان أننا ما نوقف الخدمة لأي سبب من الأسباب، والحمد لله قدرنا على كده. بداية كان من بداية ما الكورونا بدأت تجي السودان اللي هي في شهر مارس تقريبا أو نهايته، كان عندنا طريقتين للتعامل مع الوباء. أنا ما هتكلم عن وباء كورونا، لأنه إحنا الآن الفكرة حقتنا إننا نتكلم عن الناس اللي ما لهم علاقة بالكورونا ودخلوا المستشفى. لكن من باب أولى إننا نرتب معلوماتنا اللي قدمناها أو خدماتنا اللي قدمناها لمريض الكوفيد، عشان ما يحصل كونفليكت أو زي ما يحصل زي ما بيقولوا اختلال في موازين المستشفى، باعتبار انه المستشفى ده بيجوه مرضى تانيين غير مرضى الكوفيد. اول حاجه فعلنا الترايات، كان عندنا او اللي هو نظام الفرز، خلينا نتكلم بالعربي احسن. فعلنا نظام الفرز، وكان في ثلاثه محطات للفرز. المحطه الاولى كان ما بيدخل الا المريض ومعه مرافق واحد. وصلنا المرحله الثانيه، ما بيدخل الا المريض وبيتقسموا المرضى في المحطه الثانيه لقسمين، مرضى لهم علاقة بالريسبيراتوري أو بالجهاز التنفسي، ومرضى ما لهم علاقة بالجهاز التنفسي. المرضى اللي لهم علاقة بالجهاز التنفسي عندهم مبنى منفصل وقائم بذاته، والمرضى اللي عندهم أمراض أخرى غير أمراض الجهاز التنفسي كان عندهم مدخل لوحده أو مبنى لوحده. بعد كده في كل تراياج أو في كل فرز
كان عندنا اللي هو كل احتياجات الكشف، جهاز فحص الأكسجين في الدم اللي هو البلس أكسوميتر، التقييم الأولي للمريض ده بالنسبة للتراك حق المريض أو المسار حق المريض اللي هو داخل فيه. بالنسبة للكوادر، خلينا نتكلم عن الكوادر. الكوادر لازم كانت تكون مؤهلة عشان تقدر تقدم خدمة جيدة وخدمة ممتازة. بدينا أول حاجة بسيمينارات قدموها أخواننا في إدارة الجودة بالمستشفى. كانت دكتورة سماح لها دور كبير بعد الله في الموضوع ده، لدرجة إنها يعني بدت السيمينارات قبل حتى ما يجينا الأوردر من الوزارة، من وزارة الصحة، تحسبا لوجود الكورونا. بدينا بتأهيل الكوادر إنهم يتعاملوا مع المرضى اللي هم كوفيد أن نون كوفيد بيشن، خلينا نقول. بعد ما قسمنا المبنى حق المستشفى بالطريقة اللي قلت عليكم، بعد كده كان عندنا رأي برضو تاني في موضوع اللي هو كل ما يتعلق بمرضى الكورونا خليناه في مبنى واحد. منعنا من دخول المعامل للمرافقين أو المرضى حقين الكورونا المعمل، والفحوصات وكذلك العلاجات كلها بتكون في المبنى حقهم، لأنه المستشفى فيه مرضى آخرين. أول مرة دخلنا مريض حق كورونا تعبنا جدا طبعا، لأنه أخذنا فترة طويلة لحد ما عملنا التعقيم والحاجات دي وكذا. الآن المستشفى لما يجيه أي مريض حق كورونا ويدخل بالخطأ، لأنه ممكن تحصل حاجة زي دي، خلال نص ساعة المستشفى بيكون شغال بكل طاقته، خلينا نقول. ده مبدئيا كان اللي احنا عملناه. بعد كده كان عندنا اتصالات مباشرة مع مجتمعات توعوية للمناطق المحيطة بالمستشفى، خلينا نقول. كان في مساهمات أخرى دعمتنا كثير في الموضوع ده. ده باختصار كان ما احنا قدمناه في البداية، وللحديث بقية يعني ما ناخذ وقت طويل وكده. تفضل. شكرا جزيلا دكتور سهيل. يعني يمكن دكتور سهيل قال نقطتين انا اتوقع جعلت تجربتهم في المستشفى مختلفه شويه، ان هم من البدايه حاولوا التدريب، اهتموا بتدريب كوادرهم. يمكن ده بيصب في الكلام اللي قاله دكتور هيثم، التحضير النفسي للكوادر. يعني ما انتظروا لغايه اول حاله تجيهم او اول مثلا قرار يجيهم من الوزاره بحيث يدربوا ناسهم، هم عملوا مبادره داخليه منهم بقياده قسم الجوده، وبالفعل هناك بدأوا يدربوا ناسهم. وطبعاً ده جزء من تطمين الكوادر الطبية العاملة، يعني جزء من الخوف تجاه المرض اللي هي uncertainty، وأن الناس ما عارفة تتعامل مع المرض. فأعتقد دي يعني حاجة من الحاجات الكويسة جداً، بالإضافة إلى اجتماعاتهم وأنه قدروا من البداية يكون عندهم نظام فرز يقدروا يشتغلوا به. شكراً كثير دكتور سهيل، وأكيد هنرجع لك ثاني. حقيقةً إحنا يمكن دايرين الآن نسمع تجربة من زاوية مختلفة، من زاوية طبيب ممارس وكمان جراح. دكتور النصري محجوب هو اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية، شغال في مستشفى تعليم سلايغو في إيرلندا. فهو كممارس أو كجراح وقع الاستعدادات كانت عليهم شنو كان دورهم كجراحين بالنسبة لهم؟ تخصص طبعا الكورونا في حد ذاته وعلاجه ما تخصص يليهم بشكل مباشر، لكن قد يكونوا متخوفين منه. فنسمع تجربته كجراح وكطبيب ممارس في مرحلة الإعداد في الجائحة. تفضل دكتور النصر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بكل الموجودين. طبعا زي ما قال الدكتور أشواق، كل اللي تكلموا سابقا بيتكلموا من الناحية الإدارية، هم من الناحية بتاعت التوجيه، وهم اللي بيخططوا، وهم اللي بيوروا الناس يعملوا شنو. نحن بنتكلم من الجانب الثاني، نحن الموجهين. ف من بداية فبراير بعد ما بدأ الكورونا يظهر في أوروبا، بدأت هنا إيرلندا تستعد لمواجهة الجائحة. ومن ضمن المستشفيات، أنا موجود في مستشفى سلايغو الجامعي، من أول الخطوات اللي تعملت اللي هي التركيز على التباعد الاجتماعي والهاند هايجين وتعقيم الأيادي والممارسات الصحية في العطاس وفي الكحة وكده. من أول الخطوات اللي تعملت اللي هو تم تجميع كل الأطباء الموجودين في المستشفى في مجموعة واحدة، مجموعة واتساب، واستخدام التكنولوجيا وكده.
وبدوا مباشرة في التوعية والتوجيه بما الكورونا هي شنو والتعريف عنها وطرق الوقاية والناس هتتعامل معها كيف والاستعدادات اللي هتتعامل يوميا أو بمعدل ممكن أكثر من مرة في اليوم بنتلقى الأبديت في خصوص البروتوكولات اللي ممكن تستخدم ونحن كأطباء مفروض نعمل شنو في كل مرة. في من الحاجات الثانية اللي اتعملت برضو اللي هو بدأ مباشرة في تقسيم الأطباء لمجموعات وإعادة توزيعهم كل الأطباء الموجودين في المستشفى. بالنسبة للقسم الباطنية تم زيادة الأعداد الأطباء الموجودين فيه يعني تحريك أطباء من أقسام أخرى، وبدوا في التدريب في استخدام البي بي اي في العناية بال how to differentiate between the covid patient and non covid patient, the symptoms والguidelines what to do every time. يعني إذا أنت لقاك مريض محدد عنده respiratory symptoms بتتعامل معه كيف، ما عنده respiratory symptoms بتتعامل معه كيف. بدأ تدريب كامل عن صحة البيئة صحة الإنسان. وبعدين في تدريب برضو تم عن في العناية المكثفة عن طريق الاستخدام الفنتيليترز how to set it or to change the settings حسب الـ needs بتاعت الـ patients. ده أغلب التدريب ده تم لأطباء الباطنية ولجزء من أطباء الجراحة والأقسام الأخرى برضو. من ضمن الاستعدادات برضو اللي كانت اتعملت إنه تم تشييد منطقة فرز خارج المستشفى لمعاينة المرضى أولا عن طريق الناس اللي هم حطون في لمواجهة مرضى الكوفيد نفسهم اللي هم مدربين تماماً على الحاجة دي، بيقابلوا المرضى أولاً خارج المستشفى أو يفرزوهم إذا عنده أعراض تنفسية أو لا، يمشي بباسوي معين بطريق معين داخل المستشفى. تم تخصيص مناطق محددة للمرضى من النوع ده اللي عندهم أعراض تنفسية، وفي نفس الوقت أي حد ما عنده أعراض تنفسية برضو عنده طريق معين بيمشي به لاتجاه معين اللي هي لطوارئ المستشفى. المنطقة اللي تم تحديدها لمرضى الكوفيد أو للناس اللي عندهم أعراض تنفسية هي أصلاً منطقة موجودة داخل المستشفى كانت، وكانت تستخدم لتقييم الحالات الشبه الحرجة يعني ملحقة لطوارئ المستشفى، وملحق معها عنبر يعني واسع والحمد لله ممكن 30 سرير. تم فصلها تماماً وبقت غير مسموح لأي حد يدخل فيها غير الإصطاف الشغال فيها اللي هم ناس مدربين على مواجهة والتعامل مع مرضى الجائحة. من ضمن الاستعدادات اللي اتعملت برضو اللي هو تم تحديد عنابر داخل المستشفى الرئيسي لمرضى الكورونا إذا كانت المنطقة المحددة لهم مسبقاً بقت ما بتكفي يعني في مرحلة اللي قدام لو حصل كده، وبرضو تم تعيين عدد محدد من الأطباء لكل عنبر وهم ما مسمح لهم بأنه يتحرك من العنبر ده لأي مكان تاني. كل يوم بيجي الصباح لنفس العنبر بيتبدلوا طبعاً ورديات العدد كافي، لكن بيشتغلوا في نفس العنبر كل يوم، بيجوا نفس العنبر وبيطلع من نفس العنبر مش بيته ثاني وهكذا. بالنسبة لنا نحن باقي الأطباء اللي ما كان عندنا علاقة بالكوفيد بصورة مباشرة شغالين في أقسامنا، ولكن برضو غير مسموح لنا بالحركة في أي مكان غير القسم المفترض نكون متواجدين فيه. ده كله عشان يقللوا الترانسميشن ويقللوا العدوى إذا حصلت يعني. من ضمن الاستعدادات اللي عملت برضو اللي هي كيف نتعامل مع المرضى العاديين اللي هم مش كوفيد، يعني واحد سكري أو واحد عنده مشكلة جراحية، عنده انسداد في الأمعاء، عنده زائدة، عنده مثلا سرطان في المثانة أو غيرها من الأمراض اللي ما عندها علاقة بالكوفيد. فديل برضو ناس مفترض أن الناس تتعالج وتأخذ حقها في العلاج يعني. فاللي هم العيادات والعمليات والعناية المكثفة، الاستعدادات انه العيادات تم توقيفها تماما زي ما قال دكتور ساري، ما عاد للحالات اللي هي المستعجلة، مش مستعجلة يعني طارئة لازم تتعامل في نفس اليوم، لا، حالات المستعجلة زي السرطان مثلا، واحد عنده سرطان ما ممكن تخليه من غير علاج، لازم يجي ياخذ علاجه. فتم تغيير العيادات من عيادات مباشرة مواجهة مباشرة بين المريض والطبيب لعيادات تعتمد على اللي هو فيرتشوال كلينيك، بتتصل على المريض بالتلفون وتشرح له وضعه وتوريه انه حيجي المستشفى والحاجات المفترض يعملها شنو قبل ما يجي المستشفى، ويتصل على المستشفى اذا كان عنده اعراض تنفسيه ويلغي الموعد حقه
يعني في مرضى تقسم، المرضى تقسموا لقسمين، قسم غير عاجل بنتكلم معهم بالتلفون، قسم عاجل بنتكلم معهم بالتلفون ونطلب منهم انه يجوا العياده ولكن بمحاذير محدده عشان نقابلهم ونشرح لهم وضعهم ونوريهم الخطوات الجايه في العلاج. بالنسبه للعمليات، كل العمليات الغير عاجله مثلا في تاج عايز تصليح، مش عارف كيس دهني، مش عارف الحاجات اللي هي مش ما بتشكل خطوره على حياه الانسان، دي تم توقيفها نهائيا. وبالتالي عندنا جناحين للعمليات، جناح للحالات اليوم الواحد وجناح للحالات العاديه اللي هي البتبيت في المستشفى. الجناح الكبير في العمليات اللي هو الحالات الكبيره ديت تم الحاقه بالعنايه المكثفه وزياده عدد السراير في العنايه المكثفه، وكل العمليات تم تحويلها لعمليات اليوم الواحد، للجسم بتاع عمليات اليوم الواحد. وبقت تتقسم لنوعين، نوع عمليات طارئه اللي هم بيجوا من الحوادث بمشكله محتاجه تدخل جراحي عاجل، ديل عندهم عمليات موجوده. والنوع الثاني اللي هو البلاند، يعني عمليه المريض محتاج لها، هي ما عاجله لكن محتاج لها تتعمل ايرجنتلي في حدود محدده، زي مرضى السرطان زي ما قلت، واحد عنده سرطان بروستات او سرطان في المثانه او سرطان في الكليه او سرطان في اي مكان من جسمه، ديل بيسموهم اللي هي planned urgent procedures، ديل برضو في نفس السياتر او في نفس الجناح العمليات. دي فقط العمليات اللي كانت بتتعمل، وبتتعمل بمحاذير برضو محدده، لازم المريض يعمل اسواب في الاول وبعدين يعزل، لما تطلع نيجاتيف يعزل نفسه اسبوعين مثلا في البيت حتى بعد كده يجي للعمليه المحدده. بيعمل العمليه، في ناس بيكونوا موجودين في دار عجزه او غيره، ديل برضو لازم يتعمل لهم اسواب ثانيه من جديد قبل ما يرجعوا مكانه. بالنسبه لل اثناء الجائحه، هل نواصل في الموضوع ولا ننتظر لما اثناء الجائحه دي نخليها للمرحله الثانيه؟ شكرا كثير يا دكتور النصري. يمكن استمعنا يعني لخبرات مختلفه من زوايا مختلفه، صراحه بنتوقع نسمع من بعض الناس يقول لنا يا جماعه جايب لنا دكتور النصري من ايرلندا ولا دكتور ساري من السعوديه، دي تجارب دول مختلفة تماماً، دول عندها إمكانيات، دول تسمى advanced يعني مقارنة بالسودان. وعشان كده يمكن إحنا يعني السؤال الثاني هيكون موجه لدكتور محمد الدومة، هنسأله عن جيبوتي. جيبوتي هي دولة في نفس المحيط أو الإطار دول الإيجاد، تعتبر ما جارة مباشرة لكن من الدول المنطقة، دولة طبعاً معروفة بأنه هي low middle income countries. بالإضافة إلى أن جيبوتي كانت النسبة العالية، كان عندها نسبة إصابات عالية جداً للكورونا، يعني يمكن لما نيجي نقارن أنه جيبوتي كان عدد إصاباتها كانت 486 حالة لكل 100,000 من السكان مقابل 22.5 حالة لكل 100,000 من السكان في السودان، فلنا أن نلاحظ الفرق الكبير في الإصابات في جيبوتي. ولكن مع ذلك كان الريكفري ريت عالي جدا في جيبوتي، كان الديث يمكن نسبة الوفيات قليلة جدا، يمكن وفياتهم كل نسبتها حسب التقرير الأخير لمنظمة الإيجاد كان عبارة عن 54 حالة. ده معناه أن السيستم كان متقن بشكل كبير جدا للكورونا ولعلاج الكورونا. وبيجينا هنا سؤالنا دكتور محمد، طيب لعلاج ما غير الكورونا هل مستشفياتهم ومراكزهم كانت جاهزة؟ طيب الاستراتيجي اللي اتخذوها شنو؟ باعتبار دولة يمكن تشبه لحد كبير السودان، نقدر نقارن منها ونتعلم منها. دكتور محمد شكرا جزيلا شواك خلي بعد وكنا صوت جاكم وصل الصوت شويه. ايوه سامعني؟ اسمعك الان كويس. ايوه ممكن كده تمام. الصوت واضح. سامعني ولا سامعني يا دكتور؟ طيب تمام طيب شكرا جزيلا شواك و
يعني شباب تمام جديد من السودان ومن السعودية ومن إيرلندا، ويعني سعيدين بالمبادرة بتاعت الباحثين السودانيين ومجموعات وأتمنى إنه يواصلوا المبادرات دي. أنا طبعا لما بدينا تجهيز للويبنر ده يعني دكتور أشواق والناس اللي جهزوا لها قلت لهم يعني أنا ما في داعي دكتورة دوما. شكله فصل الانترنت يا دكتورة. نعم طيب أنا أعتذر، يمكن دكتورة دوما شكله بيواجه مشكلة انترنت أو مشكلة فنية، هنرجع له تاني بإذن الله تعالى لما أكيد هو هيواصل معنا. لكن يمكن إحنا كده تكلمنا في الجزء الأول عن أهمية الـ preparedness أو الجاهزية، تكلمنا عن أهمية التدريب بشكل كبير، تكلمنا عن البروتوكولات العلاجية. ولكن أنا في يعني يمكن الآن المرحلة قبل ما نمشي للمرحلة البعدها، جاتنا العديد من الأسئلة أو الكومنتس في على صفحتنا على في الفيس وهنا في صفحة الزوم، فأنا ممكن نوجه بعض الأسئلة. في سؤال أنا أتوقع هو موجه ممكن أكثر زول مناسب يجاوبنا له دكتور هيثم، هو السؤال المتعلق بال أنه هو بيسأل يا دكتور هيثم عن دور معززين الصحة مقارنة بالمعالجين. قال بأنه في فهم مغلوط بأنه إحنا يعني دائماً الـ health educators والـ health promotion ما بنديه عبارة عن أهمية، في حين أنه الجائحة دي بتعتمد عليهم جداً، فإحنا عايزين رأيك والكومنت حول هذا النقطة. برضو في نقطة ثانية اللي هي بتتكلم على انه هوش الدكتوره مريم تقريبا هي اللي عامله الكومنت، هي شايفه انه واحده من الاخطاء الكبيره كانت تركيز النظام الصحي حول المستشفيات وتوفير ادوات الحمايه، ولكن اهمل تماما مؤسسات الرعايه الصحيه. فهي دي وجهه نظرها، فاحنا حابين نسمع تحديدا في نقطه وجهه النظر دي من دكتور هيثم وكذلك من دكتور وائل في اهميه يعني الديبيت انه مراكز الرعايه الصحيه الاوليه هل تكون شغاله ولا ما شغاله، هل بتقدم essential ولا non essential services، فعشان كده انه ناس احترازيا تقفلها. فاعتقد ممكن نسمع من دكتور هيثم وكمان دكتور وائل بعد دكتور هيثم. تفضل دكتور هيثم. طيب شكرا جزيلا. النقطتين، النقطة الأولى بتاعت إنه تعزيز الصحة والتثقيف الصحي من الأولويات في المرض، دي مسألة ما أظن بيتجادلوا فيها اثنين، وكل النظم الصحية أدرست بصورة واضحة حتى في وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية. أنا احتمال النقطة اللي ما ذكرتها إنه مسألة في لجنة خامسة كان اسمها الريسك كوميونيكيشن كوميتي. اللجنة دي يعني شغل العملات لحد هسه تلفزيون السودان وتلفزيونات الولاية كده، الناس بتكون متابعة كورونا فات في ديل وسبع غسلات بالمية والصابون وغيره يعني، ففي شغل كبير حقيقة تم. لكن الهيلث بروموشن بتاع الصحة عموما داير التكرار وداير الرسالة تتقال بكم طريقة، وهو من الأهمية بمكان ما بنتغلط يعني ما في اثنين بنتغلط فيها وكده، وأهميتها مستمرة من البداية ومستمرة في كل الأحوال يعني. النقطة الثانية، الرعاية الصحية الأساسية هي جزء من النظام الصحي في النهاية، بل 90% من الحالات المفروض تمشي ثرو الرعاية الصحية الأساسية، لكن الناس عارفة إنه برضه البرايمري هيلث كير في السودان ضعيفة، وإيفن المستشفى العيادات الخاصة في السودان قاعد تعمل زي الفيرست يعني زي الرعاية الصحية، يعني الزول عنده حاجة تلقى طوال مش يحجز لطفله في الأخصائي بدل إنه مثلا يمشي البرايمري هيلث كير وكذا. لكن نحن كان عندنا هدف واضح من البداية
انه الكورونا ما تاثر على خدمات الرعايه الصحيه الاساسيه ولا الخدمات الثانويه والثانويه دي، بس دي نقطه كانت مهمه جدا. فكان الهدف الاساسي انه تشنل البيشنتس في مسار محدد، البيشنت باث واي بتاع الكورونا، لانه لو خلينا الموضوع فاتح وانه زول لو عنده سيمتس مثلا نمشي اقرب مركز صحي ولا يمشي اي مستشفى، المساله دي كل النظام الصحي معناتها محتاج مننا لبروتكتيف اكويبمنت، محتاج مننا لتدريب، محتاج مننا لكده لكده لكده. وبالتاكيد احنا في السودان ما بنقدر نعمل الحكايه دي. فكانت الاستراتيجيه انه تشانلينج اوف ذا بيشنت في مسار محدد، عشان كده عملنا البيشنت باث واي بتاع الكورونا. التشانلينج ده او المسار ده بيبدا من المجتمع عبر المركز بتاع الاتصال، لو المريض اتصل عنده اعراض عنده كده عنده كده يمشي وين؟ ما يمشي للمركز الصحي، لانه لو مشى المركز الصحي برضه حتأثر كل النظام الصحي. النقطة الثانية لو جاء النظام الصحي بيمشي بنظام الفرز المعروف اللي هو الفيجوال ترياج والترياج والريسبيراتوري اللي اتكلم عنه قبل الدكتور مدير المستشفى النووي. فده كله ليه؟ عشان نحن نحاصر الحالات، ودي بالذات كانت في المرحلة الأولى لما الكلاستر الحالات كانت سبوراديك وكلاسترز وما كثيرة وكده، إنك تحصرها في حيز محدد على اساس انه الحيز المحدد ده تعمل لها شانلينج انه تتعالج، وفي نفس الوقت ما يحصل الكروس انفكشنز لكل مؤسسات النظام الصحي ما تاثر عليها. طيب اذا كان دي الصوره الواضحه دي، ليه النظام الصحي تاثر؟ ليه المراكز الصحيه وقفت؟ ليه المستشفيات تاثرت؟ ممكن اي زول يسالني السؤال ده. انا بقول نحن لما كنا شغالين في الموضوع ده channeling patients في مسار محدد عشان ما تأثر المؤسسات الصحية الثانية، تواصل شغوله عادي. مثلا احنا كان طلعنا من البداية موجهات انه يا جماعة مراكز الرعاية الصحية الأساسية دي فيها متابعة حوامل، فيها تغذية، فيها للأطفال، فيها دي زيها وزي انت ماشي الدكان ولا ماشي السوق بتتعامل مع الناس كيف. فدل ما ناس عيانين عشان انت تقول لنا والله حتى لو انت كادر صحي تقول انا لازم اتعامل معهم زيهم زي الزول اللي بيجيني انا في الاوت بيشنت ديبارتمنت في المستشفى. فما هو دي سيت حامل ما عنده حاجه زي وزي اي مواطن. ده طفل جايبين طعيمه وما في حاجه بتخليه. حتى كان التوجيه انه الخدمات بتاعت الرعايه تنفصل من الخدمات العلاجيه في المراكز الصحيه. يعني الناس المرضى اللي بيجوا خاشين يخشوا بطريق منفصل. الحكايه دي ما تمت ليه؟ حقيقه في ثلاثه بوتل نيكس اساسيه، وانا دي بعتبرها من الليسن ليرند في النظام الصحي حقنا. الثلاثة بوتل نيكس الأثروا على النظام الصحي وتشغيل النظام الصحي والكولابس بتاع النظام الصحي في فترة من الفترات، أنا نمرة واحد بقول كانت البوتل نيك الأولى حقتنا المعمل، الفحوصات. يعني أنت لما أنت مع الفلو ده داير يمشي سريع، داير العيان يخش يطلع ونتيجته طلعت ويمشي مركز العزل وكده، الفلو ده لما يحصل يتخنق في حتة بيأثر طوالي باكورد بريجر. الخنقة الأولى كانت عندنا في الفحوصات حقيقة، والناس بيكونوا كانوا متابعين إنه والله يا أخي شالوا العينة ثلاثة يوم ما جات النتيجة، ولا لا اتصلت ثلاثة أربعة يوم ال هنا ما جاتني، أنا اتصلت اليوم الأول والثاني والثالث والثاني بعد ذاك في النهاية خليت الموضوع. فدي كلها أشياء خلت إنه يكون فعلا عندنا بوتل نيك في الشغل بتاع الفحوصات بتاعت البي سي آر في الفترة الأولى بالذات، يعني حصلت فيها الإشكالات دي ودي أثرت بصورة كبيرة. النقطة الثانية اللي كانت البوتل نيك الأساسية هي التفريغ بتاع الحالات اللي هو الايزوليشن سنترز. احنا المفروض الحالات دي نوديها وين؟ نوديها مراكز العزل. بقت مراكز العزل ما مهيئة أو السعة حقتها ما بالصورة المطلوبة، يعني مراكز الخرطوم اللي تهيئت بدري أخذت فترة. فبالتالي كانت المراكز البعيدة بتاعت الولايات الثانية تهيئت بصورة متأخرة جدا، إيفن الحالات الأولى كانت تجي الخرطوم. فبقى بعد ذاك انت حتى لما تكتشف حالات وتفحصها وهناي ما بتلقى التفريغ المناسب، برضه حصل لك باك بريجر وضغط. حقيقه برضه زاد الامر تعقيد هو مساله اللوك داون. اللوك داون كان دار تحضيرات، الدول الكبيره اللوك داون غلبها وكان في صعوبات فيه وكده. نحن برضه في السودان اللوك داون كانت معه صعوبات كبيره جدا، اثرت على النظام الصحي، اثرت على المستشفيات، اثرت على تشغيله الوقود والبترول وحركته حركة الناس، مسائل كثيرة جدا. اللوك داون حقيقة قدر ما هو نقول ساعد مثلا في احتواء الجائحة وانتشارها، لكن برضو بنفس القدر هو أثر تأثير سلبي مباشر بصورة كبيرة جدا على نقطة تشغيل النظام الصحي.
فاحتمال دي الأشياء الأساسية اللي أنا حبيت أشاركهم في السؤال ده. شكرا جزيلا. تمام، تفضل دكتور وائل. شكرا. طيب أنا داير أعلق على الجزئية بتاعت الرعاية الصحية الأساسية، لأنه نحن كنظام بتاع تأمين صحي يمكن دي واحدة من أكبر التحديات اللي بتقابلنا، ويمكن دي هي الديلي بيزنس بتاعنا. فصراحة في إشكالية كبيرة جدا، يعني ممكن نوصفها بكل الصفات، إنه في مشكلة بتاعت أندر استيميشن، في مشكلة بتاعت أندر فند للجزء بتاع الرعاية الصحية الأساسية، وإنه الرعاية الصحية الأساسية ومراكزنا على مستوى السودان، لو كنا بنتكلم عن وحدات صحة الأسرة وبنتكلم عن مراكز صحة الأسرة وحتى بنتكلم عن المستشفيات الريفية، بتحسبها دائما إنه هي يعني أورينتد أكثر للشغل بتاع البريفنشن والشغل بتاع الهيلث بروموشن. لكن بيجي التحدي دائما في إنه ما بيكون عندهم الكابابيليتي تو بروفايد الكومبرهنسيف باكج، وإذا كانت موجودة بتبدأ في مشكلة بتاع الديمومة. فيتخيل انه انت من البدايه يعني، وهي بتمثل انفورشنيت يعني هي 70 في هي فورشنيت، لان هي 70% من الهيلث سيستم او النت ورك بتاعتنا، لكن لما تكون 70% من مؤسساتك بتتعرض ل يعني انكسبكتد هيكاب فروم تايم تو تايم، فالحكايه دي بتكون مزعجه للحد البعيد. يمكن يعني دي واحده من القضايا اللي يمكن تكون لسه لين بشكل واضح جدا، انه لازم نعيد الناس للرعايه الصحيه الاساسيه. الموضوع ما سهل، لانه عشان تعيد ثقه الناس لابد انه الناس تتاكد بانه لما تمشي لمركز الرعايه الصحيه الاساسيه هي حتلقى الخدمه دايراها بالاكسبكتيشن وبالكواليتي وبالتفاصيل الكثيره دي. لكن ريال يعني زي كانه الكوفيد جات واصلا لقيت انه في تحديات كبيره جدا في الرعايه الصحيه الاساسيه، وبعد جات التحديات الاخرى بتاعت الشورت وفي الاستاف، يعني مرات بيكون في روتيشن انه الناس بتحاول تنقل الاستاف عشان نمشي للمستشفيات او المناطق الكبيره، وبيفتكروا انه المراكز بتاعت الرعايه الصحيه الاساسيه دي يعني ممكن تشتغل بشكل او باخر. فعموما كان بالامكان انه مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه تقوم بدور اكبر وتخفف الضغط وتساعد في الشغل بتاع الديستانسينج والشغل بتاع انه تسحب اللود من المستشفيات دي لو كان موجوده بشغل كويس. لكن هي بالنسبه لنا الليسون لابد انه نعمل على تقويه نظام الرعايه الصحيه الاساسيه. لازم نكون متاكدين انه مؤسسات ناديه قادره انه تقدم حزمه متكامله وقادره تقدم حزمه بتلبي احتياجات المريض. ولازم نطلع من التفكير بتاع انه المستشفيات يعني ما ممكن المستشفى تقدم برايمري وسكندري وتيرجري وهي فاسيلتي. الحكايه دي صعبه جدا، يعني الحكايه دي افتكر انه هي واحده من الاسباب بتاعت البيرن اوت، واحده من الاسباب بتاعت الاستاف، يعني دائما بتحصل لهم مشاكل كثيره جدا. فعموما يعني هي واحده كانت من التشالنجز الكبيره صراحه اللي عشناها في التامين الصحي. يمكن بعد شويه لما نجي نقدم التجربه بتاعتنا كان فكرتنا انه كيف نحافظ على الفانكشناليتي بتاعت البي اتش سي فاسيلتيز دي عموما، بحيث انه ما تقفل، لانه عارفين لو وقفت ما عندنا المستشفيات اللي بتكون قادره تبروفايد البرايمري سيرفيسز والسكندري سيرفيسز والترجري في نفس الوقت. شكرا جزيلا دكتور وائل. يمكن يعني يعني هنا اتفقوا دكتور وائل ودكتور هيثم على أهمية النظام الصحي الأولي، وأعتقد دي يمكن هنختم بها في النهاية على أنه ممكن الاستعدادات أن الناس للسكند ويف تكون شنو فيما يلي البرايمري هيلث كير. حقيقة إحنا حابين ندي الفرصة للمشاركات، في بروف سعاد سليمان هي حابة تشارك معنا، فنديها الفرصة لو عندها أي كومنت أو أي سؤال للحضور. تفضلي دكتورة سعاد. بروف سعاد اديت المايك، تفضل دكتور سعاد. بروف سعاد تفضلي. شكرا لك، شكرا لك يا اشواق والمجموعه، وافتكر ده فيديو مهم جدا انه الناس يتفاكروا في الحاصل في السودان. واحده من الحاجات اللي انا مهتمه بها ان احنا السيرفيلانس سيستم، الريكوردز بتاعت البيشنتس في المستشفيات او حتى الدايجنوست بيشنتس، are they complete if we want to review الحاصل عندنا الابيديميك الحاصل عندنا هنا في السودان. Do we have enough information about the patients that we have seen or they have come to the hospitals and have been treated so that we can review and report them. يعني حتى من بداية الجائحة 3 شهور ولا أكثر أنا ما شفت لي research paper طلعت عن البيشنتس بتاعت السودان. يعني this is an important thing إنه الناس ما عارفين إن إحنا السودان ده حاصل فيه شنو. بتظهر الريبورت بتاعت المستشفيات بتاعت الوزارة بتاعت الـ WHO
وانه في شورتج وانه في كده، لكن ما في حاجه واضحه عن what is happening to the patients that you're seeing. فكلنا لازم نكون عندنا المفهوم بتاع انه we have to keep good records of our patients, what is happening, description, what we are doing to them, والحياة اللي بتعمل والمورتاليتي. المورتاليتي أنا ما أفتكر في حاجة واضحة recorded about the mortality. If someone can answer my questions. شكرا لك. شكرا جزيلا يا بروف سعاد. يعني يمكن بروف سعاد اتكلمت عن نقطة مهمة جدا الانفورميشن سيستم. وشكله يا دكتور هيثم أسأل أسئلة تانية بترديك راجعة باعتبارك يمكن في شغال في وزارة الصحة الاتحادية وان كونتاكت أكثر، فياريت لو تدينا الانفورميشن والسيرفيلانس انفورميشن، بالإضافة لو في أي زول تاني من الحضور لو حاب يعلق أو تكومنت about ممكن أنا إذا أي تعليق. تفضل. السلام عليكم دكتور أشواق. وعليكم السلام. أول حاجة أنا أحمد داود محمد إبراهيم مهندس برمجيات، فممكن بعيد من المجال الطبي، لكن كان عندنا دور في جائحة كورونا. نحن نتكلم أنه أصلاً أي كارثة تحل على البلاد فبيكون فيها مراحل، طبعاً في مرحلة ما قبل الكارثة وأثناء الكارثة وما بعد الكارثة. فإحنا نتكلم أنه برضو في زي ما ذكرت حسي بروف سعاد، احنا ذاتنا الاوتبوت بتاعتنا زي البيبرز الحاجات دي كلها يعني ما كان فيه. فاحنا الان قبل الكارثه هي مرحله عدت، والدوكيومنتيشن الان الحمد لله ظهر من التكاتره مجهود كبير جدا انبذل من جميع الجهات. فالمجهود زي ما ذكرت ما دوكيومنتيشن له، لانه لازم نستفيد منه في اثناء الجائحه الان. وزي ما ذكرت انت في موجه ثانيه من موجه كورونا قادمه يعني متوقعينها. فاحنا الجزء بتاع الاي تي او انفورميشن سيستم فعندنا دور كبير. يعني عندنا الأنظمة الآن في الصين واجهت كورونا عن طريق الأنظمة بتاعت الابليكيشن بتاعت الموبايل، يعني عملت قدرت تتحكم في كل البيبلز، لأن معظم الناس الآن في المجتمع عندهم سمارت فون، ممكن تعمل ابليكيشن جايدز يعني للناس، تقدر ترسل الرسائل بتاعتك تساعد الناس في مثلا طرق الوقاية، ابليكيشن مثلا في المابس الآن الشغل بتاع جايز الجي بي اس، تقدر تحدد الدايركشن بتاع الفلو الانتشار بتاع المرض. فجوانب دي برضو انا شايفها من جوانب مهمه جدا، فممكن الناس تسحبها معاه برضو، لانه الجانب الان التقني يعني لا غنى عنه حتى في الجوانب الطبيه او في كل الجوانب. وشكرا لك يا دكتوره. شكرا جزيلا باشمهندس احمد. اعتقد دي نقطه مهمه جدا، الكومباتينج للكورونا هو محتاج مالتي ديسيبلينري تيم، وما فقط طبعا يمكن الكوادر الطبيه هم اللي لهم الدور الاول، لكن ده ما معناه انه احنا ما بنحتاج التخصصات الثانيه. وشكرا جزيلا يعني لمداخلتك، يمكن للاضافات اللي قلتها يمكن الناس ما عندها فكره بها. دكتور هيثم لو بس حابين نسمع التعليق about الهيلث انفورميشن، او لو بشكل عام كأكاديمي وباحث حتى بمعرفتك بالاوتبوت المتعلقه بالاكاديميك بيبرز والبوليسي مثلا بريفز about الشيء الحاصل في السودان. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب من البداية كان طبعا الاهتمام الأساسي في الريسبونس إنه الناس الكونتينمنت تصل الحالات وتكتشفها والكونتاكت اللي حواليها وكده وتقلل لحد ما وصلنا للمرحلة الأخيرة. كان التركيز كله في الحتة دي، بعد ذاك الحالات لما انكترت بقى التركيز في الكوادر الصحية والبي بي إيز والسبلايز وكده. لو نظرنا للحاجتين اللي هما أساسيات لكن عموما قاعدين الناس يجهلوهم في ظل الأحداث زي دي، اللي هو الموضوع بتاع المعلومات والموضوع بتاع البحث العلمي المرتبط بالجائحة دي، واللي هو أنت منه بتحسن الخدمة وبتطلع بالفوائد اللي بتحسن بها النظام الصحي فيما بعد. بالنسبة للنقطة الأولى، حاجة النظام المعلومات ضعيف، يعني من بدري ضعيف في كنظام داير انفراستراكشرز داير بيز داير
وإن كان نظام التقصي بتاع الوبائيات أفضل من غيره في وزارة الصحة. فبدت كانت المعلومات الأساسية الناس بتتحصل عليها هي المعلومات بتاعة السيرفيلنس اللي هي التقصي، معلومات أساسية ما تتجاوز معلومات أساسية عن العمر والاسم وكده، وبعد ذاك العينة اتأخذت موجبة ولا سالبة وكده. في معلومات كثيرة جدا أساسية ما بتلقاها في استمارات التقصي اللي بتتعامل، وفي ميسينجز بتعامل بيكون موجود، وفي برضو عدم استجابة للتواصل والاتصالات أحيانا بتكون كثيرة موجودة. فبمراجعتنا للداتا لقينا إنها فيها خلل كبير، فيها حتات كثيرة ناقصة. بعد ذاك الناس حاولت تدخل النظام بتاع المعلومات الـ DHIS2 معروف طبعا، النظام بتاع WHO في دول كثيرة شغالة بها. الـ WHO عملت زي كاستمايزيشن لموديولز فيه على الكورونا. وزارة الصحة الاتحادية فيها ناس متدربين في الحكاية دي، بدوا في إدخال المعلومات. دخلنا الفورمات البروتوكولات ذكرتها كبير، الاستمارة بتاعة التقصي، الكيس مانجمنت فورم، الغير وغيره. الناس بدأت تدخل عليها في الديت شي اي اس 2 في مرحلة متأخرة. بقت المعلومات بتاعة السيرفيلنس اللي بتجي عبر الديت شي اي اس 2 بالذات من ولاية الخرطوم، ولاية الخرطوم هي الولاية اللي خشت مؤخرا، بقت أفضل حالا. أو اللي هو برضو بيانات بتجي عبر الكول سنتر، كانت بيملوا ناس الكول سنتر بيقول عبر الديت شي اي اس 2، فالمعلومات بقت أحسن حالا، ممكن تفيد في التحليل بصورة ما. البيانات دي برضو نحن احتجنا لها كثير لما اتكونت الكوفيد مورتاليتي كوميتي على مستوى الاتحاد، على اساس انه السيبين في مناقشه في 700 حاله دي الاسباب والاوديت حقها وكده على الناس تعاليه. فالناس واجهت اشكاليه في انها برضه تجد المعلومات الكافيه. فاللجنه مشت للديت شي اس 2، مشت للسيرفيلنس داتا، مشت للوفيات، معلومات الوفيات اللي بتكون عبر في المغابر وكده بيسجلوها ناس الجهات الشرطيه وكده، مشت للداتا بتاعت المستشفيات. بعض المستشفيات طبعا ما كل هنا في النظام الحكومي، في النظام العام او في المستشفيات العامه، في جزء في مستشفيات خاصه، في جزء في مستشفيات عامه، الداتا فيها فاريشنز كبيره جدا. ده بالنسبه للداتا والمعلومات. في نظام يوميا الداتا اللي بتجي من الولايات عباره عن الداتا الاساسيه اللي بتوريك والله بس عدد الحالات، عدد الفحوصات، عدد البوزيتيف النيجاتيف، ميل في ميل، المعلومات الاساسيه اللي بيتابعوا بها الكيرف، لكن ما بتديك معلومات دقيقه لتحليل ادقه بصوره كبيره. في مجموعات بحثيه تكونت، انا بعتبرها اقرب للبيرسونال انيشيتيفز، ما كانت الحاجه الاستراكشر في الوزاره، مجموعات بحثيه، مجموعات احس انا بعرف كثير جدا من المجموعات البحثيه شغاله في اوراق علميه على اساس انها تجنريت بوليسي اوبشنز بعد ذاك، يعني شغل خاص او مجموعات بحثيه شغاله في الحته بتاعت السيرفيلنس، ومجموعات بحثيه شغاله في الحته بتاعت الكيس مانجمنت، ومجموعات بحثيه شغاله في الحته بتاعت الابيديمولوجي وكده. لسه ما في حاجه ظهرت، ناس شغالين واحدين في داتا كولكشن واحدين في اناليسيس وكده، ما في حاجه ظهرت، لكن نتمنى انه الاشياء دي لما تظهر يكون عندها فعلا دور في الريفورم وفي البوليسي اورينتيشن، لانه الكورونا دي ما الليله ولا بكره وشكلها حتكون ماشيه يعني. شكرا. تمام، شكرا جزيلا دكتور هيثم. يمكن باشمهندس احمد عنده كومنت، اتفضل. شكرا لك دكتور اشواق مره ثانيه. فانا بس عندي كومنت بسيط جدا في ما ذكر استاذ دكتور هيثم الان. احنا كان عندنا مبادرات في الجهه التقنيه، عملنا ابلكيشنات، بدات الفريق السوداني، عملنا فريق سوداني لاداره الكوارث، عملنا ابلكيشنات وعملنا ويب سايت وعملنا حاجات كثيره جدا لمساعده الدكاتره، حتى تواصلنا مع الكول سنتر في برج الاتصالات. لكن البروتوكولات في الوزاره يا دكتور انا بعتقد انها يعني زي ما بقول، ممكن ما حقول هي عقيمه لكن كثيره شديد. يعني انا زول مقدم في مبادره فبلقى بيوجهوني اي جهه بتوديني لجهه اخرى. فبرضه في الكوارث الطاره زي دي المفروض يكون في اسراع للعمليه بتاعت المبادرات. فما عارف الجوانب دي برضه، لو احنا كنا كورونا جاتنا في جوله ثانيه فالناس تقدر الامكان تحاول المبادرات الاخرى تعمل لها بوش بطريقه ما عشان تسرع الاوتبوت بتاعها. وشكرا لك دكتوره. شكرا جزيلا يا باشمهندس. انا هاخذ الان اخر مداخله قبل ما نواصل في النقاش.
معنا دكتور لؤي عبد النور عشان نواصل في نقاشنا. تفضل دكتور لؤي. دكتور لؤي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعني، شكرا لك دكتور أشواق على تحت الفرصة. وما أدخل من زمانكم كثير، هو مجرد سؤال أنا بس للتعريف. أنا دكتور لؤي عبد النور، استشاري باطنية في بلفاست في إيرلندا الشمالية، يعني ما بعيد من المكان المصري. هو مجرد تعليق صغير أو سؤال لأخونا هيثم، وزي قولوا معظم نغلص عليه ومعظم الأسئلة بقت اليوم. أنا شايف واحدة من أكبر المشاكل بتاعت الكوفيد 19 دي هي مسألة التوعية، لأنه نحن عارفين إنه الكوفيد 19 ما عنده علاج، ولا أساساً كان في إمكانية إنه يطلع له علاج، لأنه عارفين إن المسألة بتاعت الدرج ديفلوبمنت دي عشان تستحدث لك علاج جديد لأي مرض ده لك ما لا يقل عن 10 إلى 12 سنة، يعني بيكون PhD بتاعت ناس ويأخذها منهم ناس، يعني بروسيجر معظمكم عارفينها بتاخذ زمن طويل، فكان مستحيل إنه يتم استحداث علاج جديد. يبقى كانت كل الحاجة اللي اتفق عليها كل العالم إنه الحاجة اللي احنا ممكن نقلل بها من الوفيات هي تقليل الانتشار، وده بيتم بالتوعية. يعني وأنا ما دار أقول إنه الوزارة يعني ما قامت بدورها ده في السودان صراحة، بالعكس شيد بهم جدا جدا. أنا شفت كمية من الفيديوهات وعجبتني جدا جدا في محتواها، لكن اولا لسبب ما حاسين انه زي يعني لسبب ما الرساله دي بتاعت التوعيه دي ما وصل المواطن على قدر ما انا شايف السوشيال ميديا، يعني لانه لما تجد عين وتشوف كتابات الناس وتركيزهم كله على الحاجه الغلط، يعني معظم الكلام اللي بيتقال في الميديا يعني من عامه الناس هو عن العلاجات، الكلوروكوين اكتشفوا البتاعة الفلانية، ونحن عارفين إنه الحاجات دي they're hopeless، يعني ما حنصل لحاجة نحن يعني. وانصرفت الناس على الموضوع الأساسي بتاع الوقاية، يعني فدير أعرف وين كانت المشكلة، ليه أنا حاسس إنه الحاجة دي ما قدر المسج دي ما قدر تصل للناس. يا جماعة الموضوع ده حل الوحيد هو الوقاية، والوقاية خطوات هي كذا وكذا وكذا، لكن ليه الناس كلها مركز على الحاجة الغلط والعلاج ومنتظر لهم هو وصل ما موجود. الحاجة الثانية ولا متعلقة بالموضوع نفسه، معلش كل البطارية، الحاجة الثانية المتعلقة بالموضوع نفسه إنه أنا حاسس إنه معظم الناس ما وصلت لهم المسج المهمة بتاعت إنه لو جاك المرض أو جاتك الأعراض هتعمل شنو. يعني معظم الناس فجأة بتفاجأ بين هو ابتدى قاعد في بيته وابتدى عنده أعراض واضحة إنها بتاع كوفيد 19، خلاص بيحصل لهم mental block، ما عارفوا يعمل شنو، ويبتدي يضرب هنا وهنا، يا جماعة أنا أعمل شنو، أخذ شنو، مفروض أمشي وين. المسج دي بوظلوا عن حاسي إنها ما وصلت أو ما أنا ما سمعتها أصلا، حتى بالعكس يعني أنا شخصيا واحد من الناس حاولت أجتهد في إنه أشرح للناس إنه درجات المرض شنو، وإنت لو حسيت الأعراض المفروض تعمل شنو، منو المفروض يمشي المستشفى ومنو المفروض يقعد في البيت، لو قعدت في البيت هتعمل شنو، ولو مشيت المستشفى المفروض تمشي كيف. وأفتكر الحاجة دي ده دور الوزارة يعني، لكن أنا إحساسي الشخصي أو من متابعتي ما حاسي إنه المسج دي وصلت. يعني أنا ممكن أكون غلطان، لكن يعني لو تكرم دكتور هيثم يعني، وزي ما قلت أشيد تاني يعني بأدواره، أنا عارف كويس المجهود اللي كانوا بقوموا به، بس لو بيوضح لي إنه الدور اللي كانت بقوم به والوزارة عشان توضح للناس إنه بالضبط المفروض يعملوا شنو إذا حسوا هم بأعراض، يعني وهل في مسار واضح للمرضى
بياخذهم من البيت للمستشفى غير ان وزاره بس هو يتصل برقم، يعني المريض بيوصل من بيت وكيف للمستشفى بعربيته الخاصه، يضرب لترحال عنده مستشفى معين على حسب مكان سكن المفروض يتوجه له، ولا الناس كانت متروكه لتقدير الخاص بس في المساله دي يعني. واشكر له مقدما يعني لو اغلظنا في السؤال يعني اللي كان حاسبه مهم. شكرا. شكرا كثير دكتور لعي. يمكن دكتور لعي تطرق لموضوع مهم جدا اللي هو الريسبونس للكوفيد بير سي، وطبعا ده براه وعايز له لايف وحلقه براها منفصله، لكن هندي الفرصه لدكتور هيثم لانه باذن الله تعالى بعد دكتور هيثم يشاركنا دكتور محمد الدوما. تفضل دكتور هيثم. شكرا لك يا لؤي. حقيقه الكلام اللي قلته كلام هو الواقع هو الملاحظ يعني. وانا داير اقول افرق بين انه التطبيق بتاع الاشياء اللي بنتفق عليها في الوزاره والحاجات الموجوده. يعني اديك مثال، يعني مثلا الناس في البدايه لما كان في لغط حول البروتوكولات العلاجيه، الزول في البيت يعمل شنو، وسائل الحمايه شنو، الحاجات الاساسيه، اضطرينا انه الناس تكون عندها صفحه موثوقه، وعملنا رابط على اساس انه في البروتوكولات دي كلها بتطلع بصوره حتى الابديت وكذا. لكن برضو دي نحن عندنا كشعب سوداني بنقرا حقنا وحق غيرنا، بالتالي قاعد تحصل شوشره للناس بالمناسبه في المفاهيم. الحاجه اللي بلاحظها انا في وسائل الاعلام، حتى الناس اللي بيستضيفوهم في وسائل الاعلام، يعني انا بكون قاعد في نشره 10 بيقوموا يجيبوا الدكتور الفلاني ولا يجيبوا المحلل الفلاني ولا كده يتكلم عن الكورونا وكده. حقيقه ان احنا بنكون عندنا رسائل واضحه ومحدده عاملينها ماشيه. الناس اللي بيجيبوني يحللوا كده احيانا مرات بيشوشروا المعلومات، لان مش غلط معلوماتهم، لكن انت في اي بلد بيكون عندك نظام وتراك محدد داير الناس يمشوا فيه. فلما انت توفر معلومتين للشخص في وضع زي ده، المعلومتين دي الناس بيكونوا مجهجهات جدا للشخص. التوعيه حقيقه كانت من الاهداف الاساسيه ومن المحاور الاساسيه. لكن الاعاقه واحد منها السبب اللي قلت لك الاول ده اللي هو الكونفليكتنج مسجز اللي قاعد تجي للناس. نحن تكون الوزاره عندها رسائل محدده عبر الريسك كوميونيكيشن كوميتي بترسل فيها بانتظام وبصوره مستمره، بتقوم الوسائط بتاعت الواتساب بتجيب لك رسائل من امريكا، من بريطانيا، من الدول الثانيه لتجارب بتتناسب والكونتكست حقهم والواقع حقهم قد ما تتناسب عندنا، فبالتالي تلقى في الحكايه دي اثر. النقطه الثانيه برضو حتى في الدول الثانيه التوعيه براها بالمناسبه هي مهمه، لكن ما براها يعني. انا لما اقول للناس اتباعدوا البسوا كمامات، الا الاثنين اساسيات. لو جينا للتطبيقات في الواقع انا اقول لك البس كمامه، والكمامات اصلا ما موجوده. لما نحن مشينا وقلنا خلاص يا اخي الناس كمامه القماش، وعملنا معايير لكمامه القماش، وقعدنا مع بعض المصانع المحليه على اساس انها تنتج كمامات قماش، والناس تصنعها في البيوت، لقينا الريسبونس بتاعت المجتمع للحكايه دي ضعيفه، كانه برضه دي واحده من المصداقيه. كانه نحن ما قدرنا هنا، والحكايه دي ما يعني ما قدرنا نوفر للناس، والناس اللي جاءت للوزاره ادتنا الاوبشن اللي هو ما بيعمل حمايه وكده. لما نقول التباعد مسألة مهمة، لكن التباعد وصف الرغيف موجود، التباعد وصف البنزين موجود، التباعد والمواصلات زحمة، التباعد والبنك أنا لو دار أصرف لي 5000 جنيه محتاج لهنا. ففي شيء من الصعوبات الكثيرة جدا بتخلي إنك المسج حقتك دي عشان تطبق محتاج لها لكرعين تقوم عليها الرسائل التوعوية دي. هسه في دول الخليج بنسمع يعني الزول اللي بيلقوه ما لابس كمامته ماشي في الشارع ممكن يغرموه، اللي بيكسر الحظر ممكن، انت هنا في السودان تغرم ذاته ما هي الحاجه اللي بتغرمها له ذاته يعني. فبالتالي في صعوبات في وفي اشكالات في التزام المجتمع ذاته بالرساله التوعويه. لكن يا لؤي كلامك صحيح، ما يمنع انه الناس المفروض تطرق وتطرق 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 في كل وقت على الرساله الصحيحه. وحقيقه كان في مقترح وما شاف هنا انه ليه الجهه الاعلاميه المعتبره بتاعت وزاره الصحه يكون عندها ساعة يوميا في كل وسائل الإعلام، ساعة يوميا بس بتاع التوجيه، على أساس إنه تقلل ذاته الرسائل الكونفليكتنج اللي بتجيها. النقطة الثانية، العيان حصل له حاجة المفروض يعمل شنو؟ حقيقة على الورق مكتوب كلام جميل إنه والله يا أخي لو حصل للمريض ده حاجة يتصل على الرقم الفلاني يحكي أعراضه دي ماشية مع كورونا كده، ناس مدربين ما المفروض يتحرك من مكانه. ولاية الخرطوم على سبيل المثال فيها 20 او 22 رابيد ريسبونس تيم، يعني
فرق استجابة سريعة، يعني المفروض طوال ياخذوا تلفونه ياخذوا عنوانه يصلوه في محله ياخذوا منه العينة ويحركوه هم. المسألة دي موجودة على مستوى النظر وعلى مستوى الورق، والناس بدأت تدرب في الناس وعينت الأتيام وعملت الكول سنتر، لكن بعد ذلك بقت التطبيقات فيها شيء من الإشكالات كثيرة. التطبيق عدم الرد أحيانا، التأخير بتاع فرق الأتيام العربات بتاعتها ما لقت جاس تتحرك، فرق الأتيام التدريب بتاع، يعني إشكالات هي ما على المستوى النظري وإنما على مستوى التطبيق. فأنا بمشي بجي بقول نظامنا الصحي ككل في السودان الفيلير اللي حصل عبارة عن implementation failure، وما هو عبارة عن 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 مسألة بتاعت معرفة ولا مسألة بتاعت وطدو. implementation failure في كل مفاصيله هي حقيقة أثرت على كل الكلام النظري الجميل اللي لو أنت قريته هتقول والله يا أخي ده المفروض يكون نظام perfect، المفروض السودان ما تحصل أي مشكلة، لكن للأسف في إشكاليات كبيرة جدا بتعيق المسائل التطبيقية للبرامج التوعوية والبرامج التدريبية والبرامج العلاجية وغيرها. يعني أتمنى إنه يكون الإجابة فيها شيء من الوضوح يا لؤي. هيثم أعتقد نديك فرصة ترتاح بعد الكم الهائل من الأسئلة دي. إحنا نواصل معنا الآن دكتور محمد الدومة. مهم جدا أنه نسمع تجربة جيبوتي، يعني دولة تشبهنا لحد كبير، أو هو يورينا دكتور محمد هي بتشبهنا لحد كبير أو لا، وكيف قدرت يعني فترة المرحلة حقة preparedness والاستراتيجيز اللي هم تبنوها وتأثيرها كان على انسياب الخدمات الصحية. فإحنا لأنه إحنا هنا مركزين على أهمية انسياب الخدمات الصحية خلال فترة الكورونا نفسها. تفضل دكتور محمد. دكتور محمد صوتك ما ظاهر. صوت شكرا. طبعا نعم اتمنى ان يكون الشباب سامعين كده تمام. نعم. طيب. طيب شكرا اسواق. انا بواصل اذا بقى مواد هذول يعني جدا ينبهني. ف زي ما قالت اسواق يعني دوله جيبوتي يعني من وجهه نظري انا دوله يعني بتشبهها واقل مننا. جيبوتي يعني مستوى الدخل ومستوى الخدمات الصحية ومستوى الخدمات بتاعت البريفنتيف ميديسن كلها كده لو عملت لها مقارنة سريعة. أنا اشتغلت في السودان 10 سنة في وزارة الصحة من مستوى المحلية لغاية مستوى الاتحادية، يلا بعد ذلك مشيت جيبوتي. فلو أنا غارن ومستوى الكباسيتي بتاعت الهيلث سيستم زي ما قلت من الأول إنه يعني حكومة السودان مثلا في جيش في جيبوتي. فبالنسبة لل أنا ما حركز كثير على النان كوفيد على الكورونا النان كوفيد سيرفيس. في الكورونا الحاجات البسيطة اللي حقولها دي بس كانت في البداية في البريبيرنس، يعني هم بدوا بدري جدا من منتصف فبراير عملوا كل الحاجات الذكرة دكتور سهيل بتاع مستشفى النو، وبرضو التحضير النظري قالوا دكتور هيثم عوض الله. فهم عملوا الاويرنس سيمينارز للستاف كله، عملوا البيهيفيرال تريننج والاستيغما، يعني هم حاولوا يخشوا من الحتة دي والتريننج للهيلث كير بروفايدر كويس. وبعد ذاك جزء من التريننج عن الإبيديميولوجيكال سيتويشن والبروتكشن براكتسيس، يعني كيف الناس يحموا نفسهم وكده. وبعد ذاك جزء منها يعني عملوا جايد لاين وبروتوكولات وستاندرز عشان تجايد الفاسيليتيز كلها. واحدة من الحاجات اللي أنا شايفها إنه يعني الليدرشيب كانت كويسة، يعني من جهة الكورونا
سريع جدا الرئيس بتاعهم وعمل لجنة برئاسته وكده. فكل الحاجات اللي علاقة بالمعمل بالمستشفيات بمراكز العزل بالكرانتين سيرفيس جهزوها. الحاجة اليونيك قالتها أشواق في المقدمة بتاعتها إنه الريسبونس للكورونا كان the best يمكن في أفريقيا الاتحاد الأفريقي وكده لعدد الكيس الكثيرة اللي هم كشفوا عليها والتستين. يعني هم بدوا بمية، احنا في السودان هنا بعد شهر يلا وصلنا يمكن 100 ولا كده، بدوا بمية يوميا في التستينج وبعد ذاك وصلوا 500 في وقت وجيز جدا. الانديكيترز بتاعتنا الريكفري ريت 96%، يعني ما في مقارنه. اللي بيشوف السيستم بتاعه وبيشوف السيستم في السودان، هم لما يجي السودان بيشوفوا انه هم جوا السيستم كويس، يعني ده حتى البرسبشن بتاع الناس. هم بيقروا في كليات الطب بتاعتنا وبيجوا مرات يتعالجوا هنا. الدس بتاع الكورونا بتاعهم لحد الان لحد امبارح يمكن 58، في حين السودان 700 وحاجه. بالحاجات دي هم جهزوا برضو بكل تجهيز من دول الكورونا، هم جهزوا برضو الحاجات بتاعت النون كوفيد سيرفيسز. الوزير اجتمع مع كل مدراء المستشفيات جابوا والتزموا بانهم يعملوا كل الترايات سيستم، عملوا جزء منهم عمل خيم وجزء منهم عمل موديفيكيشن في البيلدينج، في عملوا للبيشن سيركت للبيشن كيف يمشوا، يمكن قريبه ل الطريقة بتاع دكتور سهيل. بعد ذاك زي أبزورب البروتكتيف ميجرز بتاعت الهيجين أول شيء في كل المحتات اللي عملوها في السورتينج في الترياج في الفرز يعني، وفي الأوت بيشن بعد زول يخش موفرين كل الهاند واشنج وديسينفكتنت يونيتس والثيرمال كنترول ديفايسز لكل زول بيجي ولكل الاوت بيشن يوزر، وعملوا السبيسنج والسوشيال ديستانسينج لكل المقاعد في الاوت بيشن. انا داير اقول حاجه ان هم ما وقفوا اي خدمات، حتى الاسنان حتى البرايفت سيكتور كلها شغاله. هم بابليك سيكتور ميل يعني ما عندهم تامين صحي توتالي شغالين بالجوفرمنت سيستم. فالمستشفيات كلها كانت بتستقبل البرايفت سيكتورز في سنترز ومراكز، يعني زي ناس مستشفياتنا الخاصه زي ناس الفيصل وكده، فكانوا بيستقبلوا عيانين. وديل برضو يعني تمين ما تجي بيكون عندهم السورتنج وكده زي الجوفرمنت يعني. فكان في ابلكيشن يعني كونسيستنتلي في كل المراكز الصحية. وإن أديشن هم اجتهدوا جدا في البداية، يعني برغم يعني ما كان عندهم حاجة أنا أتذكر تماما، هم حتى يعني زي كونتاكتت عشان يوفروا البي بي إي لكل الفاسيليتيز بتاعتهم. رسلوا السودان هنا، رسلوا أديس، رسلوا دبي، جابوا أجروا طيارات، يعني عملوا كل البوسيبل والنون بوسيبل عشان هنا. انا اتذكر تماما الفيرست تيستينج كيتس ادوا لهم الاتحاد الافريقي كانت 1000، ادوا السودان برضو 1000. ديل يعني كان وقت ده قفلوا المطار، رسلوا طياره خاصه من السفاره بتاعته هناك جابت، يعني ما كان عندهم حاجه يعني مستحيلة في بتساعد. الترينينج الأول بدري يعني في شهر 2 وكده هناي، يعني هم ما كان، أنا ما أتخلى كان عندهم ذاته معمل بتاع هناي زي ما قلت بتاع الكورونا، وقام الرئيس طلع قروش وطلع زي مليون بس تجهيز الكورونا، ودربوهم فيرشوال في الأول قبل ما يعني يجوا ناس فيزيكالي. فانا تقديري للبريبيرنس بتاعهم
يعني كان بيرفكت يعني بدوا بالكي ستيك هولدر اللي هم مدراء الفاسيليتيز وكده وديل هم زي ابلاي كل الميجرز وعملوا جايد لاينز وكده ومشوا فيها. فنحن حتى الفارماسيس يعني كانت كلها اوبن والناس زي كان اكسسيت وبيدوهم الحاجه يعني فكان هم ما عندهم يعني ليميتيشن لاي حاجه ممكن يعني الناس يتعالجوا بها او كده. فتقريبا دي جنرالي وهم كانوا يعني على مستوى الاتحاد الافريقي زي ما قلت انه ريجاردت انه من احسن من الريسبونس. لكن بما يلينا نحن انه يعني شغلانا اذا الناس المسج انا شايفه من جيبوتي انه الامكانيات هي ما مشكله الناس تدي ناس دكتور سهيل تحت كامل الصلاحيات حتى لو بقى في مشكله at the higher level زي ما شفناه في السودان ستيل انه الناس تحت. انا اشتغلت برضو هنا في كمدير طبي للمستشفى واشتغلنا مدراء فالشغلانه دي انه زي كان دو ماتش مور يعني 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 اي مستشفى في السودان معروفه انها تريتوري يعني ممكن الناس تريتوري منفصله يعني انا بكل يعني يمكن دكتور سهيل يجي ياكد كلامي ده انه الناس المدراء المستشفيات تسمى اكستنت قد يكون عندهم امكانيات وعندهم حاجات احسن من المراكز الصحيه. وزي ما مستشفى النو عملت اي مستشفى ممكن تعمل ابراهيم مالك ممكن تعمل بشاير ممكن تعمل مبدا ممكن تعمل للبان جديد ممكن تعمل. فاتخلي المسج الاولى بتاعت التريننج والتوعيه والشغلانه بتاعت الوصمه تخلي الاستيغما واحده من حياه هنا. وانا حاجه لاحظتها في السودان انه برضو يعني في جيبوتي هناك كل الناس كانوا يد واحده بيحاولوا يساعدوا كده يعني حتى المتطوعين وكذا. فهنا انا خلي برضو كان في حبه ويكنس في التطوع بتاع الكادر يعني زي ما قلنا في بانيك كان زي ما قال دكتور هيثم فقد يكون ده واحده من الحاجات اللي عملت ديسكورج حتى للناس المتطوعين عشان يجوا كده. فهوفلي يعني ان شاء الله الناس تشوف تجارب تانية زي دي. برضو كينيا من التجارب الكويسة جدا ويوغندا من التجارب الكويسة جدا بس أنا حبيت أقول بتاعت جيبوتي لأن أنا عشت هناك وعايشت. أنا جيت راجع من جيبوتي قبل يومين وكنت كل الفترة اللي فاتت هنا لكن في أزر also next time الناس ممكن تتكلم فيها يعني 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 يوغندا ما عندهم دسيس يمكن لحد هسه قد يكون النظام برضو نظام دكتاتوري ولا كده ما المعلومات فيه مشكلة لكن برضو ده يعني إن هم اشتغلوا كويس يعني حتى لو كان عندهم some disease وقفوها وكده لكن كون إنه ما يكون عندهم high disease فمعناتها في response كويس للكورونا و definitely يكون للحاجات التانية. شكرا جزيلا ولو في إضافات ممكن تانية أشوف. شكرا جزيلا دكتور محمد. أتوقع إحنا محتاجين الآن نمشي خلال فترة الجائحة والتحديات اللي وصلت يعني واجهت الناس وكيف قدروا جاوزوها. أنا حقيقة هبدأ من حيث مثال الآخرين مع هبدأ دكتور سهيل. في كمية من الأسئلة الموجهة لك يا دكتور سهيل تتكلم يعني يمكن الأسئلة الموجهة لك بخصوص الـ كيف قدرت تتعامل مع هلع الكوادر الصحية اللي عندك في المستشفى؟ كيف قدرت تقنعهم أنه يكونوا شغالين معك؟ وأنا بشكل آخر بضيف عليه وكان في سؤال برضو أنه هو psychological إذا قدرت تعمل لهم أي psychological support أو intervention للدكاترة شغالين معك في المستشفى. وأنا يمكن بضيف لك عليه بعد ظهور أول حالة وخلاص بقى أمري واقع يمكن البلد دخلت في lockdown لكن انت كمدير مستشفى بقيت لازم تدور المستشفى ولكل انواع البيشن ما فقط لمريض الكورونا.
طيب الخطوات الاولى اللي انت عملتها شنو كان الريسبونس؟ خلاص مرحله التجهيزات انتهت، الان جاء مرحله تطبيق التجهيزات. واهم القرارات اللي انت شعرت بكان لها دور كبير في انسيابيه الخدمه عندك، وطبعا واعتقد جزء كبير حابين نسمعه عن كيفيه ادارتك للكوادر البشريه وشح الموارد اللي كان موجود، كيف قدرت تديره؟ تفضل دكتور سهيل. طيب اول حاجه شكرا جزيلا للمره الثالثه. بالنسبه لتجاوبنا كان مع المشكله حقت الكوفيد 19، كان عندنا راي واحد بالذات في موضوع السايكولوجيكال سبورت اللي تكلمت عنه دكتوره، انه احنا الستاف بتاعنا لازم يكون مهيئ من جميع الجهات. وفرنا له كل الامكانيات الممكنه، وفرنا حتى اماكن للسكن باعتبار انه في ناس كثير مثلا خايفه على اسرها، خايفة على حاجات كتير، فسكنوا في المستشفى وبكده تحلت مشكلة اللي هي شمال مشكلة الخوف على الأسر والناس الكبار في بيوتهم. بالنسبة تاني برضو كان في حاجة، أول ما بدينا الموضوع ده إحنا كنا مجموعة من الشباب وما زلنا متواصلين وما زلنا شغالين في المستشفى. عندنا رأي واضح كان إنه يا جماعة دي جائحة، يا إنه الناس تمشي تلتزم البيوت أو إنه الناس دي عندها رسالة أو واجب مهني لازم تعمله. اتفقنا كلنا على مبدأ إنه إحنا نقدم الواجب المهني على أي حاجة تانية. وفرنا البيئة الملائمة للقعود في المستشفى أو للسكن في المستشفى، وفرنا الوجبات، وفرنا أي حاجة ممكن تتوفر، ما تخلي الكادر إنه يفكر في أي حاجة غير المرضى. ده من الناحية اللي هي من ناحية الانفايرومنت المحيط بالنسبة للمريض أو بالنسبة للكوادر عفوا. ثاني حاجة كنا على تواصل دائم مع اللي هم أهل الستاف. بمعنى شنو؟ بمعنى إنه الليلة عندنا مثلا فلان الفلاني عنده أي حاجة، والدته محتاجة أي شيء، هو قاعد في السنتر حقنا، هو ما بيقدر يجي لأنه طبعا كلنا عارفين إنه الشخص اللي بيكون في العزل ممكن يكون ناقل للمرض. فبنقوم بنوفر ناس تانين يمشوا يحلوا لهم مشاكلهم الخارجية. كنا شغالين as team أو as family أكثر من إنه as team. بكده قدرنا نعمل psychological support المناسب، يعني الواحد لما لقى إنه كل مشاكله محلولة بعد الله سبحانه وتعالى ما بكون عنده مشكلة في إنه يشتغل. وده كان مربط الفرس، يعني إحنا هيانا البيئة الملائمة بكل ما تحمل الكلمة من معاني. وعدنا الناس وكنا قدر الوعد حقنا انه اي شخص عنده اي حاجه استعصت له خارجيا لاسرته لاولاده لامه لكذا، احنا عندنا ناس بنشوف بنوفروها له وبنحلوها له. ده على الصعيد الشخصي. على الصعيد المهني كنا برضو متوفرين. كان عندنا راي انه الاداري لو ما كان موجود اذا فبالتالي ما بيقدر يلزم الاستاف انه يكون موجود. جزء من اداره المستشفى كانت ساكنه داخل المستشفى، عندنا ناس من المستشفى ما طلعوا لمدة 3 شهور خارج المستشفى من إدارة المستشفى لأنه كانت دي جائحة زي ما قلنا، وكان لازم نكون قدوة يعني كإدارة. فجزء كبير مننا تقسمنا بين الأيام وبين الديوتيهات بتاعت الناس وكذا. ده باختصار كان الحاجة أو السبورت اللي احنا عملناها للإستاف. شكرا يا دكتور سهيل، يعني حقيقة مجهود يعني تشكر عليه. والأهم من كده يمكن اللي هو قلناها بأنه الجائحة دي خلقت قاضة في أماكنها، وزي ما قال دكتور محمد بأنه المستشفيات مرات ذاته بيكون عندها الدور بأنه هي تقود، حتى لو بيجي في مشكلة في الكوميونيكيشن أو بيجي في مشكلة في الاستراتيجيز الكبيرة. طيب دكتور ساري، إحنا حابين نسمع منك السبورت كقسم إنفكشن كنترول وكطب مهني، حابين نسمع منك السبورت اللي انتم قدمتوه للمستشفى خلال فترة الجائحة. وفي سؤال مهم جدا يمكن اتطرق الان لنا، بانه دائما المستشفيات مرات بتقفل اليوم او يومين لعملية الديسنفكشن، فاحنا دايرين نعرف تجربة مستشفاكم فيما يلي الحاجة دي خلال الجائحة ذاتها، وخاصة لو كان وكيف بتتعاملوا لو مريض داخل مثلا، أنا داخل لعملية، داخل لواتيفر سبب ما عنده علاقة بالكورونا لكن لأي سبب من الأسباب وجدت الناس أنه عنده كورونا. تفضل دكتور ساري. السلام عليكم مرة ثانية.
بالنسبة للسؤال المرضى اللي بيطلعوا مرات حتى موجب، يعني ناخذ مثال للغيصريات او الدليفريز، فهذه حاجه نون استوبابل، وبالتالي البيشنت البريجننت بيجي وما بغض النظر في كورونا ولا ما في كورونا، تمام. فالبوليسي الاول عشان نضمن السيفتي بتاعت الاسقاف بتاعتنا والكمفورت بالنسبه ليهم، طلعنا بوليسي انه اي ان بيشنت بغض النظر انه هو عنده سيمتوم ولا ما عنده سيمتوم وداخل بحاجه اكيوت ونيد ادميشن، مثلا فور اكزامبل بيشنت جاي ان ليبر او بيشنت جاي سيمبولي باكيوت ابندسايتس، فاي ان بيشنت بنعمل له سواب للكوفيد الخطوه الاولى. فكل الاستقف والحاجه دي خلتنا نعمل ديتكت لاي سيمتوماتيك كيسز كثيره جدا جدا، ومع انه الغالبيه الريسيرش اللي اتعملت لقوا انه الناس الاسيمتوماتيك الانفكتيفيتي عندهم فيري 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 لو، لكن دي من الحاجات اللي خلت الاستاف معانا انهم فيري كومفورت. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه انا عارف انه الحاجه دي ما يعني احنا اشتغلنا في السودان واشتغلنا الامتياز واشتغلنا الفتره بتاعت ميديكال قبل ما نطلع، انه الانواع البريكوشنز، يعني انا لحد هسي مع احترامنا للناس هيثم وناس الشغالين في الحاجه دول حاجه ديفيكل، يعني مما يجير علمنا حاجه واحده مره انه في تايب اوف ايزوليشن، يعني الستاندرد بريكوشن دي بتعملها لاي مريض انت داخل له في 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 الجسم، وفي الكونتاكت بريكوشن للمرضى اللي عندهم اسهالات او اللي عندهم هيباتايتس اي او اللي عندهم سي ديف ولا اي عندهم اي شيء، بتستعمل الكونتاكت بريكوشن انه من الاساسيات، بتخلي المريض لوحده في غرفه وبتلبس الجاون وبتلبس الجلوفز، ما محتاج له ماسك. ده الكونتاكت بريكوشن. نمشي لهاير ليفل اللي بتحتاج له الكوفيد 19 وكل انواع الكورونا والتيوبركلوزز وكده، زي النيجاتيف بريشر روم ولا الايربون دروبليت ايزوليشن. فعملنا قرار انه اي مريض داخل المستشفى لحد ما النتيجه بتاعت السواب ما تطلع وهو ما اسيمتوماتيك ابلاي الكونتاكت دروبليت بريكوشن. بمعنى ثاني انه لما اي دكتور يكون داخل على مريضه مثلا سي بيشن جاي في نورمال ديليفري، بيستعمل الكونتاكت دروبليت بريكوشن اللي هي بيلبس الماسك وبيلبس الجلوفز وبيلبس الجاون بتاعه، بالتالي هو فولي بروتكتد. والحاجه دي الدكاتره في الاو بي جايني مثلا عملوا ديليفر وسيزيريان سكشن لمرضى كثيرين جدا عندهم كوفيد بوزيتيف وزيرو انفكتيفيتي للستاف اللي شغال، دي حاجه تمام. في في حاجات مهمه جدا برضو من الديتيلز بتاعت البروسيجر المحتاجه سبيشال انفكشن كنترول بريكوشن، يعني الايروزال برودكتيف بروسيجر، الحاجات بتاعت الانتيوبيتر تيوبيشن الباي باب مثلا، حتى السامبلينج نفسها السامبل اللي بتشيل بها الاصواب، التكنيك والتريننج والحاجات دي محتاجه لايربون بريشر، ايربون نيجاتيف بريشر روم، دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني تخيل انه مثلا عيان داخل الاو ار ومحتاج لانتيوبيشن او في اي ايروزال برودكتيف بروسيجر، ودي الانفكتيفيتي بتكون هاي جدا بالذات لو البيشنت كان بوزيتيف. ففي ال N95 نفسه يعني قبل ما تجي الكوفيد 19 عندنا بوليسي في الانفكشن كنترول انه اي انسان شغال في المستشفى المفروض يعمل تيست لل N95. الناس اللي شغالين في المجال بتاع الانفكشن كنترول بيعرفوا انه ال N95 لازم يتعمل له تيست انه يعرفوك له فيت ولا نوت فيت، وعاده بنعمل 2 years على حسب البوليسي اللي شغاله بها اي هوسبيتال. ففي ناس فيل او مثلا في الناس البيوز بيرز اي حد عنده دجن ال N95 ما بيشتغل فيه. تخيل ان انت سيرجون مهم ولا اوبستريشن مهم جدا لاو ار وعنده دقن، هذا شيء بيرسونال ما تقدر تتدخل فيه ولا تقدر تقول له شيل دقنك برا، دي مسؤوليتك انت كمؤسسه صحيه توفر له الحاجه اللي بتحميه. بالتالي مثلا هذه الناس جبنا لهم الهود، الهود ده عباره عن شيء بتلبسه موصل معاه ماشين صغيره بتاع بيوريفاير وتديه اكسجين كافي بيقدر يشتغل لبوزيتيف كيس ان سيف براكتس وهايلي برودكتيف جود ريزلت بالنسبه للاوبريشن حقته وهو فيري هابي تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بالنسبه للستاف عندنا نظام الكونتاكت
الكونتاكت. يعني مثلا عندهم بوليسي واضحه ابلاي لكل الناشونال جارد هوسبيتال فور اكزامبل. انا مثلا زوجتي اوبستريشن تمام, شافت عملت سيزيريان سكشن لبيشن هي كوفيد بوزيتيف. الخطوه الاولى اوريدي زي ما قلت في الاول هي ابلاي الكونتاكت دروبليت بريكوشن, يعني لما شافت العيانه دي وعملت لها القيصريه لابسه كل البريكوشن تمام, بتوديها بشيل لها صواب وبخليها في البيت لمده 3 يوم اشوف الاعراض على اساس انه احمي الناس اللي شغالين معاها في المستشفى لو هي بقت بوزيتيف تمام. ولو بقت بوزيتيف عندنا كلير باسوير بتاع ايزوليشن هوم ايزوليشن, ولو بقت سيمتوماتيك بتمشي عندنا كارنتاين اريا برضه بيعمل لك فيها ايزوليشن. انا عارف انه الحاجه ادفانس وكل الفاسيلتيز دي حقيقه متوفره يعني اي حد حتى ما انفكشن كنترول ستاف كل الناس حتى النيرس بيشاركوا في انه يعملوا لها ابلاي. من الحاجات الثانيه زي ما قلت اول قبيلك الناس يعني مثلا زي الكونسلتنت الكبيرين الاوفر 60 والناس اللي عندهم كرونيك ايلنس كلهم عملنا لهم ايفالويشن ورسلنا لهم ايميلز عن طريق الانفكشن كنترول وعن طريق الديبارتمنت بتاعتهم انه يمشوا للبري امبلويمنت كلينيك او للفاميلي ميديسين يعمل لهم ايفالويشن. واي واحد مثلا فور اكزامبل اخذ حد من الهيلث كير وركر عنده اوتو اميون ديزيز او عنده كانسر او عنده اي حاجه بتقلل الاميونيتي بتاعته بتجعل انه لو يتعرض للكوفيد 19 انه يكون فيتال له, هذول كلهم رجعوا بيوتهم وانفولف في الفيرتشوال كلينكس. يعني زي ما قال كده انه كل الخدمات بتاعت الميديكال سبلاي لكل البيشن عن طريق التلفون, يعني استعملناهم في اشياء ثانيه بعدناهم عن المستشفى. يعني من الحاجات المهمه انا السبيشاليتي بتاعتي الاساسيه الاوكيوبيشنال ميديسين, يعني اهم شيء انك بتدرس انه كيف العمل ياثر على الموظف وكيف الموظف ياثر على العمل. بمعنى ثاني وصحه الامبلوي مهمه جدا على اساس انه يقدم اجود سيرفيس لكل البيشن ولكل الحاجه. الحاجه الثانيه البيئه نفسها, يعني عندنا المستشفى عباره عن بيك هازر, يعني انت بتتكلم عن البيولوجيكال هازرز بالنسبه للانفكشن. الانفكشن ده ما كوفيد بس, يعني شغال زي لؤي جبيرك الدخز لؤي بتاع ميديسين, الريسك بتاعه لانه يتعرض لاي فيروس ثاني او بكتيريا موجود بغض النظر كوفيد ولا ما كوفيد. فالحاجه دي مهمه جدا عندنا في السودان انه الناس تبدا يعني ستابلايز بيز لاين الكوميونيكابل والانفكشوز ديزيزز والتريننج ولكل الناس اللي شغالين, يعني سيستم واضح. يعني الى الان انا مثلا اسال سؤال واحد لهيثم انه العيان ده يعني انا كيف حعرف انه عمل تيست في مكان ثاني؟ يعني كيف يعني قالوا العينات مثلا بتجي من الولايات بشكل معلومات بسيط, بتجي في كم الريبورتنج سيستم, كيف النوتيفيكيشن بتاعت الريزلت نفسها. يعني دي من الحاجات المهمه جدا جدا انه الناس تعمل لها امبروفمنت. عارف انه الحاجه دي في البدايه ممكن تكون مكلفه, لكن مع الفاسيلتيز بتاعت الانترنت والموبايلات والابلكيشن الحاجه دي ممكن تتحسن جدا جدا. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه المسميات بتاعت الكوربريت ولا الجوفرنس, يعني مثلا الناس في الامريكان ارياز دائما المصدر الاساسي اللي بيشرع هو الكوربريت. انا يعني او في الناس يوكي عندهم ال NHS Foundation. في السودان انا ما اعرف انه بيشرع انه يعني مثلا في الولايات انه بيقول الجايد لاين بيوصلها للناس. يعني دي حاجات مهمه جدا. يا ريت احنا في نهايه النقاش نصل ل لانه نعمل كلاريفيكيشن للارياز دي. ده الاساس في انه كيف تو امبروف. والجائحه دي مش جايه, الفيروس دي حتحصل الكورونا ما دام التشاينيز هذين موجودين والناس اللي عايشين في السعوديه هنا او في المدينه وكلكم تقريبا بتكونوا مشيتوا عمره او حج او جيتوا راجعين تجوا بفيرال انفكشن غريبه جدا بس الحمد لله انها سيلف ليميتد. فشكرا لكم ومعليش الاطاله. شكرا يا دكتور ساري. يمكن احنا هنواصل في موضوع الانفكشن كنترول والبي بي اي تحديدا. انا حقيقه هوجه سؤالي لدكتور النصري باعتباره جراح,
هو لياتو احنا دائما بيجينا السؤال او الهلع انه البي بي اي ما في انا ما هشتغل او التعامل، دايرين نساله من خبرته خلال فتره عمله اضطر كم مره يكون محتاج للفول جاون ومعلوماته متعلقه بالتريننج واللبس الجاون والبي بي ايز وكيف يتعامل مع البيشن خلال الفتره عشان يقي روحه ويقي المجتمع والانفايرومنت اللي هو عايشين فيه. دكتور النصري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا مره ثانيه. طبعا زي ما قال اخونا الدكتور ساري ان كل الجهود كانت موجهه اساسا لمحاصره المرض وتقليل انتشاره بكل الطرق الممكنه اذا كانت في المجتمع او في داخل المستشفى. بالنسبه لنا كجراحين اللي هو بتتحصر تعاملنا مع المرضى في حالتين، حاله العمليات وفي الحالات العاديه اما كانت في الطوارئ او في العيادات. طيب المرضى بيتم تقسيمهم قبل ما يجوا اساسا للمستشفى او بعد وصولهم للمستشفى اذا كانت جايين لحاله طارئه انه هم كوفيد او غير كوفيد، عندهم سيمتومز او ما عندهم، او عندهم اعراض تنفسيه او ما عندهم. وفي كل الاحوال اي مريض بيدخل المستشفى سواء كان جاي للعياده او سواء كان جاي لعمليه بارده او سواء كان جاي لحاجه طارئه عن طريق جسم الطوارئ في المستشفى لازم يلبس ماسك بغض النظر عنده اعراض او ما عنده اعراض. الناس الكوفيد اساسا احنا ما بنشوفهم لانه بيمشوا بمسار مختلف خالص ما لم يستدعون لهم لحاله جراحيه طارئه مثلا بغض النظر عن جسمك اذا كان مسالك بوليه او جراحه عامه او غيره. طيب بالنسبه للمريض لما تكون داخل على مريض عشان تشوفه المريض لازم يكون ماسك، لابس ماسك، انت بتلبس الكونتاكت بريكوشنز اللي هو زي ما قال الدكتور ساري اللي هي العاديه الستاندرد بريكوشنز، بتعقم يدينك بالكحول بريبريشن من الموجوده امامك في اي مكان، بتلبس سيرجيكال اللي هو الجاون البلاستيك جاون العادي، جلوفز وسيرجيكال ماسك خفيف، تدخل على المريض عادي وبتتكلم معه وتاخذ الهيستوري تعمل اكزامينشن تعمل كل شيء، المريض لابس الماسك وانت فولي بروتكتد بالحاجه اللي انت لابسها. بالنسبه مرضى العيادات اساسا قبل ما يجي هو حاله بارده جاي لمتابعه او جاي لمعلومه بتاعت نتيجه بتاعت عينه اخذت منه طلع ظهر فيها كانسر او كذا، لانه كل الحالات الثانيه البسيطه ما كنا بنجيبها من الاساس بنتكلم معهم بالتليفون. فالمريض اللي بيجي زي ده للعياده بيتصلوا عليه قبلها بيوم يتاكدوا انه ما عنده اعراض اساسا من الاول، واول ما يصل اول ما يدخل المستشفى من البوابه اللي بيدخل فيها بيسلموه ماسك يلبسوه يعلموه كيف يلبسه بطريقه سليمه، حتى بعد كده يصل منطقه العياده يعمل تشيكن بيشوفوه التمريض في الاول بيعملوا له فول اسسمنت عندهم فورم كامل جاهز عن الاعراض التنفسيه كل الاعراض اللي ممكن تكون من اعراض الكورونا اذا كانت فقدان حاسه شم اذا كانت الام في الحلق اذا كانت كل الاعراض حتى الابدومينال بين الام البطن اللي هو كان الناس في فتره من الفترات بتقول حتى ممكن تجي مع الكورونا فبتتعمل له اسسمنت في الاول. ومنطقة العيادات نفسها مجهزة زي ما قال أخونا دكتور الدومة إنها هي في سوشيال ديستانسينج في كراسي بتكون مكفولة تماماً مصلب عليها بأشرطة وبكذا ما بتقدر تقعد فيها أساساً وبين كرسي وكرسي مترين. أنت بتكون موجود في العيادة بنفس الطريقة لابس ماسك لابس جلوفز لابس بلاستيك جاون وبتقابل المريض بينك وبينه برضو مسافة مترين بتتكلم معه وتوريه الحاصل وتشوف إذا كان عنده أعراض جديدة أو غيره. وبعد ما يخلص بيتم تعقيم المنطقه كامله الكرسي اللي كان قاعد فيه الكرسي في العياده المنطقه كل المناطق اللي هو قاعد فيها او لمسها او حتى انت الكرسي بتاعك كطبيب بتطلع منه بنظفوه تماما كله بمعقمات محدده وترجع تستعيد للمريض اللي بعده تقوم طلعت كل الحاجات اللي لبستها تلبس بروتكشن جديد. بالنسبه للفول بي بي اي اللي هو الناس بتتكلم عنه وكان عامل مشكله كبيره انه الناس هل الناس تلبسه في كل الاحوال ولا لا، أنا في خلال فترة الجائحة كلها اللي هي ما زالت مستمرة طبعا من بداية شهر 3 وحتى الآن اضطريت ألبسه في حكاية بتاعت ممكن 5 أو 6 مرات لعمليات طارئة اللي هو كان المريض بيجي بحالة طارئة وبيحتاج لعملية عاجلة وبيكون ما معروف هل هو عنده كوفيد ولا ما عنده لأنه ممكن زي ما قال دكتور ساري إنه في مرضى كثيرين بيكون ما عندهم أعراض من الأساس. ففي الحالات دي لانه بيكون حيكون عندك المريض حيتخدر وحيعمل له تنبيب وجهاز تنفسي وكذا فزي ما قال بيسموها الايروسول بروديوسينج بروسيجرز فانت ات هاي ريسك اذا انت ما لابس فول بي بي اي فبنلبس الان 93 ماسك اللي هو بويز ريسبيريتور دبل لايرز اللي هو بلاستيك جاون من تحت بعدين السيرجيكال جاون نفسه ووتر بروف بتلبس
الجوجلز والفايزرز اللي هي تو بروتكت الايز وكده، دي تقريبا اضطرينا نلبسها ممكن 5 مرات فقط في حالات طارئه. في كل الحالات العاديه اللي هو المريض بيكون اساسا جاي لبلان بروسيجر مش حاجه طارئه، ديل عندهم باسوي مختلف او بيمشوا بمسار مختلف تماما، اللي هو المريض بيجي لحاجه اسمها بري ادميشن كلينيك فور اسسمنت، بيجي لعياده ما قبل التنويم في المستشفى، بيتعمل له اسسمنت كامل لكل الامراض اللي عنده بالنسبه لفيتنس فور انستيزيا والحاجات دي، ومن ضمنها بيتعمل له كوفيد سواب، وبتجي النتيجه في نفس اليوم بعد 2 أو 3 ساعات، وبعد ما تطلع النتيجه نيجاتيف بيقوم بيكلم المريض انه لازم تو سيلف ايزوليت، لازم يدخل في عزل منزلي لمدة 2 أسبوع كاملات عفوا قبل ما يجيبوه للعملية. في الحالات دي أنا ما بتضطر أنك تلبس فول بي بي اي إلا إذا كنت أنت نفسك هاي ريسك، يعني مثلا واحد على ستيرويدز أو مريض أو طبيب مثلا جراح عنده سكري أو أي مرض ممكن يخليه هاي ريسك أو هاي ريسك أوف ديث يعني من الكوفيد إذا جاءه. بالنسبه لنا الحمد لله ما عندنا امراض مزمنه، فما بنضطر نلبس كل الحاجات دي، تلبس الماسك ممكن يكون N92 ولا FFP2 ولا الماسك السيرجيكال العادي ومعه جوجلز والسيرجيكال جاون العاديه. وبحمد الله يعني ما حصلت حاجه والامور ماشيه تمام لحد هسه، وما عندنا الطبيب في المستشفى من كل الاقسام الجراحيه جاه او انتقل له المرض. عندي نقطة صغيرة دار أعلق عليها برضو ذكرها أخونا دكتور ساري، اللي هي الانفكشن كنترول والبريكوشنز المفترض تكون متواجدة في أي مستشفى. أساساً المستشفى أنت بتكون كل الحاجات دي بتعملها وبتتدرب عليها، ولو ما عملتها أساساً أنت ما بتشتغل في المستشفى، بوقفوك من الشغل ولازم تيجي تعمل الكورسات دي وتنجحها وتجيب الشهادة بتاعتك تسلمها للHR عشان يشغلك وتستمر في الشغل، اللي هي من ضمنها الهاند هايجين والهيموفيجيلانس تريننج اللي هو يختص بالتعامل مع الدم ومنتجاته اذا كانت صفائح دمويه او فاكتور 8 وغيرهم. انت اي تعامل مع منتجات الدم او الدم نفسه لازم يكون عندك تريننج بتعمله بطريقه معينه عشان ما تنتقل لك كمان امراض اخرى زي الاتش اي في والهيباتيتس سي وهيباتيتس بي وغيرها. فدي من الحاجات اللي لازم تعملها، بالاضافه لحاجات ثانيه الجنرال سيفتي زي الفاير تريننج، اذا حصلت حريقه في المستشفى الطبيب مفترض يعمل شنو بالضبط يعمل، اذا كان طبيب او ممرض او غيره كل العاملين في المستشفى لازم يعملوا الكورسات دي. وبرضه باكد على موضوع الستاندرد بريكوشن في التعامل مع المرضى، انت اي مريض عايز تدخل تشوفه اذا كان في غرفه عاديه او في غرفه عزل عنده طريقه معينه بتتعامل، انت لازم عندك 5 مومنتس هاند هايجين بتستخدمها بطريقه معينه مع كل مريض، لازم تعقم ايدك بال5 خطوات المعروفه قبل ما تلمس المريض وبعد ما تلمسه وقبل ما تغادر المنطقه وبعد ما تطلع من الغرفه خالص. ده بالنسبه للمريض العادي ما عنده اي شيء، جاي باكيوت ابنديسايتس مثلا زي ما قال دكتور ساري، عنده زايده في الدم ملتهبه فقط ما عنده اي شيء ثاني. في مرضى ثانيين اللي هم بكون عندهم كاريرز لديزيزز معينه مثلا ام ار اس اي VRE ESBL كل الانفكشنز اللي بتكون تبع اليورينري سيستم ولا في الجسم، سي ديف او ناس عندهم تي في زي ما قال برضو اخونا ساري، ديل برضو عندهم طرق معينه اللي هو لازم تلبس جاون ماسك وجلوفز وتعقم ايدك قبل ما تلبس الكلام ده كله، وتعقم ايدك بعد ما تخلص وتطلع من الغرفه، وتعقم ايدك بعد ما تطلعهم ثاني. فانا اكيد انه اعتقد انه ان احنا بالنسبه لنا في المستشفى ما او في منطقتنا نحن في الكاونتي او في المحافظه ان احنا فيها الاستجابه بتاعت المجتمع كانت ممتازه جدا جدا، استجابه الاطباء وتعاملهم مع الجائحه حتى الان بصوره ممتازه جدا في ناحيه التباعد الاجتماعي والالتزام بكل الهايجينز المطلوبه اذا كانت هاند هايجينز او عدم السلام او حتى التباعد في الاكل في الشراب في الجوعات في الونسه في اي نشاط انت بتعمله بتكون عامل حسابك 1000000% انك ما تكون قريب من واحد وتتعامل مع كل الناس اللي حولك على اساس انهم هم مرضى او محاملين للمرض او انت مريض وبتحاول تحمي الناس من نفسك يعني. بالنسبه للسبورت اللي هي كانت نقطه مهمه ذكرتيها دكتور اشواق، بالنسبه لنا احنا كاطباء
كان كل العيادات موجودة بالنسبة لنا. إذا كان أي طبيب شعر بأعراض أو كان هو كونتاكت لمريض بوزيتيف طلع هو بوزيتيف بالنسبة لكورونا، عندك 2 ديبارتمنتس ممكن تتصل عليهم أو 3، اللي هم ممكن تتصل على الجي بي بتاعك اللي هو المركز الصحي اللي أنت تابع له، أو تتصل على الأوكيبيشنال هيلث في المستشفى، أو تتصل بالديبارتمنت حقتك بالتشيف ديبارتمنت بتاعك وهو بيرتب لك الأمور بالنسبة لأنك إذا كان هتحتاج فحص أو ما هتحتاج، أو هتحتاج عزل ولا ما هتحتاج، وإذا هتحتاج عزل هم جاهزين تماماً إذا أنت عندك أسرة وكده وخايف عليهم زي ما قالوا، مستعدين يسكنوك في فندق قريب من المستشفى وكده ويوفر لك كل السبورت المطلوب. وبالإضافة لكده كان في اللي هي موجودة ما زالت اللي هي psychological support clinic، ممكن تتصل عليهم في أي وقت. أنا هسه ممكن أكفي بعد ما نخلص من هنا ممكن أتصل عليهم أقول لهم إن ده نوع من أنواع الاستريسز وهم جاهزين الحمد لله. فده باختصار كان تجربتنا مع حالات مرضى الكورونا. ما توقفنا تماما من العمل في كل الفترة دي. كل الحالات المحتاجة علاج إذا كان علاج كيميائي يعني عادي أدوية أو كده، أو علاج جراحي بالنسبة لنا في جراحة المسالك المولية، الحمد لله ما وقفنا منهم، قابلناهم كلهم أو تكلمنا معهم أو رسلنا لهم الروشيتات بتاعتهم في بيوتهم أو جبناهم المستشفى عملنا لهم العمليات المطلوبة. فعذرا على الإطالة، وإذا كان في أي أسئلة ممكن نرد عليها يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور النصري، يعني أعتقد تجربة ممكن الناس تستفيد منها وتستخلص منها دروس نقدر تأضاف في السودان. حقيقة الآن إحنا عندنا مداخلة من دكتور المهند مدير قسم الجودة بمستشفى إبراهيم مالك، يمكن مداخلته هتكون في إطار المستشفيات وإطار الـ preparedness والريسبونس اللي كان عندهم في المستشفى تجاه الـ المرضى عنان كوفيد. دكتور المهند السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أيوة. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح نعم. طيب شكرا دكتور أشواق، شكرا لحضورك الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرا. السلام عليكم. الصوت واضح. الصوت واضح تمام. أول شيء أنا أعرف عن نفسي، أنا دكتور مهند عبد الرحيم مرغني. أنا أصلا أخصائي مكافحة عدوى، حاليا مدير إدارة الجودة مستشفى إبراهيم مالك التعليمي، وأيضا كنت في فترة الكوفيد 19 خصوصا في البداية تقريبا شهر 2 أو شهر 3 كنت متعاون مع أو كنت واحد من الـ IPC team اللي كان شغال مع وزارة الصحة الاتحادية بما يخص التجهيز والتأهيل وبالنسبة حتى للإشراف للمراكز العزل الموجودة في ولاية الخرطوم. بس أنا حبيت أشارك، أنا يعني إن شاء الله ما هطول عليكم، بس حبيت زي ما بقولوا كده أعكس التجربة أو أعكس الفترة اللي أنا كنت شغال فيها في مستشفى إبراهيم مالك بما خص ونحن عملنا شنو. يعني هلخص على 3 مستويات. المستوى الأول هو الإنجازات أو الحاجات اللي نحن عملناها شنو. الحاجة الثانية أبرز التحديات اللي لقتنا في المستشفى والمعيقات بالذات وكيف بقدر الإمكان حاولنا نتجاوزها. والحاجة الثالثة إن شاء الله بالنسبة لنا اللي هو الليسون لين أو الدروس المستفادة اللي هو في لو زي ما يعني معروف إنه في متوقع يكون في موجة ثانية أو حتى لو ما في موجة ثانية يعني أكيد في كل فترة من الفترات هيحصل ممكن infectious disease disaster، فلازم عموما تكون المستشفى جاهزة، فبالتالي في دروس مستفادة الواحد برضو ممكن يعني يشاركها معاكم إن شاء الله. بالنسبة لنا طبعا مستشفى إبراهيم مالك التعليمي أفتكر كل الناس عارفاها، هي مستشفى سيكندري تقريبا مستشفى سعة السريرية أكثر من 500 سرير، 500 تقريبا هي بالضبط 642 سرير. هي فيها أقسام كثيرة 12 قسم، الطوارئ وفيها البيدياتريك والأوبسانجايني الميديسين الآي سي يو والعظام والجنرال سيرجري. دي الأقسام المين. حتى حاليا نحن قبل أسبوع في تم تدشين قسم جديد اللي هو جراحة الأطفال عندنا في المستشفى. بالنسبة إنه الإنجازات، أول حاجة أنا شخصيا يعني ك IPC specialist أو أنا شغال أصلا في مكافحة مجال العدوى، كنت متابع لصيقة لموضوع الكوفيد 19 من ظهر في الصين تقريبا في شهر 12، وكنت متابع دائما الموضوع، وكنت يعني متابع موضوع الكوفيد 19 ومتابع المسار بتاعه ومتابع الابديتس والاستديز اللي كانت فيه.
على أساس يعني إذا بقوله ده مجال شغلي ولازم الواحد يكون عارف معرفة لصيقة. ومن الصين لما مشت لأوروبا ومشت أمريكا وبعد جات إيران، بعدنا أنا متذكر حتى أول ما جات المملكة العربية السعودية واللي هي تقريبا كان الإبيسنتر كانت هي إيران للخليج. فأنا حتى كان عندي زملاني قاعدين في السعودية فكنت متواصل معهم بصورة دائمة، يعني هم كانوا مسكين إدارات مكافحة عدوى وفي إدارة الجودة، فكنت يعني بستفيد من خبراتهم وتجربتهم، لأنه بالنسبة لي المملكة العربية السعودية هي واحدة من يعني من الدول ما شاء الله عندها خبرة كبيرة نسبة طبعا للإكسبيرينس اللي كانت مع الأمراض الوبائيات زي مثلا اللي هو الميرس اللي هي تقريبا ظهرت في 2012 وإلى الآن هم أصلا عندهم ترايات جاهز وشغالين بها الإنفلونزا الطيور المهم، وكنت متابع معاهم. فبالنسبة لي كانت من أهم الحاجة بالنسبة لي أنه هو أنا استفيد من تجربة الآخرين عشان أختصر على نفسي اللي هو بدل ما أنا أبدأ من زيرو. في ناس ممكن والله يوروني هم عملوا شنو اشتغلوا شنو، فهذه كانت بالنسبة للخطوة الأولى. بالنسبة للسودان هنا أول اتكونت في لجنة بتاع الطوارئ في المستشفى، وأنا ما هكذب يعني هقول الكلام بصراحة، هي نحن في السودان للأسف اشتغلنا في الريسبونس فيز ما اشتغلنا في البريبيرنس اللي هو ما قبل حدوث الكيس الأول اللي هو كان شهر 3 تقريبا. يعني كانت حتى كل الاستنفار الحصل هو كان بعد اللي هو في الريسبونس اللي هو بعد ما جات الكيس الأولى ظهرت، بعد ذلك تقريبا كل المستشفيات بدأت لو بقوله تليم شملة وبدأت بعد ذلك كل واحدة تعمل لجنة خاصة بها. فنحن في المستشفى عملنا لجنة للطوارئ الخاصة بالكورونا، كان فيها أعضاء من الأقسام المختلفة، فيها من ناس الميديسين، فيها أنا ذاتي مدير جودة، وفيها ناس إدارة الصيدلة، وفيها المخزن، واللي هي كانت اللجنة دي بتتناقش الخطط الممكن تتعامل عشان المستشفى نشوف مدى استعدادها لموضوع الكوفيد، يتعامل ريسك اسيسمنت في المستشفى، يتعامل حتى تحدد انه شنو الاقسام اللي هي بتكون تكون ات هاي ريسك. يعني اكيد لما انا اتكلم عن ER ولا اتكلم عن ICU الحتات بتكون فيها الاي جي بيز زي ما قال دكتور ساري، اكيد هي بالنسبه لي هاي ريسك، من الحتات الثانيه بتكون عنابر، فبيكون فيها يعني تحددت الحتات الهاي ريسك واللو ريسك بالمستشفى. من اوائل القرارات اللي اتخذت انه هو منع الزيارات، التزام بيكون في مرافق واحد مع المريض بيكون خاش المستشفى. طبعا موضوع الالكتيف كله وقف، اشتغلنا ايرجن كيسز فقط في المستشفى، والكلام ده كان يعني انه بقدر الامكان كنا في سباق مع الزمن، يعني لانه المسار بتاع الكوفيد 19 كان ظاهر انه هو ماشي على بومينج، يعني ماشي انه هو هينفجر في يوم من الايام، فما عارفين الموضوع ده هيكون متين بالضبط. فده اول من اول الاميديت اكشن اللي كانت عملت في المستشفى. الحاجة الثانية كانت بالنسبة لي اللي هو اللي اتعملت التريننج، أو مش هسميها تريننج، الانتنسيف تريننج اللي هو كان تدريب مكثف، يعني حتى يعني يا إما كان الناس بتتلمى في القاعات بقدر الإمكان لمهم في القاعات، أو حتى لو ما في القاعات إنه كان بنعمل زي الأونسايد تريننج بنمشي للناس في أقسامها، يعني بيتكلم معهم على الكوفيد 19 من الحياة اللي كانت بتهمني عارف ذاته هم الكونسبشن أو هم النولج بتاعتهم شنو عن الكوفيد 19، واشتغلنا معهم ريتيشن كثير في موضوع الكوفيد 19 والبريفنشن والميثودز والحاجات دي كلها. الحاجه الثالثه برضو بالنسبه طبعا للكلام بالذات على الستاند اب بريكوشنز، يعني واحده من المشاكل انه هو نحن في السودان طبعا اداره مكافحه العدوى اداره ضعيفه جدا جدا او بور انفراستراكشر، انه يعني حتى من الناحيه الاداريه ومن الناحيه التكنيكال انه الستاند اب بريكوشن حتى الناس هي ممكن تكون ما عارفاه، يعني اللي هو الاليمنتس المعروفه زي ما قال دكتور زاري ولا اللي هو عبارة عن الهاند هايجين والريسبيريتور هايجين، بعد ده بتكلم على بي بي ايز والويست مانجمنت وكل الحاجات المتعلقة بالستاند اب بريكوشنز اللي هي اصلا في الحالات العادية هي مفروض تكون اصلا مطبقة. فللأسف الواحد كان بيبدأ من الزيرو، فهي كانت في صعوبات جدا انه انت يعني بادي من مش من الزيرو من السالب من الناحية بتاعت الانفكشن كنترول، فكان في بذل مجهود كبير للناحية دي. طبعا الكلام كان المهم عن الترانسميشن بيس بريكوشن زي ما قال دكتور ساري برضو اللي هو بيتكلم انت على الكونتاكت بريكوشنز عن التروبليت ولا عن الايربورن بريكوشنز اللي هو المصطلح بتاع الايزوليشن او العزل اللي هي جاي من دي. فهي يعني كان الناس تقريبا يعني انا من شغلي في المستشفى انه كان النولج كانت زيرو من الناحيه دي انه متين الزول بيتعزل، يعني شنو كونتاكت، يعني شنو تروبليت، يعني شنو ايربورن، فكانت برضو مجهود تبذل في الناحيه دي. من الحاجات برضو اللي هي اتعملت طبعا اتعمل التفعيل بتاع نظام الترياج. نظام الترياج هو حصل فيه تأخير في يعني في البداية احنا كان اشتغلنا حسب انا متابعتي حتى الناس اللي كانوا في الخليج ولا حتى الناس البرة، فكنت حتى بستعين قبل ما تصح الاتحادية تطلع نظام السكورينج بوينتس، فكنت انا بستعين من نظام اللي هو السعودية، مع ان هم يعني الكونتكست بتاعهم بيختلف عننا،
فبدينا بها نشتغل بها، وبعد ذاك بدينا حتى نشتغل انه الاعراض اللي هي كانت بيزون السي دي سي جايد لاينز، انه اي زول عنده فيفر وكان عنده اي ريسبيراتوري سيمتومز ده ممكن طوال يعتبر مشتبه به، الى ان الصحه الاتحاديه عممت البروتوكول بتاعه وترياج، فطوال على طول اشتغلنا بها. فاتعمل الفيجوال سكرينينج وتعمل معاها ريسبيراتوري ترياج، ومعاها طبعا اتحددت اتعملت الايزوليشن وورد، وهي كانت وورد طبعا ما سنجل روم، لان احنا ما عندنا امكانيه في المستشفى نعمل غرف سنجل. فدي واحدة من الحاجات اللي اتعملت، وتعملت ستاف ديديكيتد ليكون شغال في الايزوليشن وورد، ودي انا هجيها في موضوع التحديات يعني انه شنو المشاكل اللي واجهتنا في الحاجه دي. ففي ستاف ديديكيتد للعنبر ده، بقدر الامكان حاولنا ناهل العنبر اللي كانت المشكله الرئيسيه طبعا وهجيها بعد شويه، اللي هو مشكله الفنتيليشن البنيه التحتيه، وكانت بالذات الفنتيليشن فكان فيها مشكله كبيره جدا. تاني حتى باقي العنابر باقي الأجسام كلها، إنه حكاية السراير كلها تكون المسافات بيناتها بتر، حاولنا بقدر الإمكان يكون في بارير بين سرير وسرير حتى في كل الأجسام في المستشفى، على أساس إنه يعني حتى الموضوع لما تطور وبيقى في سبستنشيال كوميونيتي ترانسميشن، وفي خلاص في يعني سستينابل ترانسميشن، فبيقت شنو بيقت إنه يعني وصلنا المرحلة بتاعت إنه يعني، وبالذات بعد ما طلعت الاستديز انه في اسيمبتوماتيك بيشنتس، فبالتالي لازم انه خلاص تعتبر انك انت اي واحد قدامه هو ممكن يعتبر شنو يعني ممكن حامل الكوفيد 19. فبالتالي دي بيزون الحاجه دي الحاجه اللي اتعملت في المستشفى. وانا شخصيا صراحه انا كان شفتها من اول جايد لاينز طلعوها في السي دي سي جايد لاينز، اللي هو اليونيفرسال سورس كنترول، اللي هو الموضوع الماسكينج. يونيفرسال ماسكينج انه اي كادر طبي شغال في المستشفى لازم يكون ملتزم بلبس الماسك، فدي على طول نحن فعلناها في المستشفى، وألزمنا كل الكوادر الصحية إن هي تكون لابسة ماسك، سواء كان هي بتتعامل مع بيشن ولا حتى ما بتتعامل معها، عشان توفر قدر من الحماية. السكن بالنسبة لي السكن كان وفرنا جزء من السكن، لأنه لعدم إمكانية المستشفى لتوفير السكن لكمية من الكوادر. نحن طبعا في المستشفى تقريبا عندنا زي يعني الكوادر الصحية ممكن تصل معنا لحد 500 كادر صحي قاعدين في المستشفى، فما قدرنا نوفر الا جزء معين من السكن، ودي برضه واحده من المشاكل اللي واجهتنا. الترحيل والحاجات المتعلقه كانت بالذات زي ما دكتور هيثم هو افاد بحاجه مهمه جدا، موضوع اللوك داون اللي هو كان صراحه غير مدروس بصوره كبيره، اثرت على المستشفى بصوره يعني كبيره. فبالتالي كان مشكله البنزين والوقود، وبالنسبه للترحيل برضه يعني حاولنا بقدر الامكان يعني انه العربات هي تشتغل ترحيل الكوادر، ونحن زادنا كإداريين في المستشفى احنا كنا بعرباتنا بنشتغل بنرحل الكوادر، على اساس يعني كنا في صراع مع انه يا اما نواصل يا اما كلنا نجتهد للحاجه دي، يا اما هتحصل فقدان للكوادر زي ما بيقولوا، والخدمه هتقل الكفاءه بتاعتها. فهي دي تقريبا الصوره العامه للانجازات تقريبا. هي على التحديات، بالنسبه لنا التحديات الاولى كانت اول حاجه، اول شيء عدم الاستقرار. انا شايف حاجه مهمه، عدم الاستقرار السياسي اللي كان حاصل في البلد، بالتالي انعكست حتى على القوانين اللي هي كان المفروض تتفرض على الناس. نحن عارفين كلنا عارفين انه كوفيد 19 البريفنشن ميثودز، اللي هو انت لما عملت اللوك داون فبالتالي لازم يحصل فرض على الحاجه دي، لما تتكلم عن السوشيال ديستانس، لما تتكلم عن الماسكينج. لو لاحظنا كل الدول دي كلها قاعده تتعامل بالانفورسمنت القانون، ليه؟ لانه الموضوع ده يعني كان تركناه للناس as behavior، فيها حاجة صعبة جدا. الوحيدين التزموا بالحاجة دي as behavior voluntary هم ممكن يكون الآسيويين، ودي الحاجة المستنتج منه إنه طبيعة المجتمع الآسيوي هو يعني community oriented، فبالتالي هو قدر يلتزم ال precautions حتى ما زي الطبيعة الغربية اللي هي كانت في قوانين كثيرة، الغرامات زي الخليج مثلا في غرامات وفي حاجة زي دي. للأسف عدم الاستقرار وعدم فرض القوانين بصورة صارمة، حتى الحظر التجاري بصورة صارمة كانت عاملة مشكلة كبيرة، ودي بتزيد الحالات، والحالات طبعا أكيد لما في زيادة فيها أكيد هتأثر على المستشفى. الحاجة الثانية الليدرشيب للأسف برضو فيه كان مشكلة، سواء حتى على المستوى المستشفى، وأنا هقولها بصراحة يعني إنه كان في بكل شديد، كان في يعني عدم في البداية، كان في شوية كده استهتار بالموضوع، هي كأثرت على المستشفى حتى من ناحية الجاهزية. إنه لما تعمل allocation للresources كان في بطء في الاستجابة، يعني لما أنا حاول أطلب والله كمية من الماسكات أو كمية من مثلاً الـ N95 وكل الـ essential PPEs كان في بطء، بالتالي حتى حصل تأخير حتى في الاستجابة شوية توفير الـ PPEs بالنسبة للكوادر اللي عندي في المستشفى. بالنسبة تاني برضو الـ shortage of staff اللي هو النقص في الكوادر اللي حصل، والنقص في الكوادر اللي حصل ده واحدة ممكن ألخص الأسباب فيها إنه كان في lack of knowledge واضح
فدي اتحلت بموضوع التريننج. يعني حتى في ناس بعد التريننج هم اوكي طوال واصلوا في الشغل. للاسف في اسباب ثانيه هي فوق مقدره المستشفى اللي هي موضوع الانسنتيفز. ناس محتاجين قروش وما بقول والله ما بنشتغل الا عايزين قروش. طيب والمستشفى هي حاليا شغاله طوارئ ما قاعده تدخل قروش لنفسها للمستشفى، وهي بالعكس فيها عجز مالي وفيها بتعتمد على ايرادات على لو بقولوا على قروش جايه من الوزاره والقروش ما بتكفي. دي كانت خلق لنا مشكله كبيره جدا، وللاسف فقدنا جزء شويه من الكوادر من ناحيه الانسنتيفز. كوادر كانت طالبه سكن، كوادر كانت طالبه ترحيل، فدي كلها كانت صعوبات شديده حاولنا نواجهها. انه مبادرات جت تدخلت وصراحه هي ما قصرت، الوزاره برضو دعمت بصوره كبيره يعني بصوره ما في حل الموضوع ده. في برضو دي واحده من الحاجات الرئيسيه كانت الواجهه المستشفى. الحاجه الثالثه برضو بالنسبه للابرز التحديات، وممكن الحاجه اللي انا ما قلتها انه زي ما قلت قبل معلش البور انفراستراكشر بتاع الاي بي سي نفسه. ممكن كلكم تستغربوا لو عارفين انه انا كمدير يعني في اداره الجوده، وحتى هي جواها الاي بي سي انا شغال براي الون في القسم، يعني حتى انا ما معي تيم شغال، ودي حاجه ممكن تكون يعني تقريبا من المستحيل الواحد يقدر يشتغل براه في الحاجه دي. ودي الحاجه اللي خلتني انا شخصيا اكون مرابط في المستشفى صباح وليل، عشان يعني في النهايه يعني حتى لو انا ما عندي ستاف ولا ما معي تيم ما معناه ان انا ما اشتغل، احاول اعمل كل اللي بقدر عليه عشان في النهايه شنو انه الواحد يقدر يطبق الحاجات ويقدر شنو يصل لمرحله انه المستشفى تكون شغاله على الاقل بشنو المريض يلقى خدمه كويسه في المستشفى. فدي واحده من المشاكل اللي كانت كبيره جدا وجواها حتى يعني واحده من الحاجات اللي انا عملتها شخصيا موضوع الاوكيبيشنال سيفتي اللي هو الاوكيبيشنال هيلث، الموضوع بتاع الورك ريستريكشن اللي هو الاكتيف سيرفيلانس للكوادر. انا لو عندي كوادر اتصابت هتصرف معاهم كيف؟ الكونتاكت تريسنج بالنسبه لحتى الناس اللي حوالينه. وممكن في رمضان تقريبا انا كان عندي ظهرت حالات للكوادر الصحيه هم كانوا صابوا بالكوفيد 19، فبالتالي حتى اشتغلت طوالي معاهم الكونتاكت تريسنج، وحصل تنسيق بينه وبين الاقسام من بدري انه يعني كنت بعمل اللي هو السيرفيلانس فورم، وكنت طوال برسلها لرئيس القسم يعني عندك والله يا اخي كم كادر مصاب، فبالتالي هم انا هديهم الاذن انه هم يحصل لهم ورك ريستريكشن، بديهم انا المواعيد المعينه. للاسف كان في البدايه في لخبطه من الوزاره كانت بتتدخل في المستشفى اللي هي بتكلم وزاره الصحه الولائيه، بتتدخل في ان هي كانت هي اللي بتدي الاوردر للطبيب انه هو يعزل نفسه ولا لا، وكان للاسف غير مستند على اي بروتوكول. ودي واحده من الحياة اللي عملت لنا فقدان للكوادر، فقمت على حصل تعميم انه ما في اي بروتوكول او ما في اي حاجه بتخص الورك ريستريكشن تجي من الوزاره الا عن تكون عن طريق الاي بي سي ديبارتمنت في المستشفى. فحصل تعميم انه كل حاجه دي مننا، فبقدر والله ده يغيب 14 يوم، ده ممكن يمشي يفحص ولا ما يمشي يفحص وهكذا. وكان في تنسيق بينه وبين الاقسام انه على اساس يفتشوا بديل يعوضوا غياب الدكاتره ديل، وكان الموضوع الحمد لله مشى بصوره احسن شويه، فكان في كنترول للحاجه دي. وحتى كان في الناحيه السايكولوجيكال سبورت انه كان في فولو اب طوالي. يعني انا ممكن اقول الحاجه اللي اكتشفتها انه الفولو اب على طول للكوادر حتى المصابه كان بتديهم نوع من الريأشورنس، يعني انه والله بتوريه يا اخي انه خلاص هو زيه زي مرض بتتابع معاه طوال، انت محتاج حاجه. الحاجه البسيطه دي صراحه عملت ريأشورنس كويس، خلت الناس حتى بعد ما تنتهي، والحاجه اللي كنت خايف منها ان هي يعني تجيها البانيك وخلاص ما تشتغل، لا بالعكس كلهم والله ممكن نسبه 100% كلهم رجعوا المستشفى وواصلوا الشغل عادي. يعني فدي مثلا من دكتور مهند، يعني انا طولت عليكم يعني بس هو كلام كثير شويه لكن الزمن ضيق، فانا اسف جدا، فبس حبيت اشارك معكم. شكرا. اعتقد دي برضو تجربه لمستشفى ثانيه، يعني مع مستشفى النو الناس تقدر تستفيد منها وتقدر تاخذ التجارب المستفاده. احنا حقيقه الزمن بيجماشي جدا، فالان معانا دكتور وائل عشان يتكلم عن الريسبونس والتقديره بالنسبه لهم الفتره الجاهزيه واثرها على فتره الريسبونس واليوتيلايزيشن للمرضى ولا لا، ومنها ان شاء الله تعالى حتكون خلاص المداخلات الاخيره للحضور باعتبار الدروس المستفاده للفتره الجايه. دكتور وائل تفضل. طيب شكرا دكتور اشواق. انا استاذنا الاخوه في انه بس ارفع ما اعرف تشير البرزنتيشن ده، عباره عن سلايد بسيطه جدا. حاولنا نعكس التدخلات، الكلام اللي عمل التأمين الصحي هو مشابه للحد البعيد جدا لكل التدخلات اللي تمت داخل وزارة الصحة وعلى مستوى المؤسسات، وحتى فيها جزء بتاع شبه للإكسبيرينس اللي اتعكست من دكتور الدوم وغيره من الإخوة في إيرلندا وغيرهم على يتحدثوا.
فبس كان الحاجة الوحيدة التأمين الصحي حاول إنه يعني يعمل خطة بتاعت M&E تكون مصاحبة للتدخلات دي على أساس إنه نحاول نقيس الأثر وبرضه تساعدنا أكثر في تتكثر التحديات الموجودة أو إنه الناس تقدر تستخلص الدروس بشكل أفضل. فبالنسبة لنا الأهداف بتاعت الخطة هي زي ما قلنا الخطة من البداية هي خطة مكملة وخطة داعمة بشكل مباشر جدا لخطة وزارة الصحة باعتبار وزارة الصحة هي جهة المشرعة وهي جهة بتدين الجايدنس والدايركشن في التعامل مع الجائحة دي. بس كانت الفكرة بتاعت الخطة دي إنه زي ما قلنا الحاجة الأولى دايرين كيف نسند السبورت الإفورت على المستوى القومي وعلى المستوى الولائي ولخلي وزارة الصحة ولخلي النظام الصحي يكون يعني أكثر قدرة على التعامل. الحاجة الثانية برضو دايرين كيف نحمي ونحقق السلامة المهنية للعاملين، وهنا إحنا عندنا نوعين من العاملين في التأمين الصحي، عندنا عاملين إداريين اللي بيقوموا بخدمات زي خدمات تجديد البطاقات والتغطية والشغل الثاني، وعندنا الفرونت لاين هيلث وركر وهم موجودين في المراكز التابعة للتأمين الصحي. برضو البنفيشيريز بتاعنا المؤمنين ديلا في كل الفاسيليتيز بتاع التأمين الصحي كنا حريصين على انه برضه نحقق الاكسس انه كنا تو انشور يعني انه يكون في كونتينيويشن للسيرفيس دي، ويمكن دي الحلقه الاستمراريه بتاعت الخدمات لو كان خدمات علاجيه لو كان خدمات غيره، وفي نفس الوقت برضه لنخلي المرضى ديل تبوط انفكشن من مراكزنا ولا هم يكونوا سورس بتاع انفكشن لباقي المؤمنين اللي بيكونوا موجودين في صالات الانتظار. ومعروف ان التامين الصحي من المؤسسات اللي يعني فيها تردد عالي وبيكون فيها دائما عالي. برضو كان لابد ان يكون في دور لرفع نسبه الوعي وكونتريبيوت في الشغل بتاع هيلث بروموشن بشكل او باخر. وفكرنا برضو في انه نحاول يعني نفعل الكونسيبت بتاعت الكوميونتي انجيجمنت بشكل افضل، خاصه انه البلد الان في حاله بتاعت حراك وفي حاله بتاعت تغيير وفي موجه بتاعت حماس للشباب وكلهم عندهم رغبه في انه يشاركوا. حاولنا انه نخلق شراكات بحيث انه نحس المجتمع لو كانوا شباب لو كان مره لو قطاع رياضه وغيره في انه كيف تصبرت النظام الصحي وكيف يقدر يخاطبوا القضية بتاعت الكوفيد 19 بشكل كويس. بشكل الخطة ما طلع كثير من الكلام اللي تفضلتوا به كلكم، نمرة واحد انه العاملين حصل تخفيض للعمالة بشكل مباشر جدا في البداية الفيز الأول نزلنا ل 30% من يعني إجمالي العمال، هم كانوا الناس الأكتنج بشكل واضح، بدأ تحفيز العمل من المنازل، بدأ حكاية الأونلاين ميتينج والحاجات دي كلها يعني بقيت تنكرج الستاف بتاعنا الإداري في انه يمشي على الاتجاه ده. والحمد لله يعني الان لحد البعيد يمكن حكايه الميتنج عبر الزوم والحاجات دي بقت كثيره جدا، وبرضه حكايه انه اغلب الاشياء بقت عباره عن هوم ورك ممكن الواحد يعملها في البيت بذات الحاجات الاداريه. ثاني برضه كان فكرنا في انه برضه الفرونت لاين هيرت وركر ديلا من البدايه كان في سبلاي تشين يعني انتاج بصوره سستينبل وكان ريسبونس سريع انه نوفر كل البي بي ايز دي، لانه قبل من الحاجات اللي كان من البدايه لاحظنا انه الكادر خايف قد يكون يعني كان خوف يعني واضح جدا اثر حتى على وجودهم واثر على ادائهم وعلى رغبتهم في العمل، هم خايفين على روحهم والخوف الاكبر انه ينقلوا المرض لعوائلهم. فبرضه كان الحكايه وجود الكمامات وجود الجلوفز وجود السانيتايزر دي ساعدت للحد البعيد في انه الكوادر دي تحس انه هي بروتكتد او على الاقل قادره تتعامل مع الكيسز بخوف اقل. الشغل التدريبي ده برضه زي ما اتكلم حسي الان دكتور مهند كان في انتنسيف تريننج، شلنا كل البروتوكولز الموجوده عبر وزاره الصحه، عملنا الفيديو تريننج عشان نسهل الحاجات دي، وبقينا دائما بندعم حكايه التريننج وبعد شويه حنشوف النتائج اللي حصلت شنو. مرحله اخيره بعد ذاك بدينا في الشغل بتاع الترياج بالنسبه للمراكز التردد عالي برضه اذا كان فيجوال ترياج او ريسبيراتوري زون والتفاصيل المعلومه اكوردنج للبروتوكول بتاع وزاره الصحه. بالنسبه للمؤمنين خاطبناهم بشكل واضح في انه كيف نسهل الاجراءات عشان نصل لحاجتين، انه المؤمن ما يتحرم من الخدمه الطبيه وفي نفس الوقت ما يتعرض للالتهاب. بدينا بحكايه بتاعت تبسيط الاجراءات بصوره كبيره جدا. اول حاجه عطلنا تجديد البطاقات، انه واحده من المناطق اللي تكون دائما فيها تكدس هي حكايه البطاقات، بنتكلم عن 31 مليون مؤمن داخل السودان بيحتاجوا انه يجددوا بطاقاتهم كل سنتين، تخيلوا انه مراكز التجديد تحت البطاقات دي بيكون زحمه قدر كيف. اول قرار طلع انه ياخذ كل البطاقات دي بغض النظر عن تاريخها، هي ساريه وبتديك الحق في انه تو جيت الاكسس للخدمه، دي نمره واحد.
نمرة اثنين الناس اللي ينظر لي ولا كورونيك كيسز زيلا برضو كانوا هم بالنسبة لينا فيها بتحتاج لتدخل بصورة واضحة. فكان التعميم واضح إنه يا أخي إذا كان الحالة مستقرة وما في حوجة لمقابلة الطبيب وفحوصه ممكن يمشي يصرف العلاج من الصيدليات بصورة مباشرة، وبعدين حنشوف الأثر بتاع الحكاية دي في إنه يعني كان برضو أدانا ديمومة في تقديم الخدمات بشكل ممتاز جدا حتى أكثر من الإكسبكتيشن بتاعنا. عشان نقلل الخدمات برضو للناس الما كرونيك والناس الما إلدرلي والحاجات دي، بدينا نتحول للفكرة بتاعت الريبيد تيست لو كان في الملاريا الـ RDTs. ويمكن دي فرصة إنه نشكر يعني التنسيق الكبير مع وزارة الصحة إدارة الأمراض السارية إنه مدونا بكمية كبيرة جدا من علاج الملاريا والـ RDTs. بدينا نحفز فروعنا في الولايات بإنه بدل ما تبقى الحكاية الكيمياء المعاملة هتريديوز الويتنج تايم بأي شكل من الأشكال، بحيث إنه العيان دي إيه. برضه كان خاطبنا القضية بتاعت الخدمات الباردة دي بصورة واضحة جدا، كل العيادات المحولة، الفحوصات اللي ممكن نقول عليها باردة هم تحتاج زمان، الريفير من ولاية لولاية، التفاصيل دي تم إيقافها بصورة واضحة خلال فترة الكوفيد عشان نجي نقلل على الزحام بشكل عام. بالنسبة للمنافس كان في اهتمام كبير جدا بالشغل بتاع السانيتيشن والشغل بتاع التهوية، كان في تعظيم دوري بيتم بصورة مباشرة جدا، وكنا بنحاول انه يعني نزيد توفير المغاسل والصابون والحاجات دي بحيث انه برضه المنافس يكون واضحة. اسناد الجودة القومية دي حاجة يمكن يعني ما حمر عليها سريع، يعني كان مثلا التأمين الصحي وقف مع وزارة الصحة في تاهيل مراكز العزل برضه استكمال النواقص، بنفتكر انه ده دور وده واجب وطني، يعني لابد انه كل الناس تنخرط بشكل مباشر. وزي ما قلت انه برضه كان عندنا منتوج إعلامي برضو بيدعم الخط العام في التوعية وفي التفصيل بالمخاطر وطرق الانتشار وكيف إنه الناس تحمي روحها. وبس كان الجديد إنه كان عندنا شراكات مع مبادرات كثيرة في إنه كيف نفعل المجتمع وكيف نخلي المجتمع هو اللي يخاطب باعتبار إنه community engagement واحد من الأبروتشز اللي بيقدم كثير. عشان نجي نتعامل مع المراكز بصورة سريعة، قمنا صنفنا المراكز عندنا زي 347 مركز تابع للتأمين الصحي. كان صعب إنه تدرس المراكز أو الفاسيلتيز دي كلها في وقت واحد، فقمنا صنفناها according للأفريج أتندنس الدي أتندنس دي. فلقينا إنه في مراكز متوسط التردد بتاعها بيكون أقل من 50 في اليوم، في مراكز متوسط التردد من 50 ل 150، في مراكز أكثر من 150. بعد ذلك خطينا شكل التدخلات بصورة واضحة، المراكز التردد قليل، كان الفكرة هي احترازات عامة، حكاية السوشيال ديستانسينج والحكاية بتاعتينه صرف العلاجات والكلام العام. بالنسبة للمراكز المتوسطة دي قمنا دي أضفنا إنه في نظام بتاع متابعة عمانية واضح في التردد متى من المراكز دي زادت أو حسينا إنه في كونجستشن، الناس تحاول تمشي للولتيرناتيف، وكان ولتيرناتيف بسيطة في معناه إن شاء الله يدقوا لهم خيمة برا يقسموا العيانين، في النهاية إنه الويتنج هول دي ما يكون مكتظة بالمرضى، وإنه برضه يعني الحكاية تمشي بصورة بسيطة. المراكز التردد العالي اللي بيشوف 150، وهنا أقول لكم إن عندنا مراكز مرات تردد بيصل في اليوم 300. دي كان الكلام إنه الاحترازات العامة وبرضه إجراءات التبسيط، ودي المراكز اللي استهدفناها بشكل مباشر بإنه يكون فيها نظام بتاع فرز بصري وتنفسي زي ما وصفوا البروتوكول. نجي نشوف التنفيذ بتاع الأنشطة دي بشكل سريع. بداية أخذنا حاجة واحدة عشان نجي نقيس إنه تدخلاتنا دي بدأت في نهاية في مارس، يعني زي ما كل السودان يتحرك الفترة بتاعت الريسبونس دي، وقمنا قسناها بعد الثمن ربع كامل اللي هو في نهاية الربع 2020 نهاية شهر 6 هو الفترة اللي فاتت دي، وحاولنا ناخذ الثلاثة شهور دي إنه نحن ويجين شنو بالتدخلات دي، ولأي درجة هي حافظت في إنه المراكز بتاعتنا دي تكون شغالة بشكل كويس، وإنه عدد المرضى فور شور إنه حيكون في ريدكشن في اليوتيلايزيشن، لأنه واضح جدا إنه في فاكتورز كونفاوندرز كثيرة بتأثر على الحاجة دي. لكن بقدر الإمكان نحن متى ما كان في مريض محتاج للخدمة بيكون في اكسس ما متاثر بسبب انه في مرضى يعني في اطباء يتعرضوا للمرضى وغيره من الحاجات شفناها. فبالنسبه للبروتوكول وزعنا بروتوكول على كل الفاسيلتيز، موضوع البطاقات تنفذ بنسبه 100%، الصيدليات ما اشتغلت بصرف الدوري الامراض المزمنه عبر الدفتر بنسبه 100%، البي بي ايز دي توزعت للفروع بشكل كويس، وحتى الفروع برضه يعني نشكرهم كان عندهم مجهوداتهم في استكمال النقص. برضه الحكايه بتاعت التدريب، الحكاية بتاعت تنفيذ المراكز كلها شايفين النسب والحاجات دي، فده شكل الأنشطة. الحمد لله في أوقات كثيرة وصلنا 100% في الموضوع بتاع الترياج، معروف التعقيدات بتاعته شوية لأنه حاجة دائرة تكنيكاليتي كثيرة، فنفذنا 47% من المستهدف. جينا بعد ذلك دارين نشوف الأثر المباشر للخطة. أول حاجة يعني خلال الثلاثة شهور دي نحن فقدنا 6% فقط من منافذنا ولفترات بسيطة، وقدرنا نحافظ على 94% من الشبكة بتاعتنا كانت انتاكت وقادرة انه تقدم الخدمات والمواطنين قادرين يصلوا متى محتاجوا لها. الحاجة الثانية التدريب في بداية الجائحة دي كان 9% فقط من الكوادر في المراكز تم تدريبهم،
في الثلاثة شهور دي وصلنا لأنه 113% من التارجت، وهنا التدريب بتكلم بصفة مباشرة على المنافذ التردد عالي. لو جينا أخذنا مقارنات ما بين التردد في أخذنا بعد ذاك إنه يا أخي حصل شنو في الربع الثاني 2019 وفي الربع الثاني 2020 باعتبار إنه الفترة الزمنية دي معروفة سيزونال فاريشن والتفاصيل الكثيرة بتكون سيميلر. الحاجة الجديدة هنا إنه ظهر الكوفيد 19، فزي ما قلت واضح إنه حصل ريدكشن. زي الفترة دي من العام الماضي كان ترددنا 4,300,000 في الثلاثة شهور، 4,300,000. ترددنا خلال الفترة بتاعت الكوفيد 19 كان 3,300,000، ففي انخفاض زي مليون حصل في التردد من العام الماضي. المنافذ الصغل بتاع مراكزنا اللي اشتغلنا فيها تدخلات دي كانت بتمثل العام الماضي 40.5% من إجمالي التردد. الحمد لله حافظنا على إنها نزلت، لكن لدرجة بسيطة إنها الآن بتمثل 39%، فبرضو الانخفاض للحد البعيد يعني كان مقبول جدا. داير أقول إنه ده مثال لتدخلات كيف إنها في فترة يعني حافظت على الأكسس وكده. معروف إنه الهلع بتاع المواطنين والهلع بتأثر على شكل المقابلات بتاع الأطباء، فمثلا أخذنا ولاية بورسودان كمثال لأنه كان في حاجة غريبة شوية. التردد بتاع على الطبيب والمعمل خلال الثلاثة شهور كان حوالي 10,000 فرد، لكن نفس المؤمنين دي لأنه الأكسس للصيدليات بالذات الناس الكرونيك كان يعني لحد كبير ممتاز، يتردد 90,000، يعني 9 أضعاف الناس اللي ترددوا على الطبيب هم ناس الكرونيك، وده بدي إنه الكرونيك لأنه بيجي بصورة شهرية، فيعني كان الحمد لله إنه لقوا أكسس ممتاز وقدروا يصلوا للمراكز دي ويتحصلوا على العلاج. دي مقارنات أخيرة ما دكتور أشواق ما طول أكثر من كده إن شاء الله، اللي هي إنه الفئة العمرية برضو لأنه الإيلدرلي واحدة من الفئات المستهدفة بشكل مباشر. حاولنا ناخذ في الصراحه الاستاتستيكال الريبورت بتاعنا من 45 واللي فوق كلها مدموجه في فئه واحده. ففي السنه اللي فاتت الربع الثاني كانوا بيمثلوا 31% من اجمالي التردد بتاعنا حسب الفئات العمريه. لما جينا تابعنا انه الالدر اللي ترددوا خلال فتره الكوفيد كانوا عاملين كم، لقيناهم الحمد لله بيمثلوا 30%. اي نعم الارقام بتتغير، لكن كصيغه المعناه برضه ستيل هم لاقين الاكسس بشكل كويس. الأمراض المزمنة العام الماضي كان بتمثل 15% من إجمالي تردد الهنوي، بتكلم عن السكري والضغط، بيمثل أكثر من 80% في التأمين الصحي كصيغة بتاع أمراض مزمنة. هنا العام دي اللي جينا بيمثلوا 14%، فبرضو دي يعني إنه ده نحكي إنه الدراسة طبعا لسه we have to dig deep وفيها فاكتورز كثيرة، لكن الحاجة الإميديت ريسبونس هو الحاجة الشورت تيرم أوتبوت كان واضح انه التدخلات دي ساعدت في انه يكون في ديمومه في تنفيذ الخدمات وكده. بالنسبه لنا الدروس المستفاده انه لابد يكون في تنسيق مشترك بين كل قطاعات الصحه، ولا يصلح انه كل زول يقوم بعمل لفتره لوحده. الحاجه الثانيه كان تكلمنا عنها في بدايه الحلقه انه عندنا مشكله كبيره جدا في الاشتراطات بتاعت الحمايه ومكافحه العدوى، وما زي سر انه بقينا مؤسسات يعني هي اوريدي هي عباره عن زيرو يعني في الحاجات دي كان حاجه خطر، وده خلانا نبدا في انه نوري الناس يغسلوا يدين وكيف يعني. حاجات كثيره، فدي لابد انه تكون حاجه كونسيدر في الفتره الجايه وقالوا يا ريفورمينج وتراي انه لانه ما بيكون في سكند ويف ما بيكون في اظهر انفكشن هوفل انه الامور تمشي بصوره كويسه، لكن لازم تنشور انه الاي بي سي يكون قاعد بشكل كويس. التدريب المستمر للكوادر كانت حاجه مرهقه جدا انه نلحق الكوادر ونسابق الكوفيد ومع الزحمه وندرب الناس وهم اوريدي في قلب المعركه او هم داخل المعركه، فلابد انه يكون التدريب ده برضه واحده من الحاجات الموجوده وبصوره راتبه وبشكل مرتب بغض النظر عن ان الناس يعني فيسنج تشالنج زي البانديميك او حاجه ثانيه غير. برضه الاهتمام برفع وعي المواطنين، تكلموا الاخوه كلام كثير انه الان الميديا دي بتديك ديفرنت ستريمز فتقدر تعرف انه الامباكت يعتبر بيكون اقوى، لكن محتاجين بانه نوعي المواطنين ديل بشكل مستمر وبطريقه تخليهم يكونوا هم جاهزين يعني الكافو تيكيت عباره عن الهاند هايجين، بتكلم عن الاليمنتس بتاعت الحياه اصلا متى ما جاء المرض ما بنتعب فيه انه تبوش المواطنين مثلا عشان يلبسوا كمامه او تبوش المواطنين عشان يبعدوا من الاريا بتاعت الازدحام والحاجات دي. يمكن دي اهم الدروس المستفاده، وان شاء الله يعني حنحاول نواصل في تدخلاتنا دي بحيث انه نحافظ على ديمومه الخدمه في مراكزنا بشكل مستمر، وبرضه نقدم دعمنا لكل الاخوه في القطاع الموجود يعني في القطاع الصحي على اساس انه الناس تعبر، وربنا ان شاء الله يكتب السلامه للجميع. شكرا جزيلا دكتور وائل، يعني جهد مشكورين ومقدرينه لكم. اعتقد كان في واحده من الاسئله كمان انه بالنسبه لنا هل في اي معلومات عن اليوتيلايزيشن، هل الكوفيد اثر على التردد للمرضى بشكل عام، واعتقد يعني كان جزء الان احنا شفناه.
شفنا بالارقام عمليه الامباكت الخاص بالبريبيرنس، وحتى قارنا الناس قارنت انه بالفعل اكيد انه فتره الحظ حتى لو ما كان الكوفيد فتره الحظ اكيد اثرت على انه الناس للاكسس للخدمات الصحيه. فشكرا جزيلا. اتوقع لو في ناس دايره داتا اكثر او كده بخصوص التامين الصحي دكتور وائل وكل العاملين بالاداره الخدمات الصحيه، طبعا انا من ضمن يا جماعه انا شغاله معاهم، المعلومات موجوده للناس. يمكن احنا خلاص وصلنا للمرحلة الأخيرة، لكن قبل ما نختم بالتوصيات معنا يعني نفتح باب المداخلات أو الأسئلة. فمعنا بروف سعاد وأعتقد فيه دكتورة سماح. بروف سعاد اتفضلي. شكرا لك يا أشواق، وأنا أفتكر ده يعني لقاء حافل فيه معلومات كثيرة جدا، لكن عايزة يعني أركز شوية على الكوميونيتي أويرنس ريزنج. إحنا في السودان عندنا هابتس بطالة جدا جدا، الهابتس اللي هي ممكن تؤدي لزيادة الكوفيد لو جاتنا هنايا الرشة الثانية، حكاية إنه البكيات اللي بنمشي فيها، الأعراس اللي بنمشي فيها، المناسبات كده. والحاجة الثانية بتاعت يعني استعمال الكوب بتاع الموية مثلا بتاع الأكل بتاعت كده أكثر من زول. والحاجة الثالثة اللي هي شوية مقرفة، يعني الناس بيبصقوا في الشارع من غير ما يلاحظوا إنه منو الجنبك. في هابتس كثيرة بطالة، إحنا لازم نحاول نخلي الشعب السوداني يتصرف بطريقة صحية أول حاجة، وطريقة شوية سيفيلايز يعني متقدمة، بحيث إنه ما تؤدي إلى الإنفكشن لو جانا أوتبريك تاني بتاع الكوفيد. يعني حكاية البسط دي ما نتحسس منها، ده حاصلة أنت بتشوفها قدامك في العربية أنت وماشي، في الشارع أنت وماشي، جنبك في الماب، أي حتة أنت بتلقلك زول بيبصق في الشارع قدامك. وإحنا عارفين إنه الفيروس ده في حلقة زول، يعني في لو في ناس ما أسيمتوماتيك وعملوا الحركة دي تأكدوا إنه انتشر في المنطقة تحت الموجودين فيها الناس. بعدين طبعاً التجمعات في المستشفى وفي بيوت الأعراس وبيوت البكيات والوال والوال، الناس كلهم يكونوا فاهمين إنه الكوفيد ده ما هيروح سهل، ولو ما غيرنا من الهابتس حقتنا دي إحنا ما هنقدر نسيطر على نسبة الانفكشنز اللي هتحصل في بين الناس. وشكراً لك، معلش يعني مداخلة. لا والله مداخلة مهمة جدا يا بروف سعاد، شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني الناس مش بتتكلم عن الهيلث إدوكيشن، بنتكلم عن البيهيفيرال تشينج، ودي حاجة مهمة جدا تكون ماشية إن بارلل مع كل الخدمات الماشية. شكرا كثير يا بروف سعاد، وأتمنى حقيقة الناس القائمين على موضوع البيهيفيرال تشينج في الوزارة ياخذوا يعني الكلام، هم عندهم جهود يشكروا عليها، لكن يعمل لها أب سكيل وحتى يشوفوا المجتمع ممكن يشارك معاهم بشنو. شكرا جزيلا بروف سعاد. كان في دكتوره سماح مداخله. دكتوره سماح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتورة أشواق على الفرصة. أنا دكتورة سماح محمود سامي، صيدلانية وكلفت بإدارة قسم الجودة في مستشفى النو في الفترة بتاعت الجائحة بتاعت كورونا. حقيقي الأخوان والزملاء اتفضلوا بأنهم سردوا كثير من المشاكل وحلولها وكده. أنا كنت عايزة أعلق على نقطة بسيطة اللي هي مشكلة الكوميونيكيشن بين وزارة الصحة الولائية وبيننا نحن كمستشفيات. تقريبا نحن عندنا مشكلة كانت مع إنه نحن نلقى البروتوكولز، إنه الوزارة تبلغنا أو توصل لنا البروتوكولز الجديدة، إيفن حتى المواد التوعوية الحاجات دي كلها نحن كنا we are taking the initiative إنه نحن نمشي نفتش برانا. فأفتكر على كل المستويات، سواء كان بين الوزارة والمستشفى، سواء كانت بين الولائية والاتحادية، المعمل،
الحته دي كلها they need to promote the communication بيناتهم على اساس احنا نقدر نقدم خدمه افضل. من الدروس المستفاده بتاعتنا كمستشفى النو انه الناس لازم تكون برو اكتيف، بمعنى انه انت ما تنتظر الحاجه تجيك، ودي يمكن الحاجه اللي ساعدتنا في انه نحن ما نقفل المستشفى او نقدر نستمر في تقديم خدمه صحيه، سواء كانت على مستوى الكوفيد او كانت على مستوى الامراض الثانيه، انه انت تاخذ الانيشيتيف، انت تاخذ المبادره، انه انت لازم تبدا قبل ما تحصل الحاجه، ما تبقى رياكتيف، ما تنتظر ردود الافعال، ما تنتظر انه الحاجة تحصل حتى بعد كده أنت تشوف حتعمل قصادة شنو. من الحاجات برضو من الدروس المستفادة برضو صراحة بالنسبة لنا إنه we need to emphasize the data and research، يعني محتاجين نشوف الأرقام بتاعتنا شكل عامل كيف، patients، الدخولات، الخروجات، prognosis، الحاجات إلى آخره. آخر حاجة عايز أقولها اللي هي الاهتمام بالكوادر الصحية وتوعيتهم، صح جزء مهم، لكن في كوادر تانية مساعدة وكوادر إدارية بالنسبة لنا حالتهم النفسية مهمة بقدر الكوادر الصحية، مهمتهم اللي بيقدموها للمستشفى مهمة بقدر الكوادر الصحية. الناس ديل محتاجين برضو توعية يمكن بدوزز أكبر كتير من الحاجة اللي احنا قاعدين نقدمها للكوادر الصحية، باعتبارهم انه عندهم على الأقل الميديكال باكجراوند. لكن الجزء الثاني من عمال، من كوادر ثانية، أنا بفتكر إنه هي محتاجة مننا إنه ندعمها أكثر من كده. وشكراً على الفرصة. شكراً جزيلاً دكتورة سماح. يعني يمكن لخصتي فترة من الفترات، يعني لخصتي يمكن كلامك ودروس مستفادة. كانت فترة عصيبة على الناس، لكن في نفس الوقت الناس اتعلمت منها كثير. فشكرا جزيلا لك مرة تانية دكتورة سماح، وحقيقة تحية موصولة لكل التيم اللي كان عامل في مستشفى النو ولكل المستشفيات، يعني حقيقة في السودان اشتغلوا في الفترة من أصعب الفترات المرت على السودان، فشكرا جزيلا لكم جميعا. في أي، إحنا فاتحين باب المداخلات أو النقاش، لو في زول حاب يسأل أو يستفسر من حاجة، بالإضافة إلى الأسئلة الجايانة على الفيس. إحنا كده نقدر نقول أنه وصلنا لنهاية الويبينار. الناس اتكلمت في الويبينار على أهمية الاستعدادات المبكرة. يمكن لو جينا لخصنا الكي وورد زي ما بنقول، أو لو جينا لخصنا بالفعل أهم ما نطلع به من جلسة اليوم، بأنه الكوميونيكيشن، وأنا هبدأ بالشيء اللي انتهت به أو الشيء اللي بدأت به دكتورة سماح. الكوميونيكيشن مهم جدا في الجائحة وخلال أي جائحة، عشان نقدر يعني الامبليمنتيشن، الكلام الموجود على الورق ده ما يظل حبيس الأوراق، ولكن يحصل له امبليمنتيشن وتطبيق بشكل كويس جدا. طبعا الترينينج، واضح انه الترينينج، الناس اتكلمت عن الترينينج، اتكلمت عن الليدرشيب كوميتمنت، اتكلمت عن طبعا يمكن الدور مكافحة العدوى وأهميتها، وأهمية أن السودان يستثمر فيها في الفترة الجاية. دي برضو من الحاجات المهمة جدا في الاريا دي. وعندنا برضو الكولابريشن والبارتنرشيب، وحتى عندنا سؤال هنوجهه لدكتور هيثم بيتكلم على انه البريبريشن للسكند ويف، دور احنا هل مستصحبين معانا دور البرايفت والنون بابليك سيكتور معانا ولا لا، فده سؤال هنوجهه لدكتور هيثم معانا. يمكن احنا جينا للنقطه الاخيره من التجارب الثرة اللي سمعناها والدروس المستفاده كلها اللي ذكرت، انا حابه ضيوف الكرام يعني كل زول هديه فرصه يدينا توصيتين او ثلاثه از ماكسيمم هو عايز يقوله لينا احنا في السودان، يعني حتى من خبرته، لكن تكون ادابتبل على السودان للفتره الجايه. الان احنا جاينا سكند ويف، يعني الناس متوقعة موجة تانية، ومفروض في الموجة التانية زي ما قالت دكتورة سماح ما ننتظرها تجينا، يعني إحنا نكون مبادرين، ما ننتظر أنه إحنا نتفاعل يعني رد الفعل. فالتوصية اللي أنتم بتوصونا بها، سواء الناس في الوزارة القائمين على القرار أو الناس الشغالين ديل الكي
بالنسبة لنا الآن شغالين في المستشفيات، المدراء طبعاً المدراء المرافق الصحية سواء إذا كانت مستشفى أو مركز صحي، فالتوصية اللي بتوصوها لنا ضيوفنا الكرام. وممكن نبدأ بدكتور سهيل، وطبعاً مع خبرته الثرة في إدارة المستشفى خلال الفترة الفاتت. دكتور سهيل. أيوة مرحبا. طيب في نقطة كان أنا حبيت أتكلم عنها بخصوص الفترة القادمة، خلينا نقول إحنا على مشارف العيد، تمام، وللأسف الزيارات المجتمعية لها دور كبير، ممكن تكون هي سبب للأسف لوجود الموجة الثانية أو الموجة الجديدة لمرض الكوفيد 19. برضو طريقة التعامل مع الخراف وكذا، ناهيك عن أنه نفخ الخرفان ذاته أحيانا ممكن يكون ناقل للمرض في حال أنه الشخص اللي بيضبح عنده كوفيد 19 وكان الأكل غير مطهو أو غير ما خدتنه في النار. دي كلها إحنا بنحاول قدر الإمكان أنه يا جماعة في الفترة القادمة أنه الناس تكون بعيدة كل البعد عن السوشيال فيزيت، خلينا نقول، وتقلل الزيارات، تقلل السلام على الكبار في السن، ما يكون في مصافحة، حفاظا على عليهم هم على صحتهم، مش عشان تقليل أو تقصير، لحد ما ربنا يزيح اللي هي الموجة دي. ونستفيد من تجاربنا جميعا في البلدان ذات الإمكانيات العالية زي إيرلندا والسعودية، وفي البلدان المتوسطة أو في البلدان الزينة في السودان وكذا، وإن شاء الله ربنا يلطف بالناس ويزيل عنا الوباء. ما عندي إضافة. دكتور أشواق كفت ووفت، الله يجزيه خير، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سهيل، وشكرا لكل الأطقم الطبية والكوادر المساعدة في المستشفيات. دكتور ساري، بحكم خبرتك في الأوكيوبيشنال ميديسين وبالنسبة لنا في الانفكشن كنترول، توصية وتكون adaptable شعارين بها ممكن تنفس في السودان لفترة الإعداد للجائحة، يعني الجائحة الأوريدي مستمرة إحنا الآن والفترة الجاية. دكتور ساري. السلام عليكم مرة ثانية دكتور شواد. والله من الحاجات المهمة الواحد بوصي بها البلان لكل الانفكشوز ديزيز ولا الكوميونيكابل ديزيز، يعني الكوفيد ما حتكون أول ولا آخر، والحاجة دي ممكن تكون عندنا أمراض كثيرة وبتمشي النوتيسابل، إنه يكون في سيستم واضح للريبورتينج لنمرة واحد، لأنه لو بدون داتا ما بتقدر تبني نظام صحي قوي. فالمشكلة اللي لاحظتها تقريبا عندنا ممكن تكون الريكوردينج الريبورتينج، يعني النوتيفايبل ديزيز والريبورتابل ديزيز والحاجات دي، يكون لازم يكون عندها سيستم واضح جدا جدا في وزارة الصحة. دي حاجة. الحاجة الثانية تطوير الأشياء زي ما قلت بتاعت الصحة المهنية، لأنه تركيبة الطبيب حقيقة، يعني إحنا بعد ما طلعنا مثلا ممكن نكون أن الوضع اهتز أكثر، فالناس هناك حاسة بعدم الأمان تماما نتيجة لأوضاع كثيرة. فالصحة المهنية يعني حاجة ما مطورة إطلاقا عندنا في 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 السودان، يعني مهم جدا. يعني أنا اليوم الليلة ما مذكر إنه في حد سووا له الليفل بتاع الهيباتيتس بي أنتي بودي وهو شغال سيرجون، إنه هو تو سيف تو براكتس، ويعني وإنه أي حد جراح ما حصل شاف له الـ HIV ولا الهيباتيتس سي، يعني الحياة زي دي، يعني يكون في سيستم واضح بيهتم اساسا، يعني خليك من الديليفري اوف هيلث سيرفيس، بيهتم اساسا بالكادر الصحي من دكتور لممرض لاي كوادر ثانيه زي ما تكلموا دخلوا في اجزاء، يعني الموضوع بقى متكامل. يعني ما تفتكر انك انت لوحدك ممكن تسوي شيء، ولا انت يو ار سوبر هيرو ولا كده، محتاج للمهندس في الاي تي. يعني شفنا، يعني انا اشتغلت في سلطنة عمان في نظام بتاع كمبيوتر دوكيومنتيد، جينا هنا ده شفنا نظام برضو متطور جدا. ما يعني الآن الكمبيوترات موجودة في المستشفيات، يعني أو الخطوة الأولى اللازم الناس تبدأ بها
الريكورد لكل الداتا ولكل، لازم تكون في داتا مهمة جدا. والله ما شاء الله عندنا مهندسين وصيادلة ومهنيين في مجالات عدة ممكن يشاركوا في الحاجة دي كلها. فشكرا لكم كثير مرة ثانية، ونحن في أي لحظة we are ready to join، وزي ما بقولوا بلادنا يعني جارت علينا عزيزة مهما كان. شكرا جزيلا دكتور ساري، يعني شاكرين لك وشاكرين للتجربة اللي عكستها لنا. نسمع من دكتور نصري. طبعا دكتور نصري هو يمثل فئة البراكتيشنرز والجراحين، فأتوقع أنه هيكون توصيته ممكن تكون موجهة لزملائه البراكتيشنر. طيب بسم الله مرة ثانية، ومشكورين شديد. هأخذ لك وهقوم أوصل زي ساري واحد كذا. أنا بعتقد أنه في المرحلة الحالية يعني عشان نكسر الترانسميشن كين ديت لازم الناس تهتم بالتباعد الاجتماعي. أول نقطة، التباعد الاجتماعي، اتباع العادات الصحية في التعامل مع العطس، مع الكحة، زي ما قالت برضو بروف سعاد، ما في داعي للعادات السيئة يعني الناس تعمل في الأماكن العامة وكذا. بالإضافة للاهتمام برضو بالنظافة الشخصية والهاند هايجين والحاجات دي. أخيتها برضو توصيات على المدى البعيد، عشان أنت ما تقوم تدخل كل مرة ما تحصل حاجة تكون أنت مضايق وما عارف تعمل شنو. أعتقد أنه النظام الصحي عشان يتطور أنت محتاج تكون عندك تدريب مستمر للأطباء، للكوادر الصحية عموما في كل النواحي. إذا كان المحافظة على الحياة، إذا كان منع انتشار الأمراض، السيطرة عليها، الحاجات دي كلها محتاجة تدريب مستمر ومتابعة مستمرة. وأنا أعتقد أنه مفترض يدخل ضمن الشروط بتاعت أنك تكون بتعمل في المستشفى، أنك تكون عامل كورسات محددة، ولازم تكون عاملة مانداتري أنك تكون عامل الكورسات دي قبل ما تشتغل، ويكون عندك لها تجديد مستمر حسب الكورس يعني. الحاجة الثانية على المدى البعيد برضو نحن محتاجين نطور مستشفياتنا من ناحية البنى التحتية في كل المجالات، إذا كانت البنى التحتية من ناحية مباني، من ناحية أجهزة، من ناحية ريكوردينج سيستم وأوديتينج وكل الحاجات دي لازم تتطور، وعشان نمشي لقدام. لأنه الحاجات دي أنت ما ممكن كل مرة تتفاجأ، زي ما قالوا الخريف فاجأنا، ما ممكن كل مرة كمان تجي جائحة تفاجئنا كل سنتين ثلاثة يعني. الاستعداد لازم يكون استعداد مستمر، والناس تكون جاهزة في كل الأوقات. الحاجة الثالثة أعتقد برضو لازم يكون في اهتمام بالتوعية الصحية العامة، ناس البريفنتيف ميديسين يتكلموا مع الناس عن الحاجات، حتى بالنسبة للأمراض المزمنة، السكري، الضغط، الحاجات دي يكون في تثقيف صحي عن كيف تتجنبها، الأكل الصحي، الرياضة، الحاجات دي، وتثقيف عام للشعب باعتبار أنه في حاجات صحية مفترض بيزك لكل الناس المفروض تكون عارفة. ربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويرفع عننا البلاء، ونحن جاهزين زي ما قال أخونا ساري في أي وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور النصري. دكتور وائل، يعني قدمت تجربة بأرقام عن واقع أن الناس ممكن تنجح لو قدرت تخطط بشكل ممتاز جدا. حقيقة التوصيات، حابين نسمع منك التوصيات الممكن تقولها لينا ولكل الناس البلانرز والناس الديسيشن ميكرز في القطاع الصحي. تفضل دكتور وائل. الحاجة اللي نقول إنه نحنا يعني بنتعامل مع مرض جديد، يعني بنتعلم، نحنا بنخطط وبنتعلم وبنقيم وبنقوم، فهي تجربة يعني دائرة زي ما نقول إنه الناس أول شيء يكون عندها بال طويل وتصبر على كده. الحاجة الثانية التحديات معلومة، لكن ما هي كفاية عشان نجيب نقول نحنا عندنا مشاكل، مفروض نفكر خارج الصندوق ومفروض يكون عندنا حلول. يعني في الناس حلوا مشاكلهم بالكمامة السيرجيكال، وفي الناس بوصلوا مرحلة قالوا للمواطنين يعني ممكن الواحد يلف علمه، يعني وي كان دو زي ما قال دكتور الدوم، عكس تجربة جيبوتي، دايما في حلول. فالموضوع محدود. الحاجة اللي أنا أتكلم عنها هي إنه برضو يا أخي الحاجات دي لابد إنه نلتفت للكادر الصحي، لأنه في بدايات الكوفيد 19 هنا في السودان يعني كانت الهيتس قاسية جدا على زملائنا الكوليجز، وفقدنا عدد كبير منهم، ويمكن حتى كانت سبب في الانترابشن للخدمة. فأنا أفتكر إنه الاهتمام بالحاجات بتاعت الـ IBCs بشكل عام، وتعزيز الثقافة بتاعت الـ Infection Control في كل مؤسساتنا الصحية، دي حاجة مهمة جدا. أو التريننج المتواصل برضو واحدة من الحاجات. نحن حسينا بفرق كبير جدا في الـ Performance
حتى في ال يعني البيهيفيرز بتاعت الاستاف بتاعنا قبل وبعد التريننج. يعني زي كان زول دائما بدي مثال بقول له يا اخي زي المقعد لك زول بس مدي احساس ان انت محروس او في زول حارسك او انت مطمن بانه يو كان ديل ويز الكيس بشكل كويس. فانا افتكر انه الانفستمنت في التريننج والانفستمنت في الشغل بتاع البريفنشن كنترول واحده من الحاجات المهمه جدا اذا كان في سكند ويف جاي او عموما اذا كان يعني لا قدر الله الناس تحسب لاي. بالنسبه للكوميونتي عموما انا افتكر ان الكوميونتي انجيجمنت مهم جدا لانه برضه قيس الاثر بشكل واضح. دائما الخطاب الحكومي والخطاب الرسمي والخطاب الاداري هو طبعا بياثر لكن ما بيكون زي الخطاب اللي بيجي من داخل المجتمع. فكيف نحن نوظف شرح المجتمع دي ونخليها تتحول لالات او اليات بتاع التوعيه بشكل دي برضه واحده من الحاجات المهمه جدا. لازم برضو الانتجريشنز يعني معلش طوطه يعني الان ناس كتار كان بيفكروا بس مثلا في انه الكمامات تلقى الواحد ما مهتم بالهاند هايجين ايا شايل الكمامه وشايل السانيتايزر في يده لكن ستيل السوشيال ديستانسينج ما شغال بشكل كويس. فلا بد انه الناس وايل نحن سندينج المسج بتاعت الهيلث بروموشن دي نوصل لهم بالفهم المتكامل. يعني عايز ارين السايكل دي تتعامل بشكل كويس او بشكل واضح او انه بعد ذاك قد نكون بنضيع في ريسورسز والاوتبوت ما بيكون الحاجه اللي انا. احنا شاكرين ومقدرين لمنصه الباحثين وشاكرين لكم دكتور اشواقي ومجموعه الدار وشاكرين لاخواننا المتابعين يعني استحملونا فتره طويله ونتمنى انه نكون يعني زي ما بقول اضيف لحاجه وعلى الاقل حركنا راكد في قضيه بتمس المواطنين بشكل كبير. نسال الله يعني الجميع السلامه وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا دكتور وائل. دكتور محمد دوما اعتقد يعني قعدت في بلد تشبه السودان بشكل او باخر من ناحيه ريسورسز طبعا انا بتكلم. فالتوصيات اللي هتقولها اعتقد ممكن تكون ابليكابل بشكل كبير جدا فيا ريت نسمع منك التوصيات للفتره الجايه ولفتره الموجه الثانيه. دكتور محمد اوكي ايوه تفضل. اوكي ايوه انا داير زي ما انت قلت يعني دار انحى منحى ثاني في التوصيات بتاعتي اركز على يعني المستوى الادنى يعني وما اركز على المجتمع يعني باعتبار ان احنا بنتكلم عن يعني continuity of the health service يعني انه الخدمات تتواصل بغض النظر عن البيهيفير بتاع المجتمع. احنا اتخلي فانكشن بتاعتنا في وزارة الصحة عموما مفروض تكون يعني صح واحدة من المهام بتاعتنا التوعية وكده لكن احنا بنفترض انه اذا الناس ما التزمت برضو احنا مفروض نكون عندنا الحلول لهم. يعني احنا واحد من مهامنا نوعيهم لكن اذا ما يعني الناس ركبوا راسهم ونحن عارفين السوداني وكده لكن المفروض ان احنا الناس زي الوقت محتاجوا خدمات صحيه يلقوها. فانا من 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 المنطلق ده انا شايف انه الريكومنديشن بتاعتي انه انا عاوز الناس على مستوى الفاسيليتيز اذا كانت في هوسبيتال ولا مراكز صحيه مراكز تامين كله الكوميتمنت بتاع والليدرشيب بتاع المدراء وبتاع الناس اللي على راسها ناس الانفراستراكشر كنترول كده يكون هم تك زليت انه يحاولوا تو ادريس الحاجات حتى ولو في مشاكل على المستوى العالي. واحد الحاجه الثانيه تجهيز المستشفيات. احنا اشتغلنا في المستشفيات يعني تجهيز المستشفيات مثلا الان العيد جاي اي مدير طبي واي زول في مستشفى بيكون يعني زمان قبل الكورونا بنجهز البروكرا الشفتات بتاعتنا ومنو يغطي في العيد انا اتخيل لي ده ممكن يكون بنفس الغدر للكورونا بصوره مستمره انه الناس يخطوا في البال انه في ناس حيعيوا زي ما زمان بيخط في البال انه ناس يمشوا العيد فيكون في بلان واضحه A و B و C للكوادر عشان تغطي الشغل وكده بغض النظر يعني عن الحاصل والنقص وكل التشالنجز انا عارفها تماما لان اشتغلت في مستشفى في الاداره الطبيه. ثاني حاجه
تنشر يعني وبناء ثقه مع الكوادر بتاعتنا. انا شايف انه المراكز والمستشفيات تو انفست في الافيشنت سورتنج سيستم. يعني ريالي كل ما كان الناس عندهم ثقه كامله انه الزول يعني لو عنده كوفيد حصل له ديتكشن باول ناس هيقابلوه, وبعد ذاك المسار بتاعه بيكون واضح انه يمشي كده وباقي الناس بيكونوا اتخلي. ده يعزز يعني الثقه للكوادر الباقين كلهم وبيخلوهم يشتغلوا في امان وكده, ويكونوا يعني very collaborative يعني, وبيساعدوا حتى الاداره الطبيه وكده في انها يعني تصل للنتيجه في انه تحافظ على الخدمات الصحيه مستمره يعني. والكلام ده بيقبل على كل شيء, كلنا عارفين already يعني الامريكتين في السكند ويف, ما هي ما وقفت الفيرست ويف لكن السكند ويف. افريقيا الناس مفتكره انه ان احنا لسه لكن already احنا في الايجاد ريجون عندنا كينيا واثيوبيا الان هم في يعني بدوا باعداد قليله جدا اقل من السودان. السودان كان ليدنج لغايه شهر 6, هسه اثيوبيا وكينيا يعني زي ريبورتنج ديلي اولموست يعني كينيا 900 و800 واثيوبيا 400 و500. فنحن يمكن يجينا الكلام ده مع الخريف لانه بيقلل الحراره وكده, واحتمال بعد ذاك يخش معه الشتاء. فديفينتلي حتكون في سكند ويف, لو ما كان في سكند ويف زي ما قالوا الشباب حيكون في سكند سيميلر ديزيز. فانا داير الناس يبنوا الثقه في الفاسيلتيز تحت, و زي ما بنقول زمان في بوتوم اب بلاننج, خلينا برضو نقول في بوتوم اب ري اشورنس و ري استراكشرنج للسيستم سو ذات الناس يعني المواطنين العاديين يعيدوا الثقه فيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور محمد, يعني اعتقد كانت حلقه مثمره جدا. كان أنا بشكر لكل الناس اللي قدمت مداخلات, وبشكر جدا الناس اللي كانت يعني عندها أسئلة سواء عبر الزوم أو عبر الفيسبوك. ويعني هدي الكلمة الأخيرة لدكتور هيثم. دكتور هيثم عايزة أوجه لك سؤال حقيقة, سؤال أو سؤالين لأنهم كانوا موجودين معنا. واحد بيتكلم عن دور البرايفت سيكتر واستصحابه في عملية البلانينج, والسؤال الثاني كان بيتكلم على إنه إحنا كيف نقوي من عملية المايكرو مانجمنت أو مش المايكرو المايكرو ليفل, يعني عملية إنه إحنا كيف نقوي المستشفيات بإداراتها whatever حصل شنو بفوق هم ما يكونوا في مشكلة تصيبهم ويكونوا مستمرين في خدماتها. وبعد الأسئلة طبعا معلش دكتور هيثم طولنا عليك, لكن هنديك الختام أنك ترابط الخلاصة ممكن نطلع بها من الحلقة النقاش اليوم. وفي رأيك يعني كخبير جودة شنو أهم النقاط اللي احنا نستصحبها الآن معانا عشان نقدر نضمن بأنه أنا عندي نظام يقدر يقدم على الأقل الخدمات الأساسية في حين حوجتها خلال فترة الجائحة أو أي كارثة سواء إذا كانت كارثة طبيعية أو كارثة بيولوجية؟ تفضل دكتور هيثم والمايك معك. طيب شكرا لك دكتور عشاق, وشكرا للمشاركين كلهم. حقيقة ما خلوا شاردة ولا واردة, يعني ريت الكلام اللي بتقال ده يتطبق ويتعمل. يعني بالنسبه للسؤال الاول, حقيقه القطاع الخاص هو جزء اصيل من الـ من الـ من الريسبونس بلان من البدايه. وانا شخصيا قعدت اكثر من اجتماع مع المؤسسات العلاجيه الخاصه, اداره المؤسسات العلاجيه الخاصه وممثلي المستشفيات, وحده المستشفيات الخاصه في ولايه الخرطوم بالذات. المستشفيات الخاصه معروفه يعني اولموست اكثر من 60% من الخدمات الصحيه الثانويه الثالثويه في القطاع الخاص في الخرطوم يعني, والإبي سنتر عندنا في السودان في الخرطوم. فبالتالي احنا كنا محتاجين بصورة أساسية جداً للقطاع الخاص يكون جزء من الريسبونس بلان. وأنا أقدر أقول والله فعلاً ما خذلونا, يعني بالرغم من الهنات اللي حصلت, بالرغم من إنه في بعض الإشكالات اللي حصلت, بالرغم من إنه في بعض ما يسموه بين قوسين بعض الناس بيسموه الجشع في المعالجة بتاعت بعض الحالات بمبالغ كبيرة جداً,
لكن المستشفيات الخاصة فتحت أبوابها في وقت كان المستشفيات العامة جزء كبير جدا منها ما كان جاهز لاستقبال حالة الكورونا. قدروا إنه يوفروا يقنعوا الإسعاف حقهم، يوفروا الإنسنتيف، يوفروا بي تي إيز ويشتغلوا. هسه حاليا النظام المراكز العزل في الخرطوم جزئين، برايمري ايزوليشن وسكندري ايزوليشن. البرايمري ايزوليشن باختصار هو الاجسام بتاعه العزل الموجوده في المستشفيات، جزء كبير جدا موجود منها في القطاع الخاص، صح في جزء في القطاع العام ومستشفيات النظاميه زي الشرطه والسلاح وغيرها، لكن في قطاع خاص مستشفيات فضيل رويال كير كده فيها اعداد بتستقبل عيانين، وبعدين بيحصل الفلو منها للمراكز بتاعه العزل النهائي في جبره وفي يونيفرسال وغيرها. حقيقة الحاجة الأولى لابد من إنه هو ده واجبهم، والناس هو مواطنين سودانيين وأونر سودانيين وكذا، الناس تشكرون عليه برضو، لكن برضو الممارسات السلبية الصاحبة استغلال المواطن السوداني البسيط في فترة الكورونا دي محتاجة إن الناس يقفوا عليها يدرسوها على أساس إنها ما تتكرر، لأنه ده وضع فعلا كان المواطن السوداني محتاج الناس تقف معه فيه. المسألة الثانية أظنها كان استفسار عنده علاقة ب نسيت السؤال يا أشواق. السؤال اللي هي كيف يعني نزيد من الكاباسيتي بتاعة المايكرو ليفل على مستوى المستشفيات ذات من هم يقدروا أيوة الكبيرة. وده خطأ حقيقة، ده خطأ الناس وقعت فيه، إنها كان في تركيز كبير جدا على المستوى الاتحادي والولائي في شغل الخطط والبروتوكولات وكذا. الخطه تشغيل المستشفيات ولا خطه تشغيل مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه، لو الناس متابعين كانت الناس تكلمت عنها في شهر ابريل، يعني بعد نهايه فبراير حصلت الاشكاليه، مارس ايام العيد بتاع رمضان بعد العيد كان في مشاكل كبيره جدا في الميد ليفل ده اللي هو المستشفيات والمراكز الصحيه، لكن الناس ما انتبهت لها انها هي المفروض تشتغل لحد ما بقت تظهرت بعض المشاكل. مراكز الكلى حصلت فيها مشاكل لانه ما بيتحملوا يقفوا فتره طويله، الكانسر سنترز ما بتتحمل، مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه، ناس البرايمري هيلث كير يشكوا انه معدلات التحصيل حصل فيها دروب، متوقعين وحصلت بعض الحالات بتاعت ميسلز في بعض داخل ولايه الخرطوم في بعض المناطق، فكان ده مؤشر خطير جدا، دخل ده تريجر خلى الناس تنتبه انه المفروض يهتموا بالمستوى ده حتى ولو كان في قصور. والكلام اللي قاله الدومه ده وجيه جدا، انه مدراء المراكز الصحيه مدراء المستشفيات عندهم شيء من الاوتونوموس، عندهم قدر من الموارد، عندهم قدر من الريسورسز، عندهم قدر من المقدره على تحريك الموارد. اذا وجد الشخص القائد المناسب للمستشفيات المراكز الصحيه، فحصل قصور، حصل تاخر متحرك، ده خلى كثير جدا من الحالات اللي هو شفناها في الفتره فاتت. لكن نتمنى انه بعد اللي هو بعد منتصف ابريل بالذات ولايه الخرطوم قدمت خطه كويسه جدا لتشغيل المراكز الصحيه الاساسيه، وهسه الناظر لولايه الخرطوم والولايات الثانيه بيلقى انه النظام الصحي بدا يتعافى ويشتغل. ودي أنا داير انتقل بها لتوصياتي طوالي أو كلامي، إنه نحن قبل أنا بدأت مقدمتي إنه كنا في بانيك، بعد ذاك في ريلايزيشن، بعد ذاك بقى في مقدرة على التعامل مع الوضع. هسه بقى ده الوضع، الناس بدأت تقتنع إنه ده الوضع الحالي، ونحن حقيقة محتاجين ننتقل للاستبل بعديها اللي هي to the new norm. يعني نحن محتاجين ننتقل لوضع هو حيكون النورم حقنا، حيكون الأصل حقنا، لانه الوضع الجاي ده ما موجه وحتنتهي برضه، ممكن تكون حاجه لفتره طويله لما نتلاقي علاج، لما نتلاقي فاكسين، ممكن يكون ده الوضع اللي احنا محتاجين نتعامل معه. المؤسسات الصحيه محتاجه انها تشتغل بالكباسيتي كامله حقتها لكل الامراض، حتى الامراض اللي كنا بنقول ناجلها لانها عمليات بارده ولانها مهنيه، بعد شويه بتبقى ما بارده. انت محتاج ترتب نفسك على اساس انك الحاجات الخدمات البريفنتيف والخدمات القابله للتاجيل بعد ده بيبقى ما في طريقه للتاجيل، التحصين بعد ده ما في طريقه يتاجل، متابعه الامراض المزمنه ما في طريقه تتاخر،
العمليات الباردة ما في طريقة تبقى باردة بعدها. وبالتالي احنا محتاجين ننتقل to the new norm. وعشان ننتقل للمرحلة الجديدة دي لابد من الاستفادة من الجابات، من كلام الأساتذة الهسي ذكروه، الجابات الكبيرة كانت في النظام الصحي في التعامل مع الفترة الفاتت، يعني ما بين التخطيط والسيرفيس ديليفري في النهاية الدرب ده فيه جابس كبيرة جدا ظهرة. وذكرت يا دكتور أشواق في كوميونيكيشن تشانلز كثيرة كانت مفقودة، في بلاك سبوتس كثيرة نحن محتاجين نملاها عشان ننتقل للمرحلة بعدها. ما ينفع إنه نحن عندنا سمارت بلان on the shelf معناته أنا حيكون عندي very good service delivery at the end. الدرب في النص ده حقيقة شائك ومعقد. وإن كان من توصيات عشان نحن نملى الدرب ده ونقفل البلاك سبوتس دي، أنا ممكن أخدها في ثلاثة مستويات الأخوة ذكروها، لكن بس من باب الاستركشرينج العام. المستوى الأول هو مستوى المستوى الحوكم الفوق، المستوى الأعلى. والمستوى الأعلى ده أنا ما بقصد له وزارة الصحة، بل نحن لما سميناها كان سميناها الناشونال ريسبونس تو كوفيد، يعني الاستجابة القومية للمرض. الاستجابة القومية دي أنا داير وزارة الصحة، داير وزارة المالية، داير ناس العمل، داير القطاعات العامة، داير القطاعات الخاصة، داير ليه؟ أنا من البداية يعني الموضوع ده محتاج موارد، محتاج قوانين، محتاج حراسة من القوات الشرطية، من النظم العامة، محتاج موجهات للمجتمع. معناتها أنا الناشونال ريسبونس بلان دي أو الناشونال ريسبونس للمرض ده محتاجة لتقوية العلاقات بين الأجسام دي، وفعلا تقاد بالصورة الإيجابية. والقائد في النهاية دي ما في شك إنه هو وزارة الصحة. وزارة الصحة محتاج منها فعلا تليد الريسبونس بلان ده بصورة فيها شيء من التوافقية الكبيرة، يعني حكاية كل وزارة، المناقرات بين الوزارات، ما بنشوفه في وسائل الميديا، انت سويت دورك وانا ما سويت دوري، اشتت الكورة، انت الغلط منك ولا من الكلام ده ما بيطلعنا، ما بيمرقنا لبر الامان. محتاجين لقيادة توافقية تقود كل الوزارات دي على اساس انها هي فعلا ناشر ريسبونس بلان، قطاعات عامة على قطاعات خاصة تحمل مسؤوليتها. المستوى الثاني هو مستوى الادارات الوسيطه، احتمال تكلمنا عنه قبل شويه، لكن مستوى الادارات البسيطه ما فيها وزاره الصحه الاتحاديه واداراتها، كان الطبع العلاجي، كان الادارات المعنيه بتاعت الطوارئ، ودوره تجاه المؤسسات العلاجيه، دوره تجاهها في توفير معينات العمل، توفير بيئات العمل، تدريب الكوادر الصحيه، المسائل اللي ذكرها كلها، حمايه الكوادر الصحيه، توفير البيئه الفعل. انت بعد شويه لما تنتقل للمستوى الاعلى تقول للكادر الصحي بعين قويه انك انت ده واجبك تاديه، انت لو ما اديت واجبك ما بتطلب من الكادر الصحي يؤدي واجبك. فبالتالي محتاجين، انا صح في قله في الموارد، في قله في الموارد ما في شك، لكن برضو ممكن الموارد المتاحه يتم استخدامها بالصوره الامثل، توجيه الموارد المتاحه. يعني برضو الكورونا دي ورتنا شهامه الانسان السوداني في كل دول العالم. الجائحه دي ورتنا الاستجابه بتاعت السودانيين داخل وخارج السودان بصوره كبيره جدا، ولسه انا بتوقع انه باب السودانيين مفتوح اذا اتضحت الحوجه وين، وشافوا الاثر الايجابي للمواد او للاشياء اللي تبرعوا بها وصلت السودان. متوقع انه ندفعوا ثاني وثالث ورابع، الزول لو شاف حاجته نزلت في المحل السليم. فبتبقى مساله الاستخدام الامثل للموارد لسد حوجه النظام الصحي لضمان تشغيله في الفتره الجايه مساله من الاولويات. المستوى البعديه مش بعديه من ناحية أهمية وترتيب، لكن في المستويات الإدارية، هو الكادر الصحي ذاته، الكادر الصحي وضرورة التزامه. وأنا لما أقول الكادر الصحي بكل مستوياته بعني بصورة أساسية الرول موديل بتاعنا الأخصائيين والناس المسؤولين، على أساس أنه في الفترة اللي احنا فقدناهم وحصل البانيك وقفلوا العيادات وخلوا المستشفيات وقعدوا في البيوت، حصلت ربكة في المستشفيات بصورة كبيرة. لما بدوا ينزلوا اساتذتنا وبعضهم وكده كرول موديل لغيرهم، بقول الاطباء الصغار يشوفوهم وياخذوا منهم ويتعلموا منهم. مساله التزام الكادر الصحي هو يطالب بحقه بالكامل ما في شك، لكن لابد يعرف انه في حقوق عليه وواجبات عليه ولازم يفي بها تجاه المواطن وتجاه الكلام اللي بيقول فيه النصر قبيل، كلام بتاع اس او بي ظاهر، سوي 1 2 3 4 5، لو ما عمل ده ممكن تحاسب ممكن تتعاقب، لكن انا عشان الزمك اقول لك اعمل 1 2 3 5، البس شنو ما تلبس شنو، غسل 200 وما تغسل 200، تجي 200 وما تجي 200، تقيف من الشغل ولا ما تقيف من الشغل. المساله دي محتاجه ان المستوى الاول يكون قايم بواجبه
تجاه الكادر الصحي عشان الكادر الصحي يقوم بواجبه تجاه المؤسسة. المستوى الأخير وليس أخيرا طبعا آخرا اللي هو المواطن. المواطن ودوره بروفيسور سعاد سليمان تكلمت والدوم تكلم غيره تكلم، هم برضو لما يعرفوا إنه يا أخي نحن نظام الصحي ده نظام ضعيف قد لا يتحمل الأعداد الكبيرة الممكن تصل له من الحالات، جدي وجدتك حبوبتي وحبوبتك أمي وأمك الناس الكبار عندنا، النظام الصحي قد لا يحتمل زيادات أعداد الحالات، فبالتالي لازم يكون عندنا واجب كبير جدا تجاه أهلنا. فبالتالي بتبقى دور المواطن هو دور أصيل في المحافظة على نظام الصحي من الانهيار واستمرار الخدمات الصحية في الفترة الجاية. حقيقة أنا شاكر لكم كثير، استمتعت جدا بالويبينار ده، وأتاح لنا فرصة ذاته نلاقي سنايرنا الأعزاء فقدناهم، مصر في إيرلندا وساري في السعودية والدومة في جيبوتي، دل سنايرنا طبعا ترفع لهم القبعات الليلة لقيناهم ونهلنا من علم بصورة مباشرة. فشكرا لكم كلكم كثير، شكرا برضو للإخوة اللي كانوا مشاركين من داخل السودان. حقيقة التجارب ذكرت من مستشفى النو ومستشفى إبراهيم مالك، أنا هنا في السودان حقيقة ما سمعتها يعني، فدي تجارب تدور وتجارب تقدم يعني، تخيلين الناس ممكن تستفيد منها الأجيال القادمة بصورة كبيرة. برضو أشكركم أنتوا على تنسيق الويبينار ده بصورة راقية وبصورة جميلة، وبرضو توزيع للفرص وإتاحة لإدارة الحوار دكتور أشواق بصورة ممتازة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا كثير يا دكتور هيثم، يعني دكتور هيثم ادانا زي ما بيقول الزيت. اتمنى ان شاء الله تعالى ان الناس تواصل، هي الفكره ما ان الناس عملت شنو او اخطات وين، لكن الفكره اتعلمت شنو وتمشي لقدام كيف. فشكرا جزيلا دكتور هيثم، شكرا جزيلا لكل الضيوف الكرام، انا شاكره لكم زمنكم انه الناس فوق 3 ساعات ونص يعني ديكيتد للحلقه وما قبلها كان للترتيبات، فشكرا جزيلا لكم. شكرا للضيوف الكرام من داخل السودان دكتور هيثم ودكتور وائل ودكتور سهيل، وشكرا لضيوفنا من الخارج دكتور النصري من ايرلندا ودكتور محمد الدومة باعتباره كان في جيبوتي، ودكتور ساري في المملكة العربية السعودية. شكرا لكل اللي كانوا بيشاهدونا وحضروا البرنامج، شكرا لكل المداخلات اللي كانت موجودة وأسئلة، يعني حقيقة يمكن أسرت النقاش، فشكرا جزيلا. احنا كده وصلنا للنهاية، ويمكن ده كان الهدف من الويبينار بأنه الناس تتفق على إطار محدد، لأنه الفكرة من دار والفكرة من مبادرة السودانيين الباحثين السودانيين أنه الناس تتفق حول الـ evidence based practice، نتفق حول الممارسة المبنية على البراهين. جزء من البراهين بيجي بالخبرة والإكسبيرينس والليسون ليرند، بالإضافة طبعاً على الأشياء والأوراق المقدمة والأوراق العلمية. يمكن جائحة الكورونا يعني أكثر شيء كان مميز فيها أن هي طبعاً هي ما نقدر نقول ما تميج إيجابي، ولكن كان من مميزات أنه حاجة بدأت مع الناس من الأنسرتينيتي، من عدم المعرفة تماماً، لغاية ما وصلت بهم أنه حصل بيلد أب لكل النوليج الموجودة خلال فترات قصيرة، والناس كل الدول اتعلمت من تجاربها. فيمكن ده كان الهدف والبيصب في فكرة دار وفي فكرة المبادرة الباحثين السودانيين. نتمنى نكون قدرنا نوصل الهدف بشكل واضح جدا، نتمنى بأنه أصحاب القرار والقادة على مستوى تقديم الخدمة وعلى مستوى الوزارات والمرافق الصحية يعني يواصلوا في عملهم اللي احنا شاكرين لهم، وياخذوا التوصيات دي بعين زي ما بيقولوا بعين ثاقبة ممكن يستفيدوا بها لقدام. أنا شاكرة لكل المداخلات وشاكر لكل التجارب اللي كانت من داخل وخارج السودان. ويمكن قبل ما أختم ما يفوتني أشكر دكتور أنور لاحتضانه لهذا البرنامج، ومعانا يمكن من خلف الكواليس يمكن الناس ما شاهدتهم دكتورة ضحى أبو عبيدة ودكتورة إيناس سيف الدين، أنا بشكرهم جدا لأنهم كانوا في الإعداد من أول يوم
وبشكرهم جدا، هم الان اللي كانوا خلف الكواليس للترتيبات ولتجهيز الاسئله اللي كانت موجوده على الفيس وداخل الزوم. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للجميع، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ونتمنى ربنا يحفظ البلاد والعباد. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.